السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هيكون اخر مع محاضره معانا في الجزء بتاعي اللي هي محاضره رقم 6. طبعا المحاضره دي تعتبر كانت المفروض بتبقى من الاجزاء اللي بتتعطى في المدرج، ولكن طبعا نظرا لان المحاضرات في المدرج بتبقى وقتها صغير جدا، بتبقى ساعه ونص مش ساعتين، والكورس ده المفروض ان هو 2 كريديت اور ليكتشرز، وطبعا في بعض الاوقات في بعض الحاجات بنحتاج ان احنا ناخد وقت فيها في الشرح شويه في المدرج، فده طبعا بيأخر شويه الايه البروجرام بتاعنا في الكورس. فعشان كده انا نزلت لكم المحاضرة الأخيرة دي، هتكون كلها اونلاين هتسمعوها وهتبقى معاكم على طول، بحيث ان ايه لو عايزين تذاكروها على مراحل او تاخدوا وقتكم فيها براحتكم، يعني يبقى في مجرد فيديو بتسمعوه في اي وقت انتوا عايزين. خلاص ان شاء الله بإذن الله، تعالوا نبتدي المحاضرة بتاعتنا على خير بإذن الله. اول جزء هنبتدي فيه في المحاضره بتاعتنا النهارده هو جزء بنتكلم فيه على الميديسينال هيربز، ويمكن انتوا سمعتوا الكلام ده والكلمه دي في العملي قبل كده، واشتغلنا بعض الامثله على بعض الهيربز المهمه اللي ليها ميديسينال امبورتنس في العملي. فالنهارده هنتكلم على الميديسينال هيربز ونشوف بعض الامثله، طبعا مش هنقدر نغطيها بشكل كامل، ولكن هنقي بعض الامثله المهمه اللي نتكلم عليها في الجزء ده ان شاء الله باذن الله. المثال اللي هناخده مجموعه اسمها السولانيشيس هيربز. السولانيشيس هيرب زي ما انتم شايفين كده من الاسم، هي متكونه من اكتر من نبات، بيكون عندي اربع نباتات. النباتات دي مهمه جدا من ناحيه الميديسنال امبورتنس باستثناء يمكن اخر واحد هنتكلم عليه اللي هو اسمه اليوروبيان هيمبين، ولكن الاربع نباتات دول بيشتركوا مع بعض في بعض الخصائص نتيجه ان هم موجودين في فاميلي واحده اسمها فاميلي سولانيسي. تعالوا نشوف الجنرال كاركترز بتاعه السولانيشيس هيرب دي بتكون ايه. عندنا أربعة كاركترز أساسيين موجودين في كل الممبرز بتاعت الفاميلي دي. أول حاجة ثلاثة منهم ممبرز أو ثلاثة كاركترز بيكونوا حاجات مايكروسكوبيكال، يعني مثلا بقول لك إن كلهم فيهم هير اسمها الجلاندولر كلافيت هير. الجلاندولر كلافيت هير دي بيكون عندها يوني سيلولر ستوك قصير جدا وساعات بيبقى طويل شوية، وعندها مالتي سيلولر كلاب شيبد هيد بالشكل ده. شايفين الهاد متقسمة لعدد من الخلايا وبتكون مالتي سيلولر، بتبقى عاملة زي دايما أقول الطلبة عاملة زي الأيس كريم. تمام، بوله الايس كريم كده. فده بالنسبه للايه للجزء ده. الحاجه الثانيه ان فيها دايما انيزوسيتيك استوماتا. انيزوسيتيك استوماتا اللي هي استوماتا سراوندد باي 3 تو 5 سيلز، ولازم واحده من الخلايا دي تكون اصغر من الايه من الباقيين، وده اللي حاصل معانا. كل الفاميلي دي فيها انيزوسيتيك ايه استوماتا. الحاجه الثالثه ان دايما بيكون فيها الفين ايلتس او الفراجمنتس اوف ذا ميزوفيل، بيكون فيها كالسيوم اوكزاليت. يبقى الكالسيوم اوكزاليت هنا كومن، يعني كومن جدا في كل الممبرز بتاعه الفاميلي سولانيسي بشكل اشكاله بقى المختلفه. في بعض الاحيان نلاقيه كلاسترز، في بعض الاحيان نلاقيه ايديو بلاست، في بعض الاحيان نلاقيه بريزمز، حسب بقى الايه النبات موجود فيه ايه. الحاجه الاخيره الكيميكالي بقى، السولانيشيس هيربز دي كلها بيكون فيها مجموعه من المركبات بنسميها تروبين الكالويز. ويمكن كلمة تروبين الكالويدز دي مهمة جدا. الكالويدز يعني نيتروجينس، يعني فيها نيتروجين، وكلمة تروبين معناها ان النيتروجين دي جوه رينج، واسمى الرينج دي لتو رينجز، عشان كده بقول عليها نيتروجينس باي سايكليك رينج. ازاي؟ ادي نيتروجين موجودة جوه رينج اهي، رينج كبيرة تمام مترقمة من 1 لـ7 خلاص، وهي النيتروجين بتاخد رقم 8. وفي نفس الوقت النيتروجين دي اسمى الرينج لتو رينجز، ادي رينج اهي جوه 1 8 5 6 7 ورينج تانية اللي هي 1 2 3 4 5. فهي كده قسمت الرينج من جوه لتو ايه لتو رينجز. فدي تروبين نيوكليس. طبعا دي مش كل الاستراكشر، ده جزء من الاستراكشر بتاع الايه التروبين الكالويز. بيبقى فيه طبعا استر، عامل استر جروب زي ما هنشوف سي دبل بوند او او مع الكول، وبيكون عندي تروبيك اسيد. في عندي كده قصه ايه قصه شويه هنشوفها في الاستراكشر في السلايدز اللي جايه. لو جينا بقى نقارن ما بين الديفرنت بلانتس اللي موجودين عندي في السولانيسي او سولانيشيس هيربس، هنلاقي يعني عندي اربع نباتات اساسيه موجوده، الاسترامونيوم والبلادونا والايجيبشن هيمبين واليوروبيان هيمبين، هم دول اربع نباتات. تعالوا نقارن ما بينهم الاول من ناحيه البوتانيكال اوريجن. هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان بالنسبه للاسترامونيوم اول حاجه طبعا والبلادونا الاثنين بنستخدم منهم الليفز مع الفلاورنج توبس، يبقى هنا بنستخدم الليف وكمان معاها الفلاور. خلاص، وطبعا الكونديشن بتاعتها بتكون درويد. الاسم العلمي طبعا للاسترامونيوم بنقول عليها داتورا استرامونيوم، الاسم العلمي للبلادونا بنقول عليها اتروبا بلادونا، ويمكن داتورا استرامونيوم دي اللي هي جايه منها الاسم العربي، الاسم العربي بتاعها اسمه نبات الداتورا. تمام، وطبعا الفاميلي سولانيسي. طبعا احنا مطلوب مننا نعرف معلش الساينتفك تيرم هنا او الاسماء بتاعه الايه النباتات بتاعه السولانيسي بالذات يعني. خلاص، طبعا الداتورا، والتاني بنسميه الديدلي نايت ايه شيد.
برضو ده من اسمائه التانية للبلادونا. خلاص. طيب ايه المواد الفعاله اللي عندي هنا؟ بيقول لك ان البوتانيكال اوريجين بيقول انها should contain not more than 3% of its larger stems، وده واضح قوي من البلانت بارت يوز، لان انا مستخدم الليف والفلاورنج توبس مش مستخدم الستمز، وبالتالي الستمز تبقى موجوده بنسبه محدوده لان نسبه الالكالويز فيها قليله جدا. الحاجه الثانيه ان خلي بالك الماده الفعاله لازم تكون مش اقل من 0.25% من التوتال الكالويدز، وبنحسبها على مركب معين اسمه الهايوسيامين، هو ده الالكالويد الاساسي اللي بيطلع من النباتات دي. خلاص. تعالوا نشوف بقى الايجيبشن هايوسايمس او الايجيبشن هيمبين واليوروبيان هيمبين. هنلاقي ان الايجيبشن واليوروبيان هيمبين ساعات بنسميهم ايجيبشن هايوسايمس ويوروبيان هايوسايمس، والاسامي كده واضحه ان النبات ده الاوريجن بتاعه اكتر مصر، والنبات ده الاوريجن بتاعه اكتر اوروبا. تمام كده. هنلاحظ ان نباتين بنستخدم فيهم الليفز with or without the flowering tops، يعني معنى الكلام ده ان مش شرط ان انا استخدم الفلاورز هنا، وبالتالي انا لو في حالة الهايوسايمس استخدمت الليفز بس، يبقى انا كده اقدر اعتبر الهايوسايمس ده تحت مين؟ الليفز، تبع الليفز. انما لو استخدمت الليفز مع الفلاورنج توبس، فالمفروض كده ان الهايوسايمس يعتبر تحت الايه؟ الهيربس، فهو حاجة بين البنين، لان الفارماكوبية بتقول لك ممكن تستخدم الليفز لوحدها، وممكن تستخدم الليفز ومعاها الفلاورنج توبس. ده مش بس كده، في حالة اليوروبيان هيمبين قالت لك ممكن كمان تستخدم الايه؟ الفروتس. خلاص. طيب الكونديشن برضو درايت. عندنا طبعا الايجيبشن هيمبين بنسميه اليوروبيان بنسميه الهايوسايمس ميوتيكس، ده الاسم العلمي بتاعه، واليوروبيان هيمبين بنسميه الهايوسايمس نايجر، ده الاسم العلمي بتاعه برضو فاميلي ايه؟ سولانيسي. طيب تعالوا نشوف المواد الفعاله. هنلاقي ان المفروض ما يكونش فيها اقل من 0.8% من التوتال الكالويدز كالكوليتد از ايه؟ از هايوسيامين، والمفروض ان ما يكونش فيها اكتر من 45% من الاستمز. هتلاحظوا نسبه الاستمز هنا عاليه، وده نتيجه ان في الكالويدز بنسبه اكبر شويه هنا في حاله الهايوسايمس مقارنه باللي كان موجود في حاله البلادونا وفي حاله الايه؟ الاستراموني. فانت ممكن تعتمد عليها برضو في الشغل معاك، بس المهم ان نسبتها ما تزيدش عن 45 ايه في الميه. خلاص. ده بالنسبه للبوتانيكال اوريجن. تعالوا بقى نشوف الفروقات ما بينهم وبين بعض من ناحيه الماكروسكوبيكال كاركترز ومن ناحيه المايكروسكوبيكال ايه كاركترز. اول حاجه لو بصينا على الشكل بتاع النبات نفسه من بره، فهتلاقي ثلاث حاجات بتفرق لك بين النباتات دي وبعضها. اول حاجه شكل الليف، شكل الفلاور، شكل الفروت. لو بصينا على الليف هنلاقي ان الاستراموليوم بتكون تريانجولار اوفيت، وبتكون المارجن بتاعها الريجولارلي سيريت زي ما انتم شايفين. هنا بنلاقيها برودلي اوفيت في حاله البلادونا واضحه جدا، والمارجن بتاعها انتاير واضح جدا، فالفروقات بينهم كبيره قوي. البيز بتكون اسيمتريك في الاثنين، تمام، اسيمتريك بيز، والايبكس في الاثنين بتكون اكيومينيت ايبكس. يبقى ده بالنسبه للايه؟ للفروقات ما بينهم وبين بعض من ناحيه الليف. طب من ناحيه الفروت في فرق كبير جدا. الاسترامونيوم بتكون ثورني كبسول، كبسوله كده مليانه سيدز ومقفوله وعليها من بره سباينز او شوك زي ما انتم شايفين كده. هنا بتكون عامله زي الشري، عامله زي الكرز، بنقول عليها بلاك ايه؟ بلاك بيري او بيربلش، تمام كده، عامله زي الكرز بالظبط. اما الفلاور بتكون يلوش وايت في حاله الاسترامونيوم، وفي حاله البلادونا بتكون ريدش بيربل. يبقى في فرق كبير قوي في اللون ما بين الايه؟ الاثنين. يبقى في فروقات كبيره ما بين الاسترامونيوم والبلادونا من خلال كل الاورجنز بتاعته. طب لو شفنا الايجيبشن واليوروبيان بقى ايه؟ هيمبين. هنلاقي بالنسبة للايجيبشن هيمبين واليوروبيان هيمبين الفروقات ما بينهم وبين بعض من ناحية الليفز ما بتبقاش كبيرة قوي، والاثنين بيكونوا رومبويدال ان شيب. رومبويدال ان شيب يعني عاملين شكل معين شوية، وبيكون مميز قوي المارجن بتاعهم انه في عدد معين من التيث، بنقول عليها اكيوت تيث، عاملة زي السنان كده، بتبقى من 2 لـ 5، تمام، في الليف كلها. خلاص واضحة جدا. هتلاحظوا ان مفيش فرق قوي ما بين الايجيبشن وما بين اليوروبيان هيمبين في الشكل. بتيوليت ليف عادة، يمكن في اليوروبيان شوية بتكون سيسايل أكتر. كمان بيكون الأكيومينيت إيبكس بتاعها، والبيز بتكون سيمتريك بيز. فالفروقات بتاعتهم مش كبيرة قوي من ناحية الليف، إنما ممكن تفرقهم عن بعض كويس جدا من خلال الفلاور. الفلاور بتاعت الإيجيبشن بتكون لونها ديب بيربل، شايفين الكورولا عاملة إزاي؟ أما بتاعت اليوروبيان واضحة جدا بتكون يلو وذ بيربل فينز، يعني يلو هي الاصل فيها ان لونها يلو بس فيها خطوط لونها بيربل. اما الفروت في الحالتين بتكون شبه بعض، بتكون عامله زي الكاس كده، بنسميها البيكزس. يبقى كده عرفنا ازاي بنفرق من ناحيه الماكروسكوبيكال كاركترز ما بين الايجيبشن واليوروبيان ايه؟ هيمبين. ويمكن احنا عايزين نهتم قوي بالنقطه دي، لان اليوروبيان يعتبر ادلترنت للايجيبشن.
الايجيبشن دايما في نسب مواد فعاله اكتر، ودايما هو اللي بنستخدمه في الادويه، اما اليوروبيان بتكون نسب المواد الفعاله فيه اقل بكتير، فبيعتبر ادلتريشن للايجيبشن ايه هيمبين. فمهم قوي نعمل الاوثنتيكيشن بتاعهم صح. ويمكن برضو شفنا حته الاوثنتيكيشن دي لما كنا بنتكلم على الوايت وريد سكويل، ان مهم قوي تفرق الاثنين دول عن بعض، لان لو الاثنين فلتوا منك هيبقى الريد سكويل ده فيري توكسيك، وبالتالي يعمل لك مشاكل كبيره قوي. لو جينا بقى نبص على المايكروسكوبيكال كاركترز، يمكن اهم حاجه تفرق لك ما بين الثلاث نباتات او الاربع نباتات هو الفين ايلت اللي هي الفراجمنتس اوف ذا ميزوفيل. احنا قلنا ان دايما بيكون فيها كونتنت من الكالسيوم اوكزاليت، حسب بقى شكل الكالسيوم اوكزاليت والارينجمنت بتاعه بتقدر تعرف النبات بتاعك مين. لو عندك كلاسترز اوف كالسيوم اوكزاليت يبقى المفروض ان انت عندك الاسترامونيوم بالشكل ده، شايفين ورد كده صغير مترتب جوه الخلايا بتاعت الفين ايلس زي ما انتم شايفين كده. او لو عندك ايديوبلاست يعني خلايا معينه بيكون لونها اسود كده نتيجه ان فيها ساندي كريستلز اوف كالسيوم اوكزاليت، يبقى دي في الحاله دي بقول ان انا عندي بلادونا. او زي ما هنشوف كمان شويه في حاله الهيمبين عموما سواء الايجيبشن او اليوروبيان بيكون الفين ايلت بتاعتي فيها بريزمز اوف كالسيوم اوكزاليت، ممكن تكون سنجل وممكن تكون توينز عامله اتنينات مع بعض، تمام كده. بس معنى الكلام ده ان الفين ايلت ما بتفرقليش ما بين الايجيبشن وما بين اليوروبيان هيمبين، محتاج حاجه تانية تفرق لي بينهم وبين بعض. طيب هل في فروقات تانية ما بين الاسترامونيوم والبلادونا عشان نخلص السلايد دي؟ في فرق مهم قوي في الهير، احنا عندنا كده كده فيهم هما الاثنين، في انيزوسيتيك استوماتا وفي الكلافيت جلاندولار هير زي ما احنا قلنا قبل كده. انما هنلاحظ ان الاسترامونيوم فيها هير مميزه قوي اسمها نون جلاندولار هير وذ اللارجد بيز، ودي بتكون مالتي سيلولر بتتكون من 2 ل 4 خلايا، وبتكون عاده 4 خلايا يعني، وبتكون كفرد وذ وورتي كيوتيكل، يعني بيكون السيرفيس بتاعها لو بصيت عليه تحت الالكترون مايكروسكوب تحس ان هو محبحب كده، في نقط خشن بنقول عليه وورتي كيوتيكل. انتوا عارفين الكيوتيكل ده طبقه عامله زي الشمع كده بتكون موجوده على الوول بتاع الايه الهير من بره. اما في حاله البلادونا بيكون عندي نفس الهير دي بس ممكن ما اشوفش فيها اللارجد بيز بشكل كبير، وما اشوفش فيها كمان الورتي كيوتيكل، بتكون وذ سموث كيوتيكل. وممكن في حاله البلادونا تكون الهير اطول شويه، بتتكون من عدد خلايا اكبر من 2 ل 6 خلايا، هنا الماكسيمم بيكون 4 خلايا. يبقى ده فرق بين الاثنين من ناحيه الهير، غير طبعا الفرق الواضح قوي بتاع الايه الفين ايلت. طب تعالوا بقى نشوف ايه اللي يفرق لي الايجيبشن هيمبين والايوروبيان هيمبين عن بعض. احنا قلنا هما بيتفرقوا عن هنا بوجود البريزمز اوف كالسيوم اوكزاليت، انما تعالوا نشوف بقى ازاي نفرقهم عن بعض. هنلاقي ان احنا هنا دايما بيكون عندنا حاجه مميزه جدا وهي البرانشد جلاندولار هير. البرانشد جلاندولار هير دي زي البصمه كده او الفينجر برينت بالنسبه للنبات المصري اللي هو الايجيبشن هايوسايمس، مش موجوده غير فيه. فالايجيبشن هيوسايمس دايما هيكون عنده البرانشد جلاندولار هير اللي هي عندها مالتي سيلولر ستوك متقسم لتو برانشز، يعني نقدر نعتبره باي ثريت، ما هو مش صفين هو صف واحد ولكنه ايه متقسم لتو برانشز، وفي نهايه التو برانشز دول بيكون عندي يوني سيلولر هيد في كل واحده، فعامل واي شيب كده شكلها مميز قوي. دي اول ما بتشوفها بتعرف ان ده النبات المصري. النبات الاوروبي اللي هو اليوروبيان هيمبين ما بيكونش فيه البرانشد هير دي، بتكون الهير صف واحد بس، يعني الستوك بتاعي يوني سيلولر مالتي سيلولر يوني سيريت صف واحد مش عامل تو برانشز، وفي نهايه الهير بيكون عندي يوني سيلولر ايه هات برضه خلاص. فيبقى ده فرق مهم جدا بين الاثنين الايجيبشن واليوروبيان ايه هيمبين. لو جينا نبص على الاكتف كونستيتوينتس اللي موجوده في النباتات دي كلها، احنا قلنا ان بيكون فيها تروبين الكالويدز، ولو جينا بصينا على التروبين الكالويدز هي لازم يكون عندها تروبين نيوكليس اللي هي وذ باي سايكليك نيتروجين رينج، هتلاقيها هي موجوده اهي اهي اهي. وهتلاحظوا دايما ان التروبين نيوكليس دي بيكون فيها او اتش هنا وهنا وهنا، عشان كده بنقول عليه تروبايل الكول، تروبايل الكول لان هو عباره عن الكول عامل الكول في او اتش جروب، وفي نفس الوقت بيكون ماسك باستر اهي الاو سي او في استر جروب هنا اهي مع اسيد، الاسيد ده اسمه تروبيك اسيد، البنزين بالكربون بالسي اتش 2 اتش والكلام ده. طبعا ما تحفظوش الكلام ده ولكن ده اللي يهمني ان انت كده كده عندك التروبين نيوكليس موجوده تتعرف عليها، لو شفتها تعرف ان ده تروبين الكالويد على طول، تمام. طب عندي كام تروبين الكالويد موجوده جوه النبات ده؟ عندي ثلاثه اساسيين، الاولاني اسمه الهايوسين او السكوبولامين، تمام. والهيوسين او السكوبولامين ده ليه قلته في الاول؟ لانه ده دايما بيكون موجود في الان رايب بلانت، يعني في النبات غير الناضج، اول ما بيبتدي النبات يكبر وهو صغير لسه بيكون الهيوسين بكميات كبيره، بعد كده لما بيحصل عمليه الرايبنينج بيبتدي الهيوسين يقل ويبتدي مركب تاني يكون هو المين اسمه ال هيوسيامين.
الهايوس يمين قال لي ليه؟ نتيجة ان عندي كايرال سنتر هنا، الكايرال سنتر بتخلي المركب ده ينفع يكون دي وينفع يكون ال، كايرال سنترز دي. تمام، في الحاله بتاعتنا النبات بيكون ال ال ايزومر، وسبحان الله ال ال هو الاكتف فورم، يعني هو اللي بيشتغل معايا جوه جسمنا ويدينا الافكت اللي احنا عايزينه، الدي ما بيشتغلش معانا جوه الجسم خالص. تمام، طيب المركب الثالث، يبقى احنا كده قلنا الهايوسين في الان رايب بلانت، وال ال هايوس يمين هو الميجر في الرايب اي بلانتس. المركب الثالث بقى هو الاتروبين، والاتروبين ده هو عباره عن الراسيميك ميكتشر اوف ذا هايوس يمين، يعني هو بدل ما ال ال هايوس يمين موجود 100% هيكون عندي 50% ال 50% دي اللي هو راسيميك ايه ماكتشر، وبالتالي بقى عندي حاجه اسمها الايه الاتروبين. خلاص، وعاده في ديبيت كتير على الحكايه دي، ولكن كتير جدا بيتقال او ريسيرش كتير بيقول ان الاتروبين ده بيتكون في النبات ديورنج عمليه الاكستراكشن، يعني لما انا بتدخل او لما الانسان يبتدي يتدخل على النبات ده، فيبتدي جزء من الهايوس يمين يتحول بدل ما هو 100% ال يبقى 50% ال و50% ايه دي، وبالتالي يبقى عندي الاتروبين موجود، وهو ده اللي بيكون ميجر، خلاص ما بيبقاش عندي الهايوس يمين اني مور بعد عمليه الاكستراكشن. تمام، واضح. يبقى ده بالنسبه للايه للتركيب بتاع الالكالويدز اللي موجوده جوه النبات. تعالوا بقى نشوف الاستخدامات الطبيه بتاعتها. اول حاجة عايزين نفهمها عشان نفهم الاكشنز والانديكيشنز بالنسبة للسولانيشيا سيربس، عايزين نفهم حاجة مهمة جدا. الحاجة دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان المركبات دي كلها بتشتغل كماسكارينيك اجونست، ما سوري ماسكارينيك انتاجونست. يعني ايه ماسكارينيك انتاجونست؟ فاكرين المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم على البيلوكاربين، قلنا ان مركب البيلوكاربين ده بيشتغل كماسكارينيك اجونست. يعني ايه اجونست؟ يعني اكتيفيتر، بيعمل اكتيفيشن للماسكارينيك ريسبتورز، ونتيجه الاكتيفيشن بتاعه الماسكارينيك ريسبتورز دي بتكون حاجتين. الحاجه الاولانيه زياده جدا في السكريشنز بتاعه الجسم كلها، والحاجه الثانيه بيحصل كونتراكشن في السموث ماسلز بتاعه الجسم، اللي هي زي اليورينري بلادر، زي السموث ماسل بتاعه العين اللي بتتحكم في الاي بيوبل، زي حاجات كتير، زي الانتستين، حاجات كتيره جدا. العكس بقى بيكون في المركبات اللي موجوده عندنا هنا في التروبين الكالويدز بتاعه السولانيسي، المركبات دي بتكون ماسكارينيك انتاجونست. يعني ايه انتاجونست؟ يعني بتعمل بلوكينج او انهيبيشن للماسكارينيك ريسبتورز، وبالتالي تعمل الايفكت العكسي تماما، بدل ما تزود السكريشنز هتقللها، بدل ما تعمل كونتراكشن للسموث ماسل هتعمل ريلاكسيشن للسموث ماسل، ونقول عليها سموث ماسل ريلاكسنس. فيبقى كده فهمنا الفكره. طيب نتيجه الفكره دي بيكون في استخدامات. لما اقول مثلا ان انا عندي سموث ماسل ريلاكسنت افكت، طب لو ريلاكسنت افكت ده او ريلاكسيشن ده حصل في الانتستين، في السموث ماسلز بتاعت الانتستين، بيشنت عنده كرامبس جامده جدا، عنده تقلصات جامده جدا في منطقه الانتستين، واديته حاجه سموث ماسل ريلاكسنت، يبقى دي هتعمل ايه؟ هتشتغل وتخفف له السبازمز اللي موجوده عنده، التقلصات اللي موجوده عنده، يبقى دي بنسميها انتي سبازموديك. تمام، المركب اللي بيشتغل قوي في الحكايه دي الهايوسين، يبقى الهايوسين او السكوبولامين هو ده اكتر حاجه بتشتغل كانتي سبازموتيك في حته الانتستاينال كرامبس، ويمكن موجود في دواء مشهور قوي في السوق اسمه البسكوبان، موجود منه تامبولات حقن وموجود منه كمان تابلتس. تمام كده، فده بيشتغل كانتي سبازموتيك في حاله الانتستاينال كرامبس. هتقولي طب ليه ما استخدمتش الاتروبين مثلا؟ ما الاتروبين بيدي نفس الايفكت. الاتروبين مشكلته ان عنده سايد افكتس كتيره قوي اكتر من الهايوسين. تمام، وبالتالي بنفضل اكتر ان احنا نروح للهايوسين، لان السايد افكتس بتاعته بتكون ايه اقل، وبنستخدمه سيستميكالي في الحاله دي، بيتاخد اورالي ويروح البلاد ويشتغل على الانتستين ويقلل الكرامبس والكلام ده كله. طيب النقطه الثانيه اللي هي فكره ان انا استخدمه كسموث ماسل ريلاكسنت في العين، مش انا عندي ماسل سموث ماسل في العين بتتحكم في الاي بيوبل، طب لو عملت لها الريلاكسيشن الاي بيوبل هيحصل فيه ايه؟ هيحصل فيه توسع بالشكل ده، بنقول عليه ميدريازز، اللي هي دايلاتيشن اوف ذا اي بيوبل، ان الاي بيوبل بيبقى واسع قوي بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طب دي ممكن استخدم الايفكت ده في ايه؟ ان انا احط الاتروبين في الاي دروبس في نقط العين، واديها للبيشنت اللي هو داخل يعمل كشف على عينه في العياده بتاعه دكتور العيون، فبالتالي يحصل ايه؟ يحصل توسع في الاي بيوبل ده او دايلاتيشن في الاي بيوبل، وبالتالي يبدا بعد كده الدكتور يقدر يكشف بشكل كويس على القاع العين لو عايز يكشف عليه او يكشف على العين عموما. خلاص، يبقى preparation for the optical examination، تحضير لعمليه الاوبتيكال examination. الحاجة التانية ان الاتروبين هو كده عكس الافكت تماما بتاع البيلوكاربين، يبقى لو انا حصل عندي ناس استخدمت جرعة عالية شوية من البيلوكاربين فبقى عندي بيلوكاربين توكسيستي، ممكن ادي الاتروبين كانتي دوت، والعكس لو حصل عندي اتروبين توكسيستي ممكن ادي البيلوكاربين كانتي دوت. كده واضحة قوي. خلاص تمام،
طيب ايه تاني ممكن استخدامات تانية؟ انا عندي كمان انتي سيكريتوري افكت. مش احنا قلنا ان المركبات دي بتقفل الماسكارينيك ريسبتورز فبتقلل السيكريشنز؟ طب الافكت ده انا ممكن استخدمه في ايه؟ تعالوا نشوف. الافكت ده ممكن ينفع معايا جدا في العمليات. قبل العمليه البيشنت هو بيتجهز للعمليه، ممكن ان احنا نديله اتروبين. ليه؟ عشان يعمل الانتي سيكريتوري افكت ده، يقلل السيكريشنز بتاعت الجسم كلها، السلايفا، السويت، الملك، كل الحاجات. وبالتالي ده يحصل ايه؟ ده يحصل منه ايه؟ طبعا خلال فتره العمليه البيشنت الريفلكسز بتاعته كلها بتكون متاثره، ما بتكونش شغاله، لان هو غالبا بيكون انستيسايزد، يعني بيكون مخدر، وبالتالي مثلا بيتكون عنده سلايفا جوه بقه. السلايفا دي احنا الطبيعي بتاعنا كريفلكس ان احنا بنبلعها، هو طبعا ما عندوش الريفلكس ده شغال، وبالتالي السلايفا تبتدي تتجمع جوه البق، ممكن تسد ريسبيراتوري اير ويز وتعمل له مشاكل في التنفس. وبالتالي الافضل حاجه ان قبل العمليه اكون مدي حاجه تقلل السكريشنز بتاعت الجسم عموما عشان ما يحصلش مشاكل خلال فترة الايه العملية. يبقى الانتي سيكريتوري اكشن ده مهم قوي خلال العمليات. قبل العملية بنديك حاجة اسمها بري ميديكيشن او بري سيرجيكال ميديكيشن، يعني قبل العملية كدواء قبل العمليات. خلاص كده. برضو من ضمن الحاجات ان هو كده كده اصلا بيعمل باراليسز للاكوموديشن ريفلكسز عموما، يعني اي ريفلكس الجسم بيعمله طبيعي بنوع رد فعل منعكس يعني لاي حاجه، زي العين مثلا، العين لما بتيجي تقرب منها بتقوم قافله لوحدها، ده بنقول عليه اكوموديشن ريفلكس. فالمفروض ان الاتروبين من الحاجات اللي بتعمل باراليسز، يعني بتشيل الريفلكسز دي لفتره معينه. فبالتالي ده بيكون برضو مهم في فتره العمليه. لو انت بتعمل عمليه دلوقتي في العين، مهم قوي ان العين ما تقفلش لما يقرب منها الجسم اللي هيعمل بيه العمليه، الليزر مثلا. فبالتالي مهم قوي ان افضل اعمل ايه اكوموديشن او اعمل باراليسز للاكوموديشن ريفلكسز دي، وده بنقول عليه سايكلوبلاجيك اكشن، ان هو بيعمل بيشيل الايه الاكوموديشن ريفلكس بتاع العين. خلاص واضح. طيب فاضل استخدام اخير وده هنستخدمه في الهايوسين اكتر. الهايوسين بيستخدم كمان كترانسديرمال باتش. يعني ايه ترانسديرمال باتش؟ يعني ممكن اعمل منه بعض اللزقات كده تمام، ويكون موجود فيها هايوسين بنسبه 2 مللي جرام، واحطها ورا الودان كده كترانسديرمال باتش، بتقعد 24 ساعة. خلال ال 24 ساعة دي بيبتدي يحصل ريليز للهيوسين، يحصل ريليز للهيوسين اكروس ذا سكن، عشان كده بيقولوا عليها ترانسديرمال، خلال السكن. والهيوسين من الحاجات اللي ليها سيداتيف افكت او تأثير مهدئ. طب ده بينفع في ايه؟ ده بينفع في حالات الموشن سيكنس. طب اشمعنى المكان ده؟ لان المكان ده بيكون هو سبب اساسا حدوث الايه المشكله بتاعه الموشن سيكنس. الموشن سيكنس هو مرض بيجي لبعض الناس اللي بيسافروا خلال عمليه السفر بالطياره او بالمركب، الحركه بتاعه المركب او الطياره دي بتعمل لهم ستيميوليشن للمنطقه دي من الاير، يعني على الاير كانالز بتاعه الاير تمام، وبالتالي بتاثر جدا عليهم وتعمل لهم نوزيا وتعمل لهم فوميتنج وتخليهم عايزين يرجعوا، عندهم اعياء جامد جدا وتعبانين تمام. فاحنا بندي الهايوسين في المكان ده يعمل سيداتيف افكت ويهدي الفكره او الاحساس بتاع الموشن سيكنس لغايه لما البيشنت يخلص مده السفر بتاعته اللي هي لا يمكن تزيد عن كام؟ عن 24 ساعه. وهي حاططها لازقها بس ورا ودانه ومش حاسس بيها ومفيش فيها اي ايه مشكله. فدي من الحاجات الحلوه قوي اللي بتستخدم دلوقتي كترانسديرمال باتشز في حاله الموشن ايه سيكنس. بس هنا بنستخدم الهايوسين، ناخد بالنا امتى بنستخدم الهايوسين وامتى بنستخدم الاتروبين. الاتروبين بنستخدمه في حالات الاي دروبس وفي حالات الانتي سيكريتوري اكشن قبل العمليات. الهايوسين بنستخدمه في حالات الموشن سيكنس وبنستخدمه في حالات الانتستاينال كرامبس. التو ستايز اللي فضل لنا هنا يا شباب دول انا ما كنتش اتكلمت عليهم في المحاضره، ولكن انا قلت للشباب برضو في المحاضره ان هم لازم يسمعوهم معاكم من الفيديو ده، بحيث ان شاء الله كلكم تبقوا متابعين نفس التو سلايدز، والتو سلايدز دول داخلين معانا في الميد تيرم عادي جدا تمام. اول حاجه عندنا الكونترا انديكيشنز والبريكوشنز، يعني ايه موانع الاستعمال؟ ايه موانع الاستعمال بالنسبه للمجموعه دي؟ المجموعه دي بتاعت السولانيشيس الكالويدز عموما سواء الاتروبين او الهايوسين، اهم حاجه فيها البريجننس واللاكتيتنج ماذرز، دول يبعدوا عن استخدامها تماما، لان باختصار شديد الحاجات دي بتقلل السكريشنز، فمن ضمن السكريشنز اللي هتقل هي الملك، فكده دي مشكله كبيره بالذات للست اللي ايه بترضع تمام. وبرضه للبريجننس لان في يعني كلام كتير على انها بتعدي برضه البلاسنتا وممكن تروح للايه للطفل. الحاجة التانية اللي هي للتشيلدرن اللي هم اقل من 10 سنين، يبقى هتلاحظوا ان هي ماشية قوي مع رول اوف 7 اللي كنا اتكلمنا عليها في اول محاضرة او تاني محاضرة. انما الكونترا انديكيشن التالت المهم قوي انها كمان بتبقى في البيشنتس اللي هم سافرينج فروم البروستاتايتس، ودي مهمة جدا. البروستاتايتس هو عبارة عن انفلاميشن في البروستيت.
البروستيت انتوا عارفين بتبقى جلاند موجودة حوالين اليوريثرا، اليوريثرا دي بتكون آخر جزء من اليوريناري بلادر، ودي المكان اللي بيخرج منه اليورين. اللي بيحصل في بعض البيشنتس ان بيحصل انفلاميشن في البروستيت دي، ونتيجه الالتهاب ده بيحصل انلارجمنت جامد جدا في الجلاند، الجلاند بتاعت البروستيت بتكبر قوي. فطبعا ده بيحصل نتيجته ضغط جامد جدا على منطقه اليوريثرا اللي بيخرج منها اليورين، فيبتدي المكان اللي بيخرج منه اليورين يضيق جدا، وممكن يحصل فيه كومبليت بلوكيت، يتقفل خالص، وبالتالي اليورين يحصل فيه يورين ريتنشن ما يعديش. طيب ايه بقى علاقه ده بالسولانيشيس الكالويدز؟ السولانيشيس الكالويز من المركبات اللي بتعمل سموث ماسل ريلاكسنت افكت، فمن ضمن السموث ماسلز اللي موجوده في اليورينري بلادر، وبالتالي يبقى كده اليورين اليورينري بلادر ما بيحصلهاش كونتراكشن، فما بتطلعش اليورين منها، فهي بتعمل اصلا يورينري ريتنشن. يبقى انت كده عندك مواد بتديها بتعمل يورينري ريتنشن، والبيشنتس نفسهم اصلا عندهم بروستاتايتس بيعمل لهم يورينري ريتنشن او احتباس في البول، فانت كده بتزود الكيس عندهم او السيفيريتي بتاعت الكيس بشكل كبير، تمام، او حده الايه الكيس نفسها. وبالتالي يبقى يفضل جدا ان البيشنتس اللي هم سافرينج فروم بروستاتايتس ما ينفعش ابدا ياخدوا ولا هايوسين ولا اتروبين. طيب البريكوشنز بقى ان احنا ناخد بالنا كويس قوي ان المركبات دي عندها توكسيستي عاليه جدا في اللارج دوزز، زي فكره الديجوكسين كده، بس الديجوكسين كانت الاعراض بتاعته نوزيا وفوميتنج وانوركسيا، هنا الاعراض اللي بنتكلم عليها غالبا بتكون هالوسينيشنز او هلاوس هلوسه، يعني بيشوف حاجات قدامه بيتهيأ له انها حقيقه ولكن هي مش حقيقه خالص، عشان كده بيقول لك which cannot be distinguished from reality، يعني ما بيقدرش يميزها عن الحقيقه. انا ضربت لكم هنا مثال بصوره ان ايه، ان في فيل في المكتب مثلا، دي كده تعتبر هالوسينيشن، تمام، هو بيشوفها كانها قدامه كانها حقيقه نتيجه ان حصل هالوسينيشنز او حصل تاثير على البرين نتيجة الدوز العالية اللي اخدها من الايه من السولانيشيس الكالويز. طبعا لو حصل معانا حاجة زي كده لازم على طول ندي البيلوكاربين كأنتيدوت، لان البيلوكاربين هو الأنتيدوت بتاع الايه السولانيشيس الكالويز عموما اللي هي منها الاتروبين. طبعا في نقطة مهمة جدا برضو هنا تاخدنا ليها، ان كده سبب الحكاية دي خلت ان احنا ما بقيناش بنستخدم خالص في السوق الاسترامونيوم او البلادونا او الهايوسايمس كليفز او كنباتات كهربس، انما ممكن نستخدم الالكالويدز اللي احنا بنفصلها منها اللي هي زي الاتروبين وزي الهايوسين وزي الكلام ده، تمام، وطبعا في كتير منها دلوقتي قدرنا نعمله سينثيسيس كمان، خلاص واضح، انما النباتات نفسها ما بنستخدمهاش نتيجه اللايبيليتي اوف ايه اوف انتوكسيكيشن وحدوث الترو هالوسينيشنز بالنسبه للايه للبيشنتس. الحاجه الاخيره اللي عايزين نتكلم عليها النهارده هي التست فور ايدنتيتي بالنسبه لمجموعه السولانيشيس الكالويز، هو تست مهم قوي اسمه فيتالي مورين تست، انا كفايه عندي قوي تعرف اسم التست وبيشتغل مع مين، بيدي بوزيتيف مع السولانيشيس الكالويز، والبوزيتيف ريزلت بتاعتي اللي هي ديب فايلت ايه كلر، بس انا هقول لكم التست بيتعمل ازاي برضو. احنا بنغلي باودر بتاعه النبات او بتاعه الالكالويد وتفر الحاجه اللي عندي، بغليها مع اسيد، طبعا الاسيد بيتفاعل مع الالكالويد ويدي سولت لمدة دقيقتين، افلتر واخد الفلترت اللي طالع بيكون يبقى كده عملت استخلاص للالكالويدز من النبات بتاعي، اخد بعد كده احط عليه بقى الكالر رياكشن بتاعي اللي هو الكونكنايتريك اسيد بيتفاعل مع التروبين الكالويدز ويدي نايتريت كومباوند او نايترو كومباوند، النايترو ديريفاتيف ده بيكون لونه يلو، بعد كده بعمل ايفابوريشن تو دراينس، وبعدين احط 2 دروبس من الالكوهوليك بوتاسيوم هيدروكسيد يبتدي يحول لي اللون على طول للديب فايلت كلر، ويبقى دي البوزيتيف ريزلت بالنسبه للسولانيشيس ايه الكالويدز. كده احنا الحمد لله خلصنا المحاضره بتاعتنا على خير، يا رب ما اكونش طولت عليكم، ان شاء الله محاضره بسيطه جدا ما فيهاش حاجه. دي طبعا كلها داخله معانا في الميد تيرم زي ما قلت لكم عدا جزء بتاع الايه الجينكو. مهم قوي يا شباب ان شاء الله هيكون عندنا يوم السبت الساعه 9 بالليل زي ما قلت لكم ميتنج مع بعض ان شاء الله كلنا انتوا والمجموعه بتاعت اللي بتحضر معايا في المدرج عشان نشوف شويه اسئله على الامتحان او نتمرن، يعني مش اسئله هتيجي في الامتحان ولكنها يعني ايه تمرين نتمرن على كل نوع من النوعيات اللي هتيجي، وفي نفس الوقت اقول لكم على الحاجات اللي تركزوا عليها في المذاكره قوي وانتوا بتذاكروا والحاجات اللي ممكن تعدوها شويه في الميد ترم ونبتدي نركز عليها بعد كده في الفاينل ان شاء الله. شكرا ليكم يا شباب، ويا رب ان شاء الله ايه تكونوا استفدتوا من المحاضره دي، واشوفكم على خير دايما باذن الله. سلام عليكم. النبات اللي هنتكلم عليه دلوقتي تبع مجموعه الهيربز اسمه الفينكا او البيريوينكل، برضو من احد الاسماء المشهوره قوي او الكومون نيمز بالنسبه لنا فيه هو البيريوينكل، وبرضو النبات ده من الحاجات اللي اوفيشال في اكتر من فارماكوبيه، موجود في فارماكوبيات كتير جدا. تعالوا نشوف اهميه النبات ده ايه. الفينكا من المعروف ان ليها ثلاثة سبيشيز مختلفين، عندنا حاجة اسمها الجريتير بيريوينكل، عندنا حاجة اسمها الماجاسكر بيريوينكل، وعندنا حاجة اسمها اللاسر او الكومن بيريوينكل.
لو جينا بصينا على الجريتير بيروينكل ليها اسم تاني بنسميها ساعات الفينكا ميجر، تمام، وده برضو الجينس والسبيشيز بتوعها. الجينس دايما هو الفينكا والسبيشيز ميجر. الكومن او اللاسر بيروينكل دي بنسميها الاسم العلمي بتاعها فينكا ماينر، والماجاسكر بريوينكل الاسم العلمي بتاعها هو الفينكا روزيا. يبقى الاسماء اللي موجوده على الصور هنا دي هي دي الاسماء العلميه جينس وسبيشيز، اما الاسماء اللي موجوده في الدوائر دي هي تعتبر الايه الاسماء اللي هي الكومن نيمز، تمام. طبعا النباتات دي الثلاثه سبيشيز دول كانوا بيستخدموا من قديم الازل في تراديشنال ميديسن سواء في الصين او في الهند في عمليات كتير جدا وفي امراض مختلفه. يعني مثلا لو جينا بصينا على الجريتير بيريوينكل ده كان من الحاجات اللي كانت بتستخدم كتير جدا في عمليه تريتمنت اوف مينوريجيا بنقول عليها، اللي هي المشاكل المتعلقه بالنزيف نتيجه الطمث. بعض كده بعد كده كمان كانت بتستخدم توبيكالي في بعض التريتمنت بتاع الهيمورويدز البواسير مثلا، انما دلوقتي ما بقتش بتستخدم خالص. يبقى دي كانت استخداماتها مينلي في زمان تراديشنال ميديسن زي ما قلنا او الطب التقليدي بتاع زمان. بعد كده اللي فضل بيستخدم من زمان لغايه دلوقتي هم الفينكا ماينر والفينكا روزيا اللي هي الكومن او ليسر بيروينكل والماجاسكر بيروينكل، ولكن على فكره استخداماتهم زمان غير استخداماتهم دلوقتي برضه، فمحتاجين ان احنا نشوف الفرق ايه. فهنلاقي مثلا ان زمان كان اللاسر او الكومن بريوينكل ده كان بيستخدم مينلي في كاتينكتشر كده حاجات توبيكالي بتتحط لعلاج الهيموريدج اللي هو النزيف، تمام كده. اما الماجاسكر بيروينكل اللي هو الفينكا روزيا كان بيستخدم ميلي في سكك مختلفة اهمها يمكن الدايبيتس او علاج السكر، كان بيستخدم برضو في علاج بعض المينسترول ديزوردرز مشاكل الطمس زي ما قلنا، بيستخدم زي الجريتير برضو، كان بيستخدم في بعض الديزنتري اللي هي الدايريا اللي بيكون سببها اميبا او غيره، وكان بيستخدم برضو في بعض البريباريشنز لعلاج التوث ايكس او الالام بتاعت الاسنان. دي كانت تقريبا الحاجات الاستخدامات الاساسيه بالنسبه لنا في الفينكا روزيا. يبقى كل الاستخدامات اللي انا بقولها دي استخدامات قديمه سواء الفينكا ميجر او الفينكا ماينور او الفينكا روزيا، وعلى فكره ولا استخدام من اللي انا قلته هو ده اللي موجود دلوقتي او المتاح دلوقتي في الاستخدامات الحديثه. هنشوف دلوقتي بنستخدم الاثنين دول في ايه، الفينكا ماينور والفينكا روزيا. طبعا زي ما قلنا الجريتير بيروينكل او الفينكا ميجر ما بقتش بتستخدم دلوقتي، نادرا قوي لما بتستخدم. اول نوع من الفينكا هنتكلم عليها هي اللاسر او الكومن بريوينكل. احنا قلنا الاسم العلمي بتاعها هو الفينكا ماينور، يمكن النبات ده ما بيستخدمش دلوقتي. طبعا النوعيه دي من النباتات بنستخدم الهرب، وهنشوف الهرب دلوقتي اللي بنستخدمه غالبا بيكون النبات كله على بعضه، هي بتكون بيرينيال شرابز كده، هنتكلم عليها لما نيجي نتكلم على الفينكا روزيا كمان شويه، بتكون بيرينيال شرابز كده وبنستخدم النبات كله على بعضه انكلودنج حتى الروت بتاعه، هنتكلم عليه كمان شويه في السلايد اللي جاي. ولكن اللي يهمني هنا ان احنا في الحاله بتاعتنا ما بنستخدمش النبات. امال بنعمل ايه في حاله الفينكا ماينور؟ بنفصل من النبات ده مركب معين، المركب ده اسمه الفينكامين، ويمكن من اسمه واضح قوي ان هو اخره اي ان اي، يبقى ده الكالويد، يعني نيتروجينس كومباوند الكالي لاي، كل البروبرتيز اللي اخدناها في الالكالويدز موجوده فيه. والفينكامين ده مركب مهم جدا لانه عنده قدره حلوه قوي على انه يزود السيريبرال سيركوليشن. يعني ايه يزود السيريبرال سيركوليشن؟ يعني يزود البلاد فلو اللي رايح للبرين، وده افكت شبه شويه اللي كان بيحصل في الجينكو. بس الجينكو كان بيعمل ايه؟ الجينكو عشان كده انا خليت الجينكو اجلته ان احنا نتكلم عليه هنا عشان نقدر نقارن الاثنين ببعض، ما اتكلمتش عليه المحاضره اللي فاتت، لان احنا هنا بنقول ان ده بيزود السيريبرال سيركوليشن. الجينكو كان بيزود السيريبرال والبريفيرال سيركوليشن، يعني بيزود البلاد فلو اللي رايح للبرين وكمان البلاد فلو اللي رايح للاطراف. ده الجينكو هنا بيركز بس في سبيسيفيك اكشن على البرين، يعني بيزود البلاد فلو اللي رايح للبرين فقط، تمام. مش بس كده، ده بيزود كمان قدرة البرين سيلز او الخلايا بتاعة البرين على انها تستغل الاكسجين اللي جاي لها، بنقول انها بيزود اليوتيلايزيشن اوف اكسجين. يعني دلوقتي البرين سيلز عشان تشتغل بشكل كويس محتاجة حاجتين مهمين جدا، محتاجة اكسجين ومحتاجة جلوكوز، فالاتنين دول بيجوا لها عن طريق البلط، تمام. وبالتالي ممكن جدا ان البلاد يكون رايح بشكل كويس للبرين سيلز، ولكن الخلايا ضعيفه جدا وتعبانه جدا مش قادره انها تستخدم الاكسجين اللي جاي لها بشكل حلو. وبالتالي هنا ده بيجي دور الفينكامين. الفينكامين مش بس بيزود البلاد فلو اللي رايح للبرين بما فيه من اكسجين وجلوكوز، لا ده كمان بيزود قدره النيورونال سيلز بتاعت البرين على انها تستغل الاكسجين اللي جاي لها وتستخدمه بشكل ايه كويس، وبالتالي ده بيحسن البرين فانكشنز عموما وبيعالج مجموعه من السيريبرال ديزوردرز او المشاكل او الامراض المتعلقه بالمخ اللي هي بيكون سببها في الكبار السن عاده هو السيريبرو فاسكولار انسفيشنسي، يعني فكره عدم قدره البلاد فيسلز بتاعت البرين على انها بتوصل الدم بشكل كويس، فبيحصل قصور في الاوعيه الدمويه اللي موجوده في السيريبرال سيركوليشن،
وبالتالي وظائف الايه الخلايا كلها بتاعت البرين بتبتدي يحصل لها ديتيريوريشن، ووظائف البرين كلها بيحصل لها مشاكل. تمام، عشان كده تلاقي دايما كبار السن بيمشوا دايما على الاوكسيبرول ده بشكل حتى مينتننس، يعني نوع من انواع الايه الوقايه كده، ان هو بيزود، لان ده بيحسن الدوره الدمويه اللي رايحه للبرين بشكل كبير، وبيزود وبيحسن قدره الايه الخلايا بتاعه البرين على انها تستغل الاكسجين اللي جاي لها، وبالتالي البرين فانكشنز عموما بتبتدي تتحسن، اللي هي اوتوماتيك او طبيعي بتقل جدا مع السن، مع كبر السن. خلاص واضح. فده دواء من الحاجات المهمه جدا، وبنستخدم فيه الفينكامين، وده ماده الكالويد بيطلع من الفينكا ايه ماينر. الحاجه الثانيه اللي عايز اكلمكم عليها هي الماجاسكر بريوينكل. الماجاسكر بريوينكل اللي احنا قلنا عليها اسمها الفينكا روزيا، هنا برضو بنستخدم النبات كله على بعضه، ولكن النبات هنا بنستخدمه كله على بعضه عشان نطلع منه حاجات معينه، نفس فكره الفينكامين بالظبط. عشان كده احنا حطينا الفينكا تحت الهيربس، لان انا في الفينكا انا مش بستخدم الفلاور بس، مش بستخدم الليف بس، مش بستخدم الستام بس، لا ده انا بستخدم الهول بلانت. اول مره نقول الكلمه دي، يعني حتى في الاسترامونيوم والبلادونا كنا بنقول بنستخدم الليفز ومعاها مثلا الفلاورينج توبس، انما هنا انا بستخدم الهول بلانت، ومعنى كلمه هول بلانت يعني انا بستخدم الليف والفلاور والروت والستام، كل حاجه حتى الروتس اللي تحت الارض انا بستخدمها. فهمتوا؟ الهول بلانت، النبات كله على بعضه، وده معناه ان نسب الماده الفعاله اللي عندي هنا متوزعه في النبات كله على بعضه بشكل متساوي. عشان كده انا ما بستخدمش جزء واسيب جزء، لا انا بستخدم النبات كله، لان المواد الفعاله اللي موجوده عندي موجوده في النبات كله بنفس الايه النسب. خلاص. النبات هنا هتلاحظوا ان له اسمين علميين، ودي اول مره تحصل ان احنا نشوف ان النبات ممكن يكون اسمه فينكا روزيا، واللي اكتشف او سمى النبات بالاسم ده هو لينيس ال، او بنسميه ساعات كاثرانسيس روزيس، واللي اكتشف او سمى النبات بالاسم ده هو جي دون. ازاي بقى حصلت الحكايه دي؟ الحكايه دي فاميلي طبعا ابوساينيسي. الحكايه دي حصلت لسبب بسيط جدا، ان النبات ده في له، احنا قلنا ان هو بيرينيال هيرب. يعني ايه بيرينيال هيرب؟ بيرينيال هيرب يعني بيعيش اكتر من سنتين، نباتات معمره بنقول عليها. عاده النباتات اغلبيتها بتبقى انيوال، انيوال يعني بتعيش سنه واحده وتموت، او باينيال يعني بتعيش سنتين وتموت. اما في بعض النباتات بنقول عليها نباتات معمره بتبقى بيرينيال، بيرينيال يعني بتقدر انها تعيش اكتر من سنتين، بنقول عليها بيرينيال. خلاص، اخدناها يمكن في البوتاني قبل كده. خلاص تمام، PERENIAL. طيب ايه اللي بقى، ايه اللي بيحصل عندي بقى هنا بالنسبه للفينكا؟ اللي بيحصل عندي في الفينكا هنا ان احنا بنستخدم، او بيبقى في والنبات يونج لسه في سن صغير، عمره صغير، ما احنا قلنا ان هو معمر بقى بيعيش سنين كتير، فهو في سن صغير بيبقى الورد بتاعه او الفلاورز بتاعته بتكون لونها ابيض. خلاص، فاللي حصل ان اتعرف اللينياس عليها على انها فينكا روزيا، وسماها فينكا روزيا. وبعدين النباتات في السن اكبر شويه بتبتدي اللون بتاع الفلاور نفسه يتغير، زي ما انتم شايفين كده يبقى لون فايلت بيربل كده حلو قوي. تمام، فاللي حصل برضو ان اتعرف عليها ساعتها الراجل اللي هو جي دون ده، وسماها كاثرانسيس روزيس. فبقى عندي اسمين مختلفين، ولكن الاسمين دول لنفس النبات، النبات هو هو، الدي ان اي بتاعه هو هو، وبالتالي هو هو نفس الايه النبات بالظبط، ولكن فضلوا الاسمين موجودين بنقدر ان احنا نعرف النبات بيهم. طبعا استخدامات النبات ده في الفولك ميديسن زي ما قلت لكم، او في التراديشنال ميديسن انا كنت قلتها من شويه، ممكن استخدمه في الديزنتري، ممكن استخدمه في بعض امراض الاسنان اللي هي الالام الاسنان يعني، وبستخدمه في المنسترول ديزوردرز، بعض المشاكل المتعلقه بالمنسترويشن او بالطمث، برضه في الدايابيتس او السكر. تمام كده، بس كل الاستخدامات دي مش هي الاستخدامات اللي انا بستخدمه بيها دلوقتي في وقتنا الحالي. دلوقتي انا بجيب النبات ده بستخدمه كله على بعضه كده، واستخلص منه مجموعه من الالكالويدز اللي موجوده فيه، تعالوا نتكلم عليها. عندنا في الافينكا او الفينكا روزيا او الكاثرانسيس روزيس عندنا عدد كبير جدا من الالكالويدز، ممكن يوصل لغايه 100 الكالويد. وبما ان دايما اقول للطلبه ان النبات لما يكون مركبات كتير قوي يبتدي نسب المركبات دي تقل، يعني الكميات بتاعتها كل واحد تبقى قليله، بعكس لما يكون النبات مركز انه بيكون مركب معين فبيكونه ساعتها بنسبه عاليه. فهنا هو بيكون 100 الكالويدز، فطبيعي ان نسب الالكالويدز دي هتكون موجوده بكميات صغيره جدا جوه النبات. خلاص كده. ولكن بعد دراسات طويله جدا اكتشفنا ان عندنا 2 الكالويدز مهمين جدا اسمهم الفينبلاستين والفينكريستين، دول اشهر 2 الكالويدز موجودين عندنا جوه الفينك من ال100 دول، فينبلاستين وفينكريستين. ودول لو بصينا على الكيميكال ستراكشر بتاعهم هم الكالويدز، وبالتالي طبيعي جدا ان انا هلاقي فيهم نيتروجين، لازم هشوف النيتروجينز موجود. ولكن انا عندي هنا نوع من الالكالويد مهم قوي اسمه اندول الكالويد، يعني النيتروجين بتاعتي موجوده جوه حاجه اسمها اندول رينج. يعني ايه اندول رينج؟ يعني 2 رينجز،
رينج منهم بتكون بنزين رينج، ورينج التانية بتكون 5 ممبرد رينج بنقول عليها ايميدازول. ايميدازول يعني 5 ممبرد رينج وفيها نيتروجين بالشكل ده. فانا عندي ايميدازول وبنزين الاثنين فيوزد مع بعض فعاملين رينج على بعضها، الرينج دي بنسميها اندول. والاندول دي ترقيمها بيبتدي من النيتروجين زي ما انتم شايفين كده 2 3 وبعدين هنا 4 5 6 7. عادة الاندول لازم يكون عندي دبل بوند ما بين كربون 2 وكربون 3 بالشكل ده، تمام؟ فاللي حاصل هنا ان انا عندي في الفين بلاستين والفين كريستين التو الكالويدز المهمين اللي احنا عايزين نتكلم عليهم دول عندي اندول تايب، ولكن الاندول ده بنقول عليه دايميريك اندول. يعني ايه دايميريك؟ يعني عندي 2 يونتس زي ما خدنا قبل كده في الباي فلافونويدز، هنا برضو عندي 2 يونتس من الاندول، ولكن عشان نقولها ساينتفيكالي مظبوطه اليونت الاولانيه بتكون اندول واليونت الثانيه بتكون اندولين. يعني ايه اندولين؟ اندولين يعني الدبل بوند اللي موجوده ما بين 2 و3 دي ما بقتش موجوده خلاص، حصل ساتوريشن في البوزيشن ده، ما بقتش موجود، بقى عندي اتشات موجوده على كربون 2 وكربون 3 بدلها، وما بقاش عندي ان ساتوريشن هنا او ما بقاش عندي دبل بوند موجوده هنا. فانا مستنتج كده ان المركب بتاعي هيكون عباره عن جزئين، جزء اندول وجزء اندولين، وطبعا شويه سبستيوشن كتير جدا. لو بصينا طبقنا الكلام ده مثلا على الفين بلاستن هنا هنلاقي ادي يونت اهي موجوده اهي عباره عن بنزين والفايف ممبرد اللي فيها النيتروجين والدبل بوند اللي موجوده ما بين 2 و3 اهي، فده كده اندول. اليونت الثانيه اهي بنزين وبرده 5 ممبرد فيها نيتروجين ولكن مفيش دبل بوند ما بين 2 و3 في المكان ده، خلاص هنا مفيش دبل بوند، خلاص واضح، انما هنا كان في دبل بوند. وبالتالي دي كده اندولين ودي كده اندول والاثنين فعلا ماسكين مع بعض في مركب واحد، ولكن عندي بقى سبستيوشن كتير جدا زي ما انتم شايفين، كل ده عباره عن سبستيوشن موجود على البيزك نيوكليس دي اللي هي الدايميريك الكالويد اوف ذا اندول اندولين جروب. فهمنا؟ ساعات بنقول عليه بيس اندول الكالويد، بيس اندول يعني اتنين اندول، اتنين اندول ماسكين مع بعض، بس هي في الحقيقه واحده اندول وواحده ايه؟ واحده اندولين، تمام؟ ونفس الكلام هنا، عندي نفس الكلام، ادي الاندول اهي، وادي الاندولين اهي، واضح؟ تمام؟ يا رب تكون كده الدنيا وضحت بالنسبه لنا. طبعا احنا ما بنحفظش الاستراكشرز، ولكن مهم عندي تبقى عارف الكيميكال كلاس بتاعه الايه؟ الفينكا او الفين بلاستين والفين كريستين ايه؟ الكالويدز. تمام؟ تعالوا بقى نشوف استخدامات الحاجات دي ايه. طبعا عندنا مجموعه ثانيه من الالكالويدز، احنا قلنا ان احنا عندنا 100 الكالويد، فاحنا متوقع مثلا تلاقي عندك الكالويدز زي الفيندولين والكاثرانثين، دول اصلا النبات بيستغلهم انه يكون منهم بعد كده الفين بلاستين ده. يعني دول بيكونوا مركبات الاستراكشر بتاعها سمبلر شويه او ابسط شويه، وبعدين النبات بعد كده يبتدي يكون منهم، هم دول البريكيرسر. البريكيرسر يعني الماده اللي كون منها النبات بعد كده المركبات الكبيره دي اللي هي الفين بلاستن والفين ايه كريستن. تمام كده واضح؟ ده تقريبا الجزء اللي انا عايزكم تعرفوه هنا. احنا بقى المركبات دي بعد ما فصلناها من الفينكا روزيا او الكاثرانثس روزيس لقينا ليها فايده كبيره جدا لدرجه ان احنا بنعتبرها لايف سيفنج دراجز زيها زي ديجوكسين بالظبط، ولكن في اتجاه مختلف. تعالوا بقى نشوف سوا. الفين بلاستين من الحاجات اللي بتستخدم هو والفين كريستين كانتي كانسر ايجنتس مشهوره جدا جدا في السوق، تمام؟ ويمكن الفين بلاستين بيكون وهو والفين كريستين الكالويدز، وبالتالي هما بيزز الكالي، تمام؟ ليهم الكالي لايك كاركتر، وبالتالي مهم جدا نبقى عارفين ان طالما الكالويد نقدر نفعله مع اسيد ونكون السولت، والسولت ده بيكون بيدوب في ميه، اما الالكالويد البيز اللي هي الفري دي بتكون بتدوب في اورجانيك سولفنتس. طب انا في الصناعه وفي الفارماسيوتيكال اندستري محتاج ايه اكتر؟ محتاج ان انا لو حدي الحاجه انجكشن انها تكون ووتر سوليبل، فبالتالي لازم تكون السولت. فعشان كده هنا اللي بيحصل ان كل اللي موجود في السوق بيكون عباره عن فين بلاستين سلفيت او فين كريستين سلفيت، فكده انا جبت الالكالويد البيزك وفعلته مع اسيد فكون السولت اللي هو السلفيت ايه سولت. فهمتوا ازاي؟ والسلفيت سولت ده طبعا بيدوب في الميه بشكل كبير جدا، وبالتالي بقدر اديه از اي في انجكشن. عشان كده المستحضرات بتاعه الاثنين دول بتكون اي في انجكشنز او انترافينسلي، ولكن السبب مش ان انا ان هم بحولهم لسولت، السبب ان المركبات دي اصلا لما بتتاخد اورالي الابزوربشن بتاعها ضعيف جدا، بيحصل لها ان اكتيفيشن وبالتالي ما بتديش الايفكت اللي احنا عايزينه. فما ينفعش ادي البيشنتس الحاجات دي في صوره تابلتس او كبسولز، لازم اديها في صوره انجكشنز، عشان كده لازم احضرها في صوره سولت زي ما انتم شايفين. خلاص؟ طيب النقطة الثانية اللي عايز اكلمكم عليها ان الفين بلاستين بستخدمه في انواع معينة من الكانسرز، والفين كريستين بستخدمه في انواع تانية من الكانسرز. ومهم قوي يا شباب هنا نفهم مصطلح مهم قوي، ان كل دواء عندنا في السوق مش بس دول، اي دواء تاني بنقول ان هو احيانا بيكون الفيرست لاين تريتمنت في علاج حاجة معينة. يعني ايه فيرست لاين تريتمنت؟ يعني لو البيشنت جاله الحاجة المعينة دي، الديزيز المعين ده، يبقى احسن دواء ياخده هو الدواء الفلاني ده اللي هو اسمه الفيرست لاين تريتمنت. فهمتوا؟ ده الخط الاول للعلاج.
فهنا في الحالة بتاعتنا بنقول ان الفينبلاستين هو الفيرست لاين تريتمنت في علاج حاجة مهمة جدا اسمها الهودجكنز ديزيز. الهودجكنز ديزيز بالاضافة لكده هو بيستخدم في علاج حاجات تانية ولكن مش الفيرست لاين تريتمنت فيها، فهمنا؟ يبقى لو بيشنت جاله حاجه اسمها هودجكنز ديزيز في الحاله دي هيروح يستخدم الفينبلاستين على طول. في بعض انواع الكانسرز التانية ممكن يستخدم فيها وممكن يستخدم حاجات تانية. تعالوا نفهم الاول يعني ايه كلمه هودجكنز ديزيز. هودجكنز ديزيز هو عباره عن نوع من الكانسرز بيجي في خلايا جوه جسمنا اسمها الليمفوسايتس، وطبعا اكيد انتوا عارفين الليمفوسايتس دي بتكون خلايا موجوده في الدم بتاعنا ولكنها هي خلايا تبع الاميون سيستم. هي اميون سيستم سيلز كل دورها خلايا مناعيه، كل دورها انها تعمل فايتنج للانفكشنز وتحافظ على الدم بتاعنا انه يكون كويس وتعمل جيت ريد للويستس اللي موجوده ممكن تكون موجوده فيه، توديها الليمفاتيك سيستم عشان يتخلص منها او الجهاز الليمفاوي عشان يتخلص منها. فالليمفوسايتس دي دورها مهم جدا في الاميونيتي بتاعتنا والاميون سيستم ايه بتاعنا. فاللي بيحصل ان بعض البيشنتس بيجي لهم كانسر في الخلايا دي، الكانسر ده بنسميه ليمفوما، اوما يعني كانسر وليمف اللي هي الليمفوسايتس، فبنقول ليمفوما. ليمفوما يعني كانسر فين؟ في الليمفوسايتس. الليمفوما انواع كتير جدا، ليه؟ لان الليمفوسايتس دي بتكون موجوده في اماكن مختلفه جوه جسمنا، في جزء بيتكون في او بيبقى موجود في السبلين في الطحال، في جزء بيكون موجود في الليمف نودز، في جزء بيكون موجود في البون مارو، موجود في اماكن كتيره جدا. وبالتالي لو الكانسر موجود مثلا في الليمفوسايتس اللي موجوده في الليمف نودز ساعتها هسميه هودجكنز ديزيز. لو موجودة في أماكن تانية هيكون ليها مثلا اسم تاني بنسميها ليمفوسيتيك ليمفوما، فهمنا؟ يبقى مهم قوي نبقى فاهمين ان الهودجكنز ديزيز هو عبارة عن كانسر في الليمفوسايتس، بس الليمفوسايتس دي موجودة فين؟ في الليمف نودز، عشان كده سميناها هودجكنز ايه ديزيز. كتير من انواع الليمفوماز دي اللي هي الكانسر بيجي فيها في الليمفوسايتس بتتقلب بعد كده او بيجي للبيشنت بعدها على طول بلاد كانسر. البلاد كانسر يعني كانسر في الدم بنسميه اللوكيميا. يبقى اللوكيميا هي عبارة عن البلاد كانسر. يبقى البلاد كانسر غالبا في كتير من الأحيان بتحصل كنتيجة لحدوث كانسر في الليمفوسايتس اللي موجودة في البلاد أساسا، فبالتالي بينتج عنها على طول بلاد اي كانسر. ولكن الهودجكنز ديزيز من الأنواع القليلة اللي ما بتعملش بلاد كانسر في كتير من الأحيان، يعني بيكون الأساس فيها انها ايه، انها في الليمفو نودز بتاعت او في الليمفوسايتس بتاعت الليمفو نودز وخلاص، تمام؟ يبقى كده احنا عرفنا معلومتين. المعلومة الأولانية ان الفينبلاستين بينفع في حالات الليمفوماز عموما، الليمفوما عموما بانواعها بينفع فيه، ولكن هو الفيرست لاين تريتمنت في علاج الهودجكنز ديزيز اللي هي الليمفوما اللي بتحصل في الليمفوسايتس بتاعت الليمف ايه نودز. واضح؟ ادي الليمفوسيتيك ليمفوما دي الانواع الثانيه اللي بنقول عليها ساعات نون هودجكنز. نون هودجكنز يعني بتحصل في الليمفوسايتس اللي موجوده في اماكن ثانيه من الجسم مش موجوده في الليمف ايه نودز. بجانب كده بنلاقي ان الفينبلاستين بينفع قوي في بعض انواع الكانسرز اللي بتكون ريزيستنت للاذر ثيرابيز. يعني ايه ريزيستنت للاذر ثيرابيز؟ يعني مثلا عندي بعض انواع البريست كانسر ما بتستجبش لاي علاج، ففي الحاله دي ممكن ادي الفينبلاستين يدي افكت معاها شويه. عندي مثلا بعض انواع التستيكولر كانسر اللي هو الكانسر بيحصل في التستس، نفس الكلام برضو بعض الادفانسد انواع الادفانسد منه برضو ممكن ندي فيها فينبلاستين. في برضو عندي بعض انواع الكانسرز اللي بتحصل في البلاسينتا برضو ممكن ندي فيها فينبلاستين. يبقى دي كده الرينج الحاجات الابلكيشنز اللي ممكن ان احنا نستخدم فيها الفينبلاستين في مريض الكانسر. يبقى مش اي مريض كانسر وخلاص، لازم انواع معينه من الكانسر هي دي اللي بتدي مع الفينبلاستين. وعلى فكره كل الانتي كانسر دراجز كده، مفيش حاجه اسمها دراج بيدي مع كل انواع الكانسر، في كل نوع له الفيرست لاين تريتمنت بتاعه. نيجي بقى للفينكريستين. الفينكريستين البوتنسي بتاعته احسن كتير من الفينبلاستين، يعني قوته والاكتيفيتي بتاعته على الكانسر بتكون افضل بكتير، وعشان كده هو بيستخدم في رينجز مختلفه من الديزيز شويه. هو الفيرست لاين تريتمنت في علاج حاجه اسمها اللوكيميا اللي هي البلاد كانسر. يبقى احنا لو بكلمك على الليمفوما فانت هتقولي فينبلاستين، انما لو بكلمك على لوكيميا فانت هتقولي فينكريستين. وهو مركز قوي في نوع معين من اللوكيميا اسمه الاكيوت لوكيميا اللي موجوده في التشيلدرن، بتيجي في الاطفال، هو الفيرست لاين تريتمنت فيها. يبقى انا كاتبه لك بالاحمر ده دايما هو الفيرست لاين ايه تريتمنت، تمام؟ ولكن الفينكريستين برضو بينفع في كتير من الكومباينيشن ثيرابي. يعني ايه الكومباينيشن ثيرابي؟ يعني بديه مع ادويه تانية او مع علاجات تانية برضو كانتي كانسر ايجنتس في علاج بعض انواع الكانسرز اللي هي زي ايه، زي الهودجكنز. يعني انا ممكن احطه مع فينبلاستين واستخدمه في علاج الهودجكنز الاثنين مع بعض، تمام؟ لان هو الفينكريستين مش هو الفيرست لاين تريتمنت في علاج الهودجكنز، انما لو حطيته مع الفينبلاستين ممكن جدا ان هو يعالج الايه الهودجكنز بشكل كبير.
بستخدمه في بعض انواع الكانسرز اللي بتيجي في البرين، بتيجي في الماسلز بنوع عليها المايوبلازمز، بتيجي في النيرفز بنوع عليها النيوبلازمز، بتيجي في الكيدنيز اللي هي زي مثلا ايه الكيدنيز اللي هي من اشهرها طبعا الكيدني تيومر اللي بيجي في الشيلدرن بنسميه ويلمز تيومر. خلاص كده تقريبا دي كده ايه الحاجات اللي انا عايزكم يعني تعرفوها في الجزء ده، مفيش حاجه تانية قوي. مهم قوي نبقى فاهمين معلش هم انواع كتير، فمهم قوي تبقى عارف كل نوع او كل دواء منهم الفين بلاستين بيعالج ايه والفين كريستين بيعالج ايه. خلاص كده. طيب في بقى نقطه صغيره انا عايز اكلمكم عليها اخيره، ان المجموعه دي من المركبات جميله جدا انها ليها انتي كانسر افكت واضح جدا وقوي جدا، ولكن عندنا مشكله صغيره ان المركبات دي مش صغيره طبعا، هي مشكله يعني مهمه جدا او مشكلتين بالنسبه للنوعيه دي من المركبات. المشكله الاولانيه ان المركبات دي بتكون نيوروتوكسيك جدا. نيوروتوكسيك يعني في توكسيستي على النيورونز، على الخلايا العصبيه بتاعتنا وعلى الاعصاب بتاعتنا، فيبتدي البيشنت بعد فتره من استخدامه للادويه دي يبتدي يشتكي مثلا من تريمرز. تريمرز يعني رعشه جامده جدا في ايده. ممكن يبتدي يشتكي من مشاكل في الاعصاب، الام في الاعصاب شديده جدا، وبالتالي نتيجه النيوروتوكسيستي بتاعت المركبات دي. خلاص كده. دي مشكله. المشكله الثانيه ان المركبات دي بتتعطى اي في انجكشن، والبيشنت لازم بيمشي على جرعه واحده اسبوعيا زي ما هنشوف في السلايد اللي جاي، وبالتالي هو مطلوب منه انه كل اسبوع لازم ينزل يدور على حد يديله اي في انجكشن. والاي في انتوا عارفين مش اي حد بيديه، يعني انترافينسلي، وبيبقى عمليه مؤلمه جدا للبيشنت حتى اكتر من الانترا ايه ماسكولر. تمام كده. وبعض البيشنتس بتحتاج انها تركب كانيولا بحيث انها تقدر تدي لنفسها في البيت على طول الايه الدواء بسهوله من خلال الكانيولا دي يخش على الفين على طول. وبالتالي عمليه مش سهله بالنسبه للبيشنت. الافضل للبيشنت انه ياخد ادويه زي دي اورالي، صح كده. فبالتالي بدا الناس تفكر ان احنا ازاي نطور المركبات دي، نحاول ان احنا نقلل النيوروتوكسيستي بتاعتها شويه، وكمان نحسن الروت اوف ادمنستريشن، بدل ما هو انترافينس لا نخليها بتتاخد اورال. وظهر من خلال الافورتس دي مجموعه من العلماء ما شاء الله عليهم يعني كيمستس، عملوا تغييره بسيطه جدا في الايه الفين بلاستن. ده الاستراكشر بتاع الفين بلاستن. هم كل اللي هم عملوا تغييره حلوه قوي في الاستراكشر بتاعه. هي تبان تغييره بسيطه جدا ولكنها فرقت جدا في الباترن اللي انا بقول لكم عليه. تعالوا نشوف. جم على الفين بلاستن وراحوا عاملين تغييره في المكان اللي هو الدبل بوند اللي موجوده هنا دي، راحوا شايلينها، وراحوا شايلين الميثل جروب اللي موجوده هنا دي شايفينها، راحوا شالوا الاثنين دول. طبعا ده بعد محاولات كتير جدا، يعني ما جابوش الحكايه دي بالصدفه كده، لا ده بعد محاولات كتير جدا. درسوا كل الاستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب، يعني درسوا كل دور، كل مجموعه من دول في الاكتيفيتي. لو دي اتشالت ايه اللي يحصل، لو دي اتشالت ايه اللي يحصل، لو البنزينه دي اتشالت او الرينج دي اتشالت ايه اللي يحصل. فدرسوا كل جروب موجوده، فلقوا ان احنا لو شلنا بس الدبل بوند دي وشلنا الميثل دي، فاحنا قدرنا نوصل لمركب جديد اسمه فاينورال بين. الفاينورال بين ده نعتبره سيمي سينثيتك، لان هو في الاساس هو فين بلاستن، ولكن احنا شلنا منه الدبل بوند وشلنا منه الايه الميثل جروب، عملنا تعديلات بسيطه احنا جدا، وبالتالي المركب ده مش موجود في الفينكا، لا احنا بنعمله صناعيا من الفين بلاستن، عشان كده سميناه سيمي سينثيتك. سيمي يعني بين البنين كده، ولا هو ناتشرال ولا هو ايه ولا هو سينثيتك، هو حاجه بين البنين. خلاص كده. الفاينورال بين ده ميزته في ايه بقى؟ اولا انه النيوروتوكسيستي بتاعته كانت اقل بكتير جدا، يعني ما فيش منه نيوروتوكسيستي تذكر، نيوروتوكسيستي اقل بكتير، ستيل موجوده ولكن اقل بكتير من الفين بلاستن والفين كريستن. الحاجه الثانيه ان احنا لقينا كمان ان الروت اوف ادمنستريشن بتاعه ينفع يتعطى اورالي، يعني بيدي بنقدر نديه اورالي وبيدي افكت كويس جدا مش بس اي في، ودي ميزه كبيره جدا 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 احنا بندور عليها. فدول المستين اللي احنا هنعملهم، بالاضافه لكده كمان ان بقى له برودر سبيكترم اوف اكتيفيتي. يعني ايه برودر سبيكترم اوف اكتيفيتي؟ يعني بيدي مع انواع مختلفه من الكانسر، مش بس الانواع اللي مذكوره قدامنا دي، بقى حصل تنوع في الافكت بتاعه، بقى بيشتغل على انواع اكتر من الكانسر والاكتيفيتي بتاعته اتحسنت. فانا كده عملت حاجات كتير جدا. يبقى انا مهم عندي قوي ان انا ممكن اجيب لك ستراكشر زي ده وانت تقول لي ايه التعديلات اللي اتعملت عشان نوصل للفاينورال بين. انا الكلام ده مش كاتبه، لازم تبقى انت متابعه معايا وعارفه ان احنا بنشيل الدبل بوند دي وبنشيل الميثل جروب اللي موجوده هنا دي، وبالتالي بينتج عندي مركب جديد اللي هو الفاينورال بين سيمي سينثيتك. الفاينورال بين ده نيوروتوكسيستي بتاعته قليله، اورالي اكتف، وفي نفس الوقت له برودر سبيكترم اوف ايه اوف اكتيفيتي اوف انتي كانسر افكت. يا رب كده تكون الدنيا وضحت.
البريباريشنز اللي موجوده عندنا في السوق بالنسبه للفينكا او بالنسبه للفينكامين والفينبلاستين والفينكريستين، زي ما قلت لكم لو هم بنستخدمهم كده من غير ما نعمل لهم السيمي سينثيتيك برودكت اللي هو الفاينوريلبين، فاحنا هنستخدمهم في صوره سلفيت اي في انجكشن بيتعطى مره في الاسبوع. تمام، طبعا الجرعات بتختلف. الجرعه في حاله الفينبلاستين بتبقى 0.01 جرام تمام اسبوعيا، ودي جرعه كبيره شويه. اما الفينكريستين بما انه بوتنت اكتر، طبيعي لما الدواء يبقى بوتنت اكتر الجرعه بتاعته تقل، فبالتالي هنا فعلا بنستخدم 25 ل 150 مايكرو جرام، بس ده بير كي جي بودي ويت، يعني كل كي جي من البودي ويت او كل كيلو جرام من البودي ويت بندي الجرعه دي، فالجرعه دي هتتضرب في وزنه الايه البيشنت اكيد يعني. خلاص تمام. ويكلي باي اي في برضو ايه انجكشن. طبعا دي اسامي كتيره جدا ما تحفظوهاش، انما دي اسامي اسماء برودكتس كتيره موجوده في السوق المصري، فيها يا اما الفينبلاستين يا اما فيها الفينكريستين ايه سلفيت، بعضهم بيكون باساميهم زي هنا كده فينبلا فين في في أو, او اسمه قريب اللي هو الفيلبلاستين ده او فيلباستين، هنا باسمه فينكريستين واضح وصريح، وممكن باسماء تانية مختلفه جينيركس ايه مختلفه من نفس الايه من نفس النوع ده. طبعا الادويه دي بتكون غاليه جدا، وعموما معظم ادويه الانكولوجي اللي بتستخدم في علاج الكانسر بتكون غاليه جدا. دلوقتي يا شباب هنبتدي نتكلم مع بعض، خلصنا كده الحمد لله الميديسينال هيربس، هنتكلم على اخر جزء عندي بالنسبه لي الجزء بتاعي اللي هو الميديسينال فروتس. يبقى احنا كده الحمد لله في المحاضرات اتكلمنا على الميديسينال ليفز، واتكلمنا على السبترينين اورجنز، والنهارده غطينا الجزء بتاع الميديسينال هيربس، وفاضل لنا جزء صغير خالص اللي هو الميديسينال فروتس. تعالوا نشوف مع بعض كده الجزء ده برضو، هنتكلم شويه هفكركم ببعض الحاجات اللي اخدناها في العملي، يعني ايه الفروت وبتتكون بعض الحاجات المميزه اللي بتكون موجوده في الاستراكشر بتاعها، وبعدين نبتدي نتكلم على اول مجموعه عندنا من الفروتس اللي هي الامبليفرس فروتس. طبعا عشان نجاوب على السؤال ده يعني ايه كلمه ميديسينال فروت، فاحنا اول حاجه لازم نفكر فيها نفتكر الكلام اللي اتقال لنا في العملي ان الاساس في الموضوع كله هو الفلاور، ان النبات بيبدا يعمل فلاور في الاول. الفلاور دي بتتكون من عدد من الاجزاء لو فاكرين في البوتاني اخدناهم الكيليكس والكورولا والجاينيسيوم والاندوريسيوم، وبعد ما بيكون الحاجات دي بيبتدي يحصل شادنج او بيحصل ان الجزء بتاع السابلز اللي هو الكيليكس والكورولا بيقع تمام كده، وبيفضل جزء الجاينيسيوم ده اللي بيحصل له برايبنينج او بيحصل له فيرتلايزيشن في الاول عن طريق طبعا البولين جرينز، وبعدين يبتدي يتكون الماتيور فيرتلايزد اوفري ده يبتدي يتحول للفروت. وطبعا الاوفري ده بيكون جواه اساسا الاوفيولز، فهي بتتحول بعد عمليه الماتيوريشن والفيرتلايزيشن انها تبقى تتحول لحاجه اسمها سيدز. فبيبقى عندي الاصل اللي هو الاوفري زي ما انتم شايفين، الاوفري ده بعد عمليه الماتيوريشن بيبتدي والفيرتلايزيشن سوري بالبولين جرينز بيبتدي يتحول هو يبقى الفروت، والجزء الداخلي اللي هو كان عباره عن اوفيولز يتحول يبقى هو السيد اللي موجوده جوه الايه الفروت دي. عشان كده بنقول ان الفروت هي عباره عن الماتيور فيرتلايزد، لازم تكون فيرتلايزد اوفري اللي حصل له رايبنينج او مجموعه اوفريز اللي كانت موجوده في الايه في الفلاور. طبعا دور الفروت معروف جدا، دور الفروت هو حمايه السيد، حمايه السيد البروتكشن النورشمنت تغذيه السيد، لان السيد هي دي المهمه جدا لبقاء النوع، لبقاء النوع بتاع النبات ده وجود السيد ده مهم جدا، لان السيد دي هي اللي هتطلع نبات جديد فهمتوا، فبالتالي مهم قوي ان يحصل لها بروتكشن من خلال الفروت، يحصل لها نورشمنت او تغذيه وتطمن الفروت دي ان حصل ديستريبيوشن للسيدز دي بشكل مظبوط عشان تكون نباتات جديده. طبعا الاساس زي ما قلنا ان الفروت بتيجي من الاوفري، وبالتالي لو الفروت بتيجي من الاوفري ده بنسميه ترو فروت، ودي اغلبيه الفروتس بتكون كده، بتكون جايه من الجاينيسيوم. اما في بعض الاحيان بيكون الجاينيسيوم ومعاه بعض الاجزاء الثانيه من الفلاور دخلت في تركيب الفروت، زي مثلا في حاله الابل مثلا والاستروبري بيخش مثلا ريسبتكل في تكوين الفروت او بيخش الكيليكس في تكوين الفروت، فبالتالي يبقى في الحاله دي بنسمي الفروتس دي فولس فروتس، لان مش موجود فيها او مش الاساس فيها هو الجاينيسيوم، لا ده دخل فيها بعض الاجزاء الثانيه من الفلاور وكونت معايا الفروت بتاعتي مش بس الايه الجاينيسيوم. والكلام ده طبعا اخدتوه في العملي بشكل كبير جدا. طبعا لو بصينا على تركيب اي فروت فبتتكون من تركيب واضح وصريح من غلاف ثمري بنقول عليه بنسميه البيريكارب. الغلاف الثمري ده بيكون عباره عن ثلاث اجزاء، طبقه خارجيه بنسميها الاكزوكارب او الايبيكارب، طبقه في الوسط بتكون تخينه شويه او بتكون ثيك شويه بنسميها الميزوكارب، ودي اغلبيه الكي اليمنتس واغلبيه الاكتف كونستيتوينتس اللي بتكون موجوده في الفروت بتكون موجوده فيها في الميزوكارب دي، وطبقه داخليه انر موست لاير بنسميها اندوكارب. يبقى الغلاف الثمري بيتكون من ثلاث اجزاء، طبقتين رفيعين اللي هو الاولى والثالثه اللي هم الايبيكارب والاندوكارب، وطبقه في النص هي دي اللي بيكون فيها معظم الكي اليمنتس ومعظم الاكتف كونستيتوينتس بنسميها الميزوكارب. طبعا بعد الغلاف الثمري ده لازم يكون عندي في السنتر مين السيد،
وبالتالي يبقى الجزء الداخلي هيكون عباره عن الايه؟ عن السيد بقى بتركيبها اللي احنا عارفينه من خلال الايه؟ البوتاني بتاعنا، الكوتليدونز والاندوسبيرم والحاجات دي كلها. خلاص؟ ده بالنسبه للايه؟ والامبريو، وكل الحاجات دي بتكون موجوده جوه السيد. ده تركيب كده الفروت بتاعتنا، او فهمنا كده الفروت بتتكون من ايه. اول مجموعه من الفروتس هنتكلم عليها هي الامبليفرس فروتس. تعالوا نشوف بقى الامبليفرس فروتس يعني. هي فروتس بتشترك مع بعضها في انها موجوده في فاميلي اسمها فاميلي امبليفري. ولو فاكرين احنا كنا قلنا في البوتاني ان لازم دايما اسم الفاميلي ينتهي بالسافكس ايسي، ففيها ليها اسم تاني مهم قوي غير كلمه امبليفري، هو ده المتعارف عليه دلوقتي، هو فاميلي ابيسي. يبقى فاميلي ابيسي هي فاميلي امبليفري. الفاميلي دي فيها مجموعه من النباتات، النباتات دي بنستغل الفروت بتاعتها في استخدامات طبيه كتيره جدا، وموجوده في ميديسينال بريباريشنز كتيره جدا في السوق المصري. تعالوا بقى نبتدي نتكلم على المجموعه دي الاول كجنرال كاركترز، وبعدين نبتدي ناخد الايه الديفرنت ممبرز اللي موجوده فيها. طبعا الجنرال كاركترز زي فكره لما قلت لك جنرال كاركترز للسولانيشيس هيربس، ان مجموعه الهيربس اللي تبع فاميلي سولانيسي في خصائص عامه كده موجوده فيهم كلهم، ان عندهم تروبين الكالويدز، وان هم عندهم انيزوسيتيك طماطا والكلام ده. هنا برضو هيكون عندي مجموعه الفروتس اللي تبع فاميلي ابيسي او فاميلي امبليفري هيكون ليها بعض الجنرال كاركترز اللي احنا محتاجين نتكلم عليها. يبقى زي ما احنا قلنا ان الامبليفرس فروتس دي بتكون مجموعه من الفروتس اللي جايه من بلانتس، البلانتس دي تبع فاميلي اسمها فاميلي امبليفري، وقلنا ان الاسم الجديد دلوقتي بتاعها هو فاميلي ابيسي. وهتلاحظوا ان دايما فيها الاي سي في الاخر، دي اي سي دي ده السافكس اللي موجود في كل الفاميلي زي ما خدنا قبل كده. ودي بيكون ليها بعض الكومن كاركترز. ايه بقى الكاركترز؟ تعالوا نشوف التو سلايدز اللي جايين دول ايه الكاركترز اللي موجوده في الفاميلي دي عموما، يعني كل الفروتس بتاعت الفاميلي بتشترك في ايه. فهنلاحظ مثلا ان دايما شكل الفروت نفسه متشابه قوي، بتكون عباره عن حاجه اسمها كريم وكارب. ويمكن احنا كنا اتكلمنا على حته الشيز وكاربك، كريم وكارب دي قبل كده لما اتكلمنا في عليها في البوتاني في الانترودكشن بتاعت البوتاني، ان يعني ايه كلمه شيز وكارب كريم وكارب، ان بتكون الفروت عباره عن نصين كل نص منهم بنسميه ميري كارب. غالبا ان كل ميري كارب من دول نتيجة ان الاوفري اصلا كان عبارة عن تو لوكيولز لو فاكرين، وكل لوكيول كان فيها اوفيول، فحصل ماتيوريشن فبقى عندي تو اوفيولز دول، او تو سوري التو لوكيولز دول بقوا عبارة عن التو ميري كاربس بالشكل ده، وبقت التو اوفيولز اللي موجودة جواهم بقوا عبارة عن التو سيدز، فبقى عندي سنجل سيد هنا وسنجل سيد هنا. وهنلاحظ ان دايما سهل قوي ان يحصل عملية السبليتنج، عملية الفصل بتاع التو هافز دول عن بعض، سهل قوي نتفصلوا زي ما انتم شايفين هنا كده عن بعض ازاي. وبالتالي الفاست ده بيظلوا بس بيظلوا ماسكين مثلا من ناحيه واحده وبس، بيبقوا تقدر تفصلهم لونجيتيودنالي كده عن بعض، دايما بيبقوا متحملين او الاثنين ماسكين على ستوك، الستوك ده بنسميه الكاربوفور، تمام كده؟ هو ده موجود ما بينهم وبين بعض، هما الاثنين متشالين عليه يعني زي ما بيقولوا، تمام؟ هنلاحظ برضو ان ممكن يكون في بواقي للستايل، الستايل بتاع الجاينيسيوم بيكون موجود بتاع اللوكيول دي او بتاع الجاينيسيوم بيكون موجود في السنتر هنا ما بين الاثنين، ممكن احيانا يكون موجود بواقي منه، وبيكون موجود على المنطقه اللي هي فوق في زي ما انتم شايفين من فوق من هنا كده، بيكون في يعني above the ميري كاربس، above the two ميري كاربس ممكن يكون عندي نكتري ديسكس موجوده بشكل واضح جدا وصريح في المكان ده، نقول على ديسك لايك نكتري او نكتري ايه نكتري ديسكس، تمام كده. بس تقريبا دي الحاجات الاساسيه اللي بتكون موجوده في الشكل الخارجي ده، بنتكلم هنا على الماكروسكوبيكال كاركترز. طبعا لو بصيت على شكل الميري كارب، يعني لو فصلت الكريمو كارب دي الاثنين للنصين بتوعها، هتلاقي ان الميري كارب دايما بيكون عندها جزء، الجزء الداخلي منها بيكون مور اور لاس ستريت شويه، يعني دي الميري كارب اهي الواحده، هتلاقي الجزء الداخلي بتاعها تحس ان هو ستريت شويه، والجزء الخارجي بتاعها بيكون كونفكس كده او محدب شويه. الجزء الخارجي ده بنسميه الدورزال سايد او الظهر، تمام كده؟ والجزء الداخلي ده بنسميه الفنترال سايد او البطن، او بنسميه الكوميزورال سايد في بعض الاحيان. يبقى دايما كل ميريكارب هيكون عندها تو سيرفز دول، الدورزل والاي والفنترال او الكوميزورال اي سايد. وده بيبان حتى في التي اس، بتلاقي لما تيجي تعمل بقى ترانسفيرس سكشن هنا قطع بالعرض هنا في المكان في الفروت دي، وتبص على التي اس ده تحت الميكروسكوب، هتلاقي دايما عندك جزء بيكون ستريت ده بنسميه الكوميزورال او الفنترال، وجزء تاني بيكون المحدب او الكونفكس ده بنسميه الدورزل ايه الدورزل سايد، تمام؟ يا رب كده تكون الدنيا وضحت. يبقى عندنا بعض الاكسبريشنز هنا المهمه زي الكاربوفور، يعني زي يعني ايه كلمه ميريكارب، يعني ايه نكتري ديسك، الحاجات دي مهم ان احنا نبقى عارفينها. طيب تعالوا بقى نشوف بقيه الجنرال كاركترز بتكون عباره عن ايه. هنا من اهم الجنرال كاركترز ان المجموعه دي من الفروتس بيكون فيها فولاتايل اويل، بعكس مثلا السولانيشيا سيربس كان فيها الكالويدز، لا هنا بنتكلم ان احنا عندنا فولاتايل اويل. الفولاتايل اويل ده لازم يكون فيه سكريتوري ستراكشر هو اللي بيعمله، فالسكريتوري ستراكشر اللي بتكون موجوده عندنا هنا بتكون عباره عن قنوات بنسميها شايزوجينس داكت، وبنديها اسم بنسميها فيتا.
يبقى الفيتا دي هي عباره عن السكريتوري داكتس او القنوات اللي بتعمل سكريشن للفولاتايل اويل جوه النوع ده من الفروتس. وبما ان عندي فولاتايل اويل فغالبا هتلاقي النوعيه دي من الفروتس عندها ريحه مميزه جدا، عندها اودر كاركترستيك اودر بتاعتها، تمام؟ زي الانايس كده، افتكروا دايما الانايس بيكون له ريحه وتيست حتى كمان مميز قوي، كل ده نتيجه وجود الفولاتايل اويل اللي بيديها الكاركترستكس بتاعتها. طبعا الفولاتايل اويل ده بيختلف التركيب الكيميائي بتاعه من فروت للتانيه، انما في بيظل في الاخر وجود الفولاتايل اويل هو جنرال كاركتر لكل الايه الفاميلي. ده اللي احنا بنقوله هنا ان الفولاتايل اويل سيكريشنز بتحصل من خلال شايزوجينس داكت، والشايزوجينس داكت دي بنسميها الفيتا. طبعا عدد الفيتا في معظم الفروتس دي بيكون ثابت، يعني لو بصينا مثلا ده كده ترانسفيرس سكشن في واحد من الامبليفرس فروتس المشهوره قوي اسمه الفانل هنتكلم عليه، هنلاحظ ان احنا عندنا زي ما قلت لكم دايما منطقه ستريت، المنطقه الستريت دي بنسميها الكوميزورال سايد، يبقى الجزء اللي تحت ده اللي هو الفنترال او الكوميزورال سايد، ومنطقه ثانيه بتكون كونفكس زي ما انتم شايفين كده محدبه ازاي، شايفينها عامله ازاي كونفكس كده، وبالتالي دي بنسميها كلها الدورزال سايد، والجزء اللي تحت ده هو الايه هو الفنترال سايد. فهنلاحظ ايه، هنلاحظ ان احنا دايما بيكون في كتير من الاحيان او في اغلبيه الاوقات عندنا اربعه فيتا على الدورزال سايد، القنوات البيضة دي هي دي الشايزوجينس داكت اللي هي الفيتا اللي بيكون فيها الفولاتايل اويل. فهنلاحظ لو عديناهم هنلاقيهم اربعه على الدورزال واثنين على الفنترال، اثنين على الفنترال سايد، فده العدد ده بيكون ثابت الا في بعض الفروتس اللي بيكون عندنا فيها حاجه اسمها برانشد فيتا زي اللي شفناها في الانايس في العملي، قلنا لكم ان احنا بيكون عندنا برانشنج بيحصل في الفيتا، فبتلاقي عدد الفيتا على الدورزال سايد يبتدي يزيد جدا، ممكن يوصل ل 40 فيتا، فالعدد بيكون كبير قوي. هنلاحظ كمان ان الدورزال سايد في اماكن بتكون بروميننت قوي، شايفينها عددهم خمسه، دول بنسميهم prominent primary ridges. prominent يعني بارزين، اماكن بارزه جدا وبنسميها primary ridge، ridge يعني مكان بارز قوي وواضح، والبروز بتاعها ده نتيجه ان بيكون موجود تحتها في الاماكن اللي تحتها الاماكن السوداء دي بتكون عباره عن فاسكولار باندل بنسميها فايبرو فاسكولار باندل، يعني فاسكولار باندل مدعمه بفايبرز الجنيفويد، هي دي اللي بتزق المكان ده وبتخليه بروميننت بالشكل ده، فبنسميه برايمري ريدج. يبقى انا دايما عندي 5 بروميننت برايمري ريدجز على الدورزال سايد، وتحت البروميننت برايمري ريدجز دي بيكون عندي 5 فايبرو فاسكولار ايه باندلز، كل برايمري ريدج تحتها الفايبرو فاسكولار باندل بتاعتها. دي برضو قاعدة عامة بالنسبة لمعظم الايه الفروتس اللي موجودة الامبليفرس فروتس، ساعات البروميننس ده بتلاقيه قليل شوية ما بتلاقوش بروميننت قوي كده، انما في اغلبية الاحيان بيكون واضح قوي ان في مكان للبرايمري ريدج ايه موجود. خلاص طبعا الاماكن اللي موجوده ما بين البرايمري ريدجز بنلاقي انها اقل بروزا، بالعكس بنحس انها داخله لجوه شويه، دي بنسميها السكندري ريدج، يبقى المكان ده بنسميه سكندري، المكان ده بنسميه سكندري سكندري سكندري، يبقى هنلاحظ ان احنا عندنا 4 سكندري ريدجز بس، وهنلاحظ دايما ان الاماكن بتاعت السكندري ريدجز دي تحتها على طول بتلاقي الفيتا، يبقى ده عشان كده دايما بتلاقي 4 فيتا على الدورزل تحت كل سكندري ريدج في ايه في فيتا، واثنين على الفنترال ايه سايد. طبعا الجزء الداخلي ده هو عباره عن السيد، لان انت عارفين الميري كورب دي جواها السيد، فوانت بتقطع تي اس بيبقى السنتر بتاعك كله عباره عن الاندوسبيرم بتاع السيد، فده عباره عن الايه عن السيد بتاعتنا موجوده جوه، انما كل الجزء الخارجي ده هو ده الغلاف الثمري اللي هو البيري كورب، فهتلاقي عندك اول لاير بره اسمها الايبي كورب، بعدها اللاير التخينه دي شويه اللي فيها الفيتا دي بنسميها الميزوكارب، عشان كده قلت لكم دايما الكونستيتوينتس ومعظم ال بيسموها ايه الكي اليمنتس بتكون موجوده في المنطقه بتاعت الميزوكارب دي، والمنطقه الداخليه او اللاير الداخليه دي بنسميها الاندوكارب اللي هي قبل الاندوسبرم على طول، اللاير اللي حوالين الاندوسبرم دي بنسميها الاندو ايه كارب. الاندوسبرم طبعا ده جزء من السيد زي ما انتم عارفين. خلاص بس كده، ده تقريبا الحاجات الاساسيه، وده اللي مكتوب هنا ان احنا عندنا 2 فيتا على الكوميزورال سايد، عندنا 4 على الدورزال سايد الا لو حصل برانشنج، ان عندنا منطقه البريكورب بيكون فيها زي ما قلت لكم منطقه الريدجز اللي هي بتكون بروميننت شويه، بيبقى عندنا 5 برايمري ريدجز وتحتها الفاسكولار باند الموجوده اللي هي الفاسكولار سترانز، وما بين البرايمري ريدجز وفوق الفيتا بيكون عندي 4 سكندري ريدجز زي ما شرحنا، وقلنا البروميننس بتاعهم بيكون اقل بكتير او البروز بتاعهم بيكون قليل جدا، تمام؟ طبعا هنا بكلمك برضو على ان الايبي كارب والميزو كارب والاندو كارب نوعيات الخلايا اللي موجوده فيهم بتكون مختلفه شويه عن بعض، يعني لو بصينا مثلا على الايبي كارب بتكون لاير واحده بس ودي هدفها البروتكشن غالبا، فبتكون شبه الليف كده، بيكون زي الايبيدرمس في الليف، بيكون ممكن يكون عليها كيوتيكل، ممكن يكون عليها بعض الهيرز، ممكن يكون عليها على فكره بعض الاستوماتا قليله جدا، انما بيكون دايما في كيوتيكل وفي هيرز. الكيوتيكل ممكن يكون سموث، ممكن يكون سترايتد كيوتيكل، المهم ان ده دايما الايبي كارب بتكون لاير واحده الهدف منها البروتكشن. الميزوكارب دي المنطقه اللي زي ما قلت لكم في السنتر ودي بتكون فيها اليمنتس، ف
فعشان كده الخلايا الاساسيه بتاعتها بتكون بارينكما تيشو، الجراوند تيشو اللي موجود، ولكن بيكون بقى فيه فاسكولار ستراندز في منطقه البرايمري ريدجز مثلا، بيكون فيه الفيتا في منطقه السكندري ريدجز، فبتلاقي فيها حاجات موجوده. عشان كده الاكتيف كونستيتوينز دايما بتكون موجوده في منطقه الايه، الميزو كارب، نتيجه وجود الشيزوجينس جلاندز او الشيزوجينس داكتس فيها. الاندوكارب بقى اللي هي المنطقه الداخليه، ودي برده ما بتكونش لاير كبيره، بتكون نارو لاير، وبتكون الخلايا عاده بتاعتها برده بارينكايميتس بارينكيما سيلز، ولكن بتكون الونجيتد جدا، بتبقى عامله زي الباركيه كده، فبنقول عليها لو الخلايا دي ماشيه في اتجاهات مختلفه بتبقى عامله زي الباركيه بالظبط، شكل الباركيه، فبنقول عليها باركيتوري اندوكارب. اما لو الخلايا دي ماشيه في نفس الاتجاه كلها بنقول عليها بارالل اندوكارب، يبقى هي ماشيه في وان ايه، في وان دايركشن. ده تقريبا التركيب بتاع الايه او الجنرال كاركترز بالنسبه للفاميلي امبليفري. تعالوا ناخد اول مثال بقى على الامبليفرس فروتس وهو الانايس. طبعا يمكن احنا من قبل دراستنا في صيدله ممكن ما يجيش في بالك ابدا ان الانايس ده ممكن يكون موجود في ادويه، كل معلوماتنا عنه ان ده التي باجز اللي بنشربها في بعض الاحيان او كده، انما لا، الحقيقه ان هتشوفوا النهارده كميه ادويه موجود فيها الانايس بشكل كبير جدا نتيجه دوره في اتجاهات مختلفه، سواء في اتجاه الجي اي تي او في اتجاه الريسبيراتوري تراكت. فتعالوا نشوف، طبعا هو اوفيشال في اكتر من فارماكوبيا، اشهرهم طبعا الايجيبشن والبريتش ايه فارماكوبيا. تعالوا نشوف كده الاول نتكلم عليه شويه بنفس الطريقه اللي بنتكلم بيها على طول، البوتانيكال اوريجن والماكروسكوبيكال كاركترز والحاجات دي، وبعدين نبتدي نشوف الاكتيف كونستيتوينتس واليوزز بتاعته. لو جينا نتكلم يا شباب اول حاجه على الانايس، طبعا اول حاجه هنتكلم عليها اللي هي البوتانيكال اوريجن بتاعه والكاركترز الماكروسكوبيكال كاركترز من بره. طبعا احد الكومن نيمز بتاعت الانايس هو الانيسيد، على اعتبار ان هو السايز بتاع الفروت نفسه فيه كتير منها مستيك، اللي ناس كتير بتفتكر ان دي السيد مش الفروت لانها صغيره جدا، بتشوفوها في تي باجز حتى، بتلاقي دايما بتحس ان الناس فاكره انها السيد، ولكن في الحقيقه دي عباره عن الكريم وكارب على بعضها، ويمكن هنا النص باين قوي اللي هو الميري كارب لوحده، هنا بتبان زي ما قلت لكم ده الكريم وكارب على بعضها، او النص والنص بتتفصل لونجيتيودينالي، فبيبقى عندك النص والنص، وكل نص منهم عباره عن ميري كارب، وكل ميري كارب بيكون فيه السيد بتاعته. وبالتالي لما بيجي نقول الديفينيشن هنقول ان البارت يوزد هنا هو الهول فروت، الفروت على بعضها اللي احنا بنسميها الكريم وكارب، وطبعا بنعمل لها دراينج، فالكونديشن بتاعتها بتكون درويد. طبعا الاسم العلمي للنبات ده هو البيمبينيلا انيزم، وطبعا ده فاميلي امبليفري او فاميلي ابيسي. الماده الفعاله طبعا مش محتاج ان انا اقولها، لانها الماده اللي كل الفاميلي دي عندها فولاتايل اويل، هي دي الاكتيف كونستيتوينت بتاعتها اللي هي ساعات بنسميها اسينشال اويل، هي الفولاتايل اويل او الاسينشال اويل، الكلمتين نفس الايه، نفس المعنى. فهنا بيقول لك ان خلي بالك هي المفروض ان ما يكونش فيها الفروت بتاعتي عشان تنفع استخدمها في الميديسن او استخدمها في الميديسنال بريباريشنز، المفروض ان ما يكونش فيها اقل من 20 مل بير كيلو جرام اوف اسينشال اويل، يعني كل كيلو جرام من من الفروتس يطلع لي 20 مللي اسينشال اويل عشان اقدر اقول ان الفروت دي فعلا ينفع استخدمها ميديسينالي. طبعا الوصف بتاعها بقى اللي هو الماكروسكوبيكال والمايكروسكوبيكال كاركترز تقريبا هو فيها متوفر فيها معظم الجنرال كاركترز اللي احنا اتكلمنا عليها باستثناءات بسيطه. انا عندي هنا تو اكسبشنز، او يعني او خلينا نقول حاجتين مميزين يونيك كاركترز للانايس، مختلفين شويه عن الجنرال كاركترز اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم. احنا قلنا في الجنرال كاركترز مثلا ان بيكون عندي 5 prominent primary ridges، هنا عندي البرايمري ريدجز موجوده ولكن البروميننس بتاعها مش اكتر، مش احسن حاجه يعني، تمام. وبيكون طبعا تحتها الفاسكولار باندل زي ما انتم شايفين، بس هنلاحظ ان تحت السكندري ريدج في عدد كبير جدا من الفيتا، ودي اول كاركتر مميزه جدا في الانايس ان عندها حاجه اسمها برانشد فيتا، وده بيخلي عدد الفيتا كبير جدا جدا على الدورزل سايد. بيبقى فيه اتنين بس على الكوميزورال او الفنترال سايد، بس على الدورزل بيكون عندي عدد كبير جدا من الفيتا موجود نتيجه ان الفيتا هنا برانشد ايه فيتا. وطبعا نتيجه الكلام ده نسبه الاويل بتكون عاليه، طبعا بنتكلم على 20 20 مل بير كيلو جرام، ده نسبه عاليه جدا، وبالتالي ده بيفسر سبب الريحه القويه جدا للانايس وكمان الطعم. فالانايس بيكون ليه فيري سترونج اروماتيك اودر، الريحه المميزه بتاعته اللي احنا عارفينها، وكمان اروماتيك سويت تيست، التيست بتاعه بيكون حلو جدا واروماتيك برضه نتيجه وجود الفولاتايل اويلز فيه. الحاجه الثانيه اليونيك جدا غير فكره البرانشيت فيتا وما نتج عنها بقى من الاودر والتيست بتاعه، ان كمان عندي الايبي كارب من بره بيكون هيري جدا، وده بيبقى باين قوي على الدورزل سيرفيس،
بيكون رف. رف ليه؟ نتيجة وجود هيرز كتيرة جدا، والهيرز دي زي ما انتم عارفين كنا شفناها في الباودر بتاعت الانايس، بتكون شورت هيرز كده، وبتكون كفرد وذ وورتي ايه، وذ وورتي كيوتيكل. فدي مهم جدا ان احنا نبقى عارفينها. وبالتالي من خلال اللي انا قلته ده هيبان عندنا قوي ان انا ممكن اقول ان الكي اليمنتس المميزة جدا للباودر بتاعت الانايس مقارنة حتى ببقية الامبليفرس فروتس هي الترايكومز والبرانشد فيتا. مش عايزه كلام يعني. ليه؟ لان الترايكومز كاركترستيك قوي، وجودها على الدورزال سايد كده بتكون كاركترستيك جدا، فممكن اشوفها في الباودر. والبرانشد فيتا كمان مش موجوده غير يمكن في الانايس في الامبليفرس فروتس. معظم الامبليفرس فروتس بيكون عندها الان برانشد فيتا اللي هي بيكون اربعه بس على الدورزال واثنين على الايه؟ على الفنترال سايد. تمام؟ لو جينا نشوف المايكروسكوبيك الكاركترز احنا كنا اتكلمنا عليها في العملي، الباودر بتاعتها بتبقى لونها جريني شيلو، ده طبعا ده لون الفروت اصلا، فطبيعي جدا انه يتنقل في الباودر معاك بعد الطحن بتاع الباودر. الحاجه الثانيه طبعا اهم حاجتين بيميزوا الباودر هم الترايكومز اللي هي بتكون يوني سيلولر كيرفد كده عامله زي الفينجر او البنانه، تمام، وبتكون ليها بلانت ايبكس، الايبكس بتاعتها بتكون حاده جدا، وبتكون كفرد وذ وورتي كيوتيكل زي ما انتم شايفين كده. وطبعا دي بتكون الورتي كيوتيكل اللي هو سبب الرف سيرفيس اللي بيبان في الدورز الايه سايد بتاع الميري كوربس. الحاجه الثانيه طبعا الفراجمنتس اوف ذا ميزو كورب اللي هي بتبقى فيها الفيتا زي ما انتم شايفين، الفيتا بتكون يلوش براون نتيجه الفولاتايل اويل كونتنت بتاعها، وبيكون في خلايا اللي هي زي ما قلت لكم موجوده ما بين الايه، ما بين الفيتا وبعضها، ودي غالبا بتكون احيانا في بعض الاحيان بتكون السيلز بتاعت الاندو كورب بتكون واضحه قوي هنا، باينه قوي حتى هنا في الاطراف دي، covered by the cells او crossed by the cells of the endocarp. ودي بتكون قلنا الاندوكارب بتكون خلايا elongated جدا، وبتكون parallel في حاله الايه الانايس، بتكون كلها ماشيه in one direction او في نفس الايه الدايركشن. ده تقريبا يعني التو كي elements المهمين بالنسبه للايه، بالنسبه للباودر بتاعه الانايس. لو جينا بقى نشوف الاكتف كونستيتوينتس والانديكيشنز بالنسبه للانايس، ودي يمكن الحاجه اللي هتوريك قد ايه المستحضرات الكتيره اللي موجوده في السوق اللي بيكون موجود فيها الانايس بشكل او باخر، هنلاقي ان احنا اهم كونتنت موجود عندنا هو الفولاتايل اويل. بنتكلم ان نسبه الفولاتايل اويل اللي موجوده في الانايس بتتراوح ما بين 1.5 ل 5%، ودي نسبه مش قليله زي ما قلت لكم، دي نسبه كبيره. طبعا النسبه دي بيكون ايه اغلبيه الكونستيتوينتس اللي موجوده فيها، لقينا ان الانايس دايما بيتجه انه بيكون مين كومبوننت في الفولاتايل اويل، يعني بعكس الفولاتايل اويلز الثانيه ممكن يكون فيها اكتر من كومبوننت، الانايس بيكون دايما عندنا ميجر كومبوننت موجود جوه الفولاتايل اويل بتاعه. اسمه ايه الميجر كومبوننت ده؟ اسمه ترانس انيتول. ده نسبته بتتراوح ما بين 84 ل 93%، يعني هو الماجوريتي بتاعت الاويل. يبقى معنى الكلام ده ان الانايس فروت بتكون تقريبا مركبات كتير، من ضمنها 5% بتكون اسينشال اويل، تمام، الفولاتايل اويل بتاعها. ممكن تكون حاجات تانية غير الفولاتايل اويل زي الكومارينز زي الفلافونويدز، انما 5% من اللي هي بتكونه بيكون عباره عن فولاتايل اويل. الفولاتايل اويل ده لو بصينا على التركيب بتاعه بنلاقي ان تقريبا من 80 ل 90% منه، بنتكلم من 84 ل 93%، بيكون ماده اسمها الترانس انيتول اللي هي قدامنا دي، وبالتالي هي دي الماده المسؤوله عن كل الثيرابيوتيك افكت اللي بنشوفه بالنسبه للفولاتايل اويل. الباقي النسبه بتكون ماده تانية اسمها الاستراجول او الميثايل تشافيكول، هي نفس الماده بس باسمين يعني استراجول او الميثايل ايه او الميثيل تشافيكول. بس كده، ده بالنسبه للايه للكونستيتوانس. يبقى كونستيتوانس سهله جدا، فولاتايل اويل، والميجر كومبوننت بتاع الفولاتايل اويل ده اسمه ترانس انيتول، ومع نسبه صغيره من ماده تانية اسمها الاستراجول. طبعا الانديكيشنز بقى هنلاقي ان الاستخدامات بتاعه الانايس فروتس بتمشي في سكتين، سكه الجي اي تي وسكه الريسبيراتوري تراكت. في سكه الجي اي تي بيشتغل على حاجه اسمها الديسبابتيك كومبلينز، الديسبابتيك كومبلينز او الديسبابسيا اللي هي مشاكل عسر الهضم كلها، وما لها من اعراض بقى. انتوا عارفين ان مريض عسر الهضم ده اللي بيعاني من مشاكل في الهضم دايما بيشتكي مثلا ان بيكون عنده فلاتولنس، بيكون عنده انتفاخ، بيكون عنده بعض التقلصات او السبازمز، يبقى في اعراض كتيره لموضوع عسر الهضم ده او ديسبابسيا. فالانايس بيشتغل على كل الاعراض دي. لما نيجي نشوف مثلا حته الفلاتولنس او الانتفاخ، هو له اكشن مهم قوي جوه الجسم اسمه كارمينيتيف اكشن. كارمينيتيف اكشن يعني طارد للغازات، فبالتالي ينفع في حالات الفلاتولنس او في حالات الديسبيبسيا اللي هي عسر الهضم اللي بيكون احد اعراضها الفلاتولنس. ممكن بيشنت يكون عنده انتفاخ وخلاص، مش شرط انه يكون عنده عسر هضم، ممكن يكون عنده اعراض انتفاخ، فبالتالي في الحاله دي برضه ينفع معاه الانايس، او يكون عنده عسر هضم وده اللي مسبب له الانتفاخ اللي موجود عنده، وبرضه في الحاله دي يقدر ياخد انايس نتيجه الكارمينيتيف افكت ده.
الحاجه التانيه ان هو له سموث ماسل ريلاكسنت افكت لانايس من خلال الفولاتايل اويل بتاعها، بيبقى ليها سموث ماسل ريلاكسنت افكت، فبتقدر انها تعمل ريلاكسيشن للسموث ماسلز بتاعت الانتستن، فبالتالي لو في سبازمز او في تقلصات جامده في الانتستن هي بتهدي التقلصات دي، عشان كده بتشتغل كاندي سبازمودك حلوه جدا في حالات برضو عسر الايه، في حالات عسر الهضم. يبقى دول التو اكشنز الاساسيين، عشان كده بتلاقيهم دايما في البريباريشنز بتاعت الاطفال، لان دايما الاطفال بيشتكوا من مشاكل في الجي اي تي كتير، بالذات في السن الصغير الانفانتس، فبتلاقيهم في بريباريشنز متعلقه بالفلاتيولنس زي البيبي كالم والبيبي درينك مشهورين قوي، او في حاجات الديسبيبسيا مثلا عندنا حاجه اسمها الميني اي سي، يبقى عندنا حاجات كتير جدا في الاتجاهات دي. الاحتمال التاني انها تشتغل في حاجات الريسبيراتوري تراكت، وهنا غالبا هتكون شغاله في بريباريشنز بتتعطى للكومن كولد للبرد مثلا، باعراضه بقى الفيفر ومشاكل الريسبيراتوري تراكت عموما من الانفلاميشن زي البرونكايتس وغيره. بس لو انفلاميشن زي البرونكايتس لازم يكون مايلد انفلاميشن، يعني يكون خفيف ما يكونش جامد قوي، لان في الحالات الجامده قوي الانايس مش هيدي افكت جامد قوي، فبالتالي يبقى مهم قوي ان يكون عندنا مايلد بس انفلاميشن يعني بسيط في الريسبيراتوري تراكت كومن كولد. الحالات دي كلها ممكن ان احنا ندي فيها برضه الانايس بيدي افكت كويس جدا. خلاص كده تقريبا دي الحاجات الاساسيه، يعني لو تقدر تقول انه لو انتي انفلاماتوري برضو افكت خفيف يعني. بالاضافه لكده انا ممكن استخدمه نتيجه الفليفر بتاعه الكاركترستيك اودر بتاعته، فممكن استخدمه كفليفرنج ايه ايجنت في بعض الفارماسيوتيكال بريباريشنز. يبقى دي تقريبا الاستخدامات الاساسيه للانايز في الاتجاهات الايه، في الاتجاهات المختلفه. خلاص، يمكن الحاجة التانية اللي أنا حابب أكلمكم عليها دلوقتي هي البريكوشنز في استخدام الأنايس شوية، وهتستغربوا إن أنا بقول لكم في بريكوشنز في استخدام الأنايس، دي حاجة غريبة يعني. الأنايس المفروض إن هو ممكن يكون يبان إن هو حاجة سيف جدا، ولكن خلينا نفرق ما بين حاجتين مهمين قوي، ما بين استخدام الأنايس أز فروتس، يعني إن إحنا نجيب الفروتس بتاعت الأنايس سواء نغليها ونعمل منها تي باجز ونشربها، أو إن إحنا بنحضر منها بريباريشنز مختلفة زي اللي شفناها من شوية في السلايد اللي فاتت، وبين إن إحنا نعمل استخلاص للأويل بتاع الأنايس، يعني نحضر او نستخلص الاويل بتاع الانايس اللي هو الفولاتايل اويل ده، ونستخدم الفولاتايل اويل ده زي ما هو. ممكن للوهله الاولى كده لما تيجي تفكر تقول ده هو الاكتف كونستيتوانت هي الفولاتايل اويل، يبقى انا لو استخلصت الفولاتايل اويل واستخدمته ده هيكون مور افكتيف، ولكن الحقيقه ان ده مش صح. ليه؟ لان انت لما بتستخلص الفولاتايل اويل وبتستخدمه انت كده كانك استخدمت دواء مركز قوي، افتكرها كده. واتفقنا دايما ان اي دواء بيكون له ثيرابيوتيك دوز وله توكسيك دوز، فانت كانك كده عليت الجرعه اللي انت مستخدمها من الاويل. الطبيعي وانت بتستخدم الفروت ان الفروت دي 5% بس منها هو الاويل، انما لما انت بتستخلص الاويل وبتستخدمه يبقى انت كده استخدمت الجرعه 100%، فبالتالي يعني ركزتها جامد جدا، وبالتالي معرض جدا ان يحصل عندك توكسيستي لاسباب مختلفه. اللي حاصل هنا ان الانايس في مادتين مهمين، ان الاويل بتاع الانايس في مادتين مهمين جدا احنا قلنا عليهم، الترانس انيتول. والترانس انيتول ده ريبورتد عنه ان في توكسيستي منه في الانفانس، في الاطفال الصغيره لو اتعطى بجرعات عاليه. والحاجه الثانيه ان في الاستراجول، والاستراجول دي من المواد اللي معروف ان ليها استروجينيك افكت، يعني بتدي افكت شبه قوي الاستروجين اللي هو الفيميل سكس هرمون، وبالتالي يبقى هنا عندنا مشكله ثانيه، حته ان ممكن يظهر عندك من الاويل بعض الميوتاجينيك افكتس نتيجه ان انت بتدي هرمون، هو في حاجه فيها هرمون ان الاستراجول ده بيدي افكت شبه الافكت الهرموني بتاع الاستروجين، فبالتالي ده على طول التاثير بتاع الهرمونات ده ممكن يعمل هرمونال يعني امبالانس، او يعمل مشاكل في الهرمونات، وبالتالي ممكن يعمل ميوتاجينيك افكت، يعني يعمل كانسرز وغيرها. وبالتالي يبقى مهم قوي نفهم ان الاويل مش محبذ ابدا ان احنا نديه، بالذات في اماكن، في ناس معينه زي البريجننس، النورسينج، الناس اللي بترضع، الاطفال اللي هم اقل من 12 سنه، كل الناس دي نبعد خالص عن استخدام الاويل معاها. ممكن نديها الفروتس او نديها مستحضرات متحضره عن طريق الفروت، انما مش عن طريق البيور اويل، لان البيور اويل زي ما قلت لكم نسبه الانيتول فيه عاليه جدا، وبالتالي التوكسيستي هتبقى وارده جدا في الانفانتس، الاطفال الصغيره اللي هم اقل من 12 سنه، وكذلك عنده استراجول فنسبته هتكون عاليه برضه، برغم ان هو يعني نسبته في الاويل كلها ما بتزيدش عن 7%، ولكن لما بتدي الاويل مركز كده الاستراجول كده بتكون نسبته عاليه، وبالتالي له استروجينيك افكت، له ميوتاجينيك افكت، ممكن يعمل كانسرز للبريجننس، ممكن يعمل مشاكل للنيرسينج ايه، للنيرسينج ماذرز.
تمام كده. برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا ان الاويل ده زمان اصلا كانوا بيستخدموه بتاع الانايس ده، ان هو بيعمل ستيميوليشن لعمليه المنسترويشن، او ان هو بيزود المنسترويشن يعني الطمث وكده، وبالتالي في حاله البريجننت ده يبقى خطر جدا لان ممكن يعمل لها ابورشن. وعشان كده بقول لكم دايما بنبعد عن الاويل في حالات البريجننس النيرسينج والتشيلدرن ان هم اقل من 12 سنه. بس انا بتكلم هنا على ايه؟ على الاويل مش على الفروت. الفروت سيف جدا وتقدر ان البيشنت تاخدها بدون اي مشكله، سواء كهي كفروت وتغليها، او ان انت تاخدها من خلال ايه؟ من خلال مستحضر طبي زي المستحضرات اللي احنا شفناها في السلايد الايه اللي فاتت. النقطه الثانيه بقى ان احنا عندنا possible adulterants موجوده في الايه الانايس، مهمه جدا. عندنا adulterant مشهور قوي وخطير قوي، الادلترنت ده نبات تاني اسمه الهيملوك. الهيملوك ليه بنستخدمه في عمليه الادلتريشن بتاع الانايس؟ لانه له سيميلر مورفولوجي، المورفولوجي من بره قريب جدا في شكل الفروت من المورفولوجي بتاع الانايس، ولكن في خطوره كبيره جدا من عمليه الادلتريشن دي او من عمليه الغش دي. طبعا الهيملوك الاسم العلمي بتاعه كونيوم ماكيولاتم، تمام كده. بنستخدم الان رايب فروتس بتاعته، وهي دي اللي بتستخدم في عمليه الادلتريشن. المشكله ان الفروت دي بويزنس جدا، سامه جدا جدا جدا، وهنا الخطوره ان انت مش بس بتغش بحاجه وخلاص، لا ده الحاجه كمان اللي بتغش بيها دي سامه جدا. لو بصينا على شكل الفروت ليها سيميلر مورفولوجي قوي، قريبه جدا من الانايس، ولكن هتحس انها اتخن شويه، بنقول عليها انها برودلي اوفيود او اوفويد، يعني اتخن شويه من الايه من الكريم والكارب بتاعت الانايس، بتحس انها الونجيتد اكتر او مسحوبه اكتر، ولونها كمان مختلف. يعني لون الهيملوك هنا بتكون جراي شويه، بتحس انها بهتانه كده، فيها تنج جراي كده جريش جرين، هناك كانت بتبقى يلوش جرين اكتر، تمام. هنا بتحس انها بهتانه قوي، ولكن دي مش هي دي الفروقات اللي بتفرق لك ما بينهم وبين بعض. انا زي ما قلت لكم ان هم في المورفولوجي قريبين جدا جدا من بعض، ولكن اللي بيفرق لك بقى حاجه من اتنين. اول حاجه ان انت تعمل تي اس، تعمل ترانسفيرس سكشن في الكريمو كارب دي او في الميري كارب اللي موجوده عندك، هتشوف فروقات كتير جدا موجوده ما بين الاتنين. اهمها ان البرايمري ريدجز في حاله الهيملوك بتكون فيري بروميننت، يعني بتشوف الفايف بروميننت برايمري ريدجز واضحه جدا جدا جدا، غير الانايس. الانايس لو فاكرين قلت لكم ان البروميننس فيها ما بيكونش احسن حاجه. الحاجه الثانيه ان الانايس كانت مليانه برانشد فيتا على الدورزال سايد، هنا ما فيش فيتا خالص، الهيملوك ما بقاش فيها فيتا، وهي اصلا الهيملوك ما بقاش فيها فولاتايل اويل من الاساس، الماده الفعاله مش موجوده، وعشان كده هي ادلترنت، تمام. الحاجه الثالثه ودي مهمه قوي، ان وده سبب التوكسيستي بتاعت النوع ده من الفروتس اللي هي الهيملوك، وجود الاندوكارب لاير. المفروض ان في حاله الانايس كانت بتكون عباره عن elongated parallel cells كده، وبتبقى running in the same direction وخلاص، وما فيهاش اي كونتنت. هنا الاندوكارب بيحصل له موديفيكيشن او بيحصل له ديفرنشيشن، بيتطور شويه، وبيكون عباره عن خلايا براون سيلز، غالبا بتبقى بوليجونال سيلز، يعني بتبقى خلايا بوليجونال، وبيكون فيها ماده مهمه جدا، الكالويد مهم قوي اسمه الكونين، عشان كده بنسميها الكونين لاير. يبقى الخلايا بتاعت الاندوكارب بتكبر، بيتغير شكلها، وبيبتدي يبقى فيها كونتنت، الكونتنت ده عباره عن الكالويد اسمه الكونين، والكونين ده هو سبب التوكسيستي بالمناسبه، زي ما هنشوف في السلايد اللي جاي، تمام. الحاجه الاخيره ان انت لما تيجي تشوف شكل التي اس، هتلاقي الاندوسبرم نفسه بتاع السيد في حاله الهيملوك بيكون مختلف شويه عن الاندوسبرم في حاله الايه الانايس. تعالوا نشوف الفروقات دي في السلايد اللي جايه ونطبقها اكتر، هتبان معانا احسن بكتير. يمكن السلايد دي هتوضح قوي الفروقات اللي احنا اتكلمنا عليها في السلايد اللي فاتت، ان احنا لما نيجي نعمل او عايزين نفرق نعرف النبات اللي عندي ده، هل هو فعلا الهيملوك اللي هو يعتبر بويزونس بلانت اللي هو الادلترنت بالنسبه للانايس، ولا هو فعلا الجينوين دراج بتاعي اللي هو الانايس. فاسهل حاجه اجيب الفروت واعمل فيها ترانسفيرس سكشن، تمام. هنلاحظ ان الفرق واضح جدا في تي اس زي ما انتم شايفين. اول حاجه البروميننت برايمري ريدجز اللي موجوده هنا واضحه جدا، تمام، بعكس هنا اللي بتبقى ليس بروميننت بشكل كبير. هنلاحظ الفيتا مش موجوده خالص تحت السكندري ريدجز، بعكس هنا الفيتا مليانه تحت على الدورزال سايد، بالاضافه كمان للفيتا اللي موجوده على الفنترال سايد. هنلاحظ كمان، وبالتالي هنا مفيش فولاتايل اويل خالص في الهيملوك، انما الانايس موجود فيه فولاتايل اويل. هنلاحظ كمان الاندوكارب، شايفين اللاير اللي انا معلم عليها هنا دي، اللاير دي حصل لها كبرت ديفرنشيتد، بقت كبيره، بقت بوليجونال سيلز، وبقت مليانه كونين لاير. دي منطقه الاندوكارب اللي احنا بنتكلم عليها، مليانه كونين اللي هو الالكالويد، وقلنا الكونين الكالويد ده من الحاجات اللي سبب التوكسيستي اللي موجوده في الهيملوك. طبعا اللي بيحصل ان نتيجه الانجشن او نتيجه اكل الهيملوك ده محطوط بدل الانايس كادلترنت، فبالتالي يتهضم، نتيجه الهضم يبتدي يحصل ليبريشن للكونين جوه الجسم، الكونين بيبدا يعمل ديبريشن لموتور نيرف اندنجز. الموتور نيرف اندنجز دي عباره عن نيرفز موجوده في السباينال كورد، في السي ان اس بتاعنا، في السنترال نيرف سيستم بتاعنا، في الجهاز العصبي بتاعنا. فالموتور نيرف اندنجز دي مسؤوله عن
تنظيم الحركه بتاعت الريسبيراتوري ماسلز. فلما بنعمل ديبريشن للنيرف اندنجز دي بيبتدي على طول يحصل باراليسز للماسلز بتاعت الريسبيراتوري تراكت او الريسبيراتوري ماسل تتشل، وبالتالي يبدا يحصل للبيشنت ده مشاكل في التنفس جامده جدا وممكن يحصل له ديث. فعشان كده دي الخطوره الكبيره جدا من استخدام الادلتريشن بتاع الهيملوك بدل الانايس في كتير من البريباريشنز. عشان كده لازم نعملها ديتكشن بشكل واضح وصريح، تمام؟ طبعا من ضمن الحاجات المميزة قوي برضو زي ما قلت لكم شكل الاندوسبيرم، المنطقة الداخلية دي كلها الاندوسبيرم لو لاحظتوا شكلها هتحسوا انها عاملة زي ما اقول دايما اقول الطلبة عاملة زي حدوة الحصان هنا، شايفين داخلة لجوه ازاي؟ بعكس هنا، هنا بتكون ستريت على الايه؟ على الجزء الداخلي بتاعنا بيكون ناحية الفنترال سايد بيكون ستريت، فدي بنسميها اورثوسبيرمس اندوسبيرم، اما هنا دي لسه كاتبها لكم في السلايد اللي فاتت بنسميها كامبيلوسبيرمس اندوسبيرم، وبالتالي ده من الحاجات اللي بتميز لي جدا الهيملوك عن الانايس من خلال الترانسفيرس سكشن. يبقى اكتر حاجه تقدر تعملي ديتكشن للادلتريشن بتاع الهيملوك جوه الانايس هو فكره التي اسز، ان انا اجيب فروت واعمل فيها تي اس واتاكد. الحاجه الثانيه البسيطه جدا ان انا لو عندي باودر اخد الباودر دي واغليها مع بوتاسيوم هيدروكسيد. يعني انا ما عنديش شكل الفروت عشان اقدر اعمل ترانسفيرس سكشن، مش مشكله، هجيب الباودر بتاعت الحاجه اللي عندي اللي هي مغشوشه دي اللي انا شاكك انها مغشوشه وابتدي اغليها مع بوتاسيوم هيدروكسيد. فاللي بيحصل ان البوتاسيوم هيدروكسيد بيعمل ليبريشن للكونين، لان الكونين ده عباره عن بيز الكالويد، فهو الكالي لايك، فهو لو موجود في صوره سولت جوه الباودر مجرد ان انت تحط له بوتاسيوم هيدروكسيد هيحصل ليبريشن للكونين بيز، يطلع في صوره بيز. وانا بغلي مع بوتاسيوم هيدروكسيد ففي فيبرز، الفيبرز دي عندي بروبرتي مهمه جدا في الكونين ان هو بيكون ستيم فولاتايل. يعني ايه ستيم فولاتايل؟ يعني في وجود الفيبرز او في وجود الستيم بيبتدي هو كمان يتبخر، فالكونين اللي طالع في صوره فري بيز هيلاقي فيبرز موجوده يبتدي يتبخر ويطلع هو كمان في صوره فيبرز، بس الفيبرز اللي تطلع دي بيكون ليها باد ماوس لايك اودر، ريحه صعبه جدا، وبالتالي من خلالها بقدر اعرف على طول ان فعلا الباودر اللي عندي ده لا يمكن يكون انايس، ده لازم يكون مغشوش بايه؟ بهيملوك. فده من التستات المهمه جدا في حاله الباودر. يبقى لو انا عندي فروتس على بعضها اقدر اعمل الترانسفيرس سكشن او تي اس، لو انا ما عنديش الفروتس وعندي باودر اقدر اعمل التست ده بسهوله جدا مع البوتاسيوم ايه هيدروكسيد. لو اداني الباد ماوس لايك اودر دي يبقى فعلا انا عندي هيملوك، لو ما ادهاليش يبقى انا عندي انايس مظبوط. تمام، يا رب كده تكون الدنيا وضحت. كده احنا خلصنا الانايس، دلوقتي هنبتدي ندخل بقى ان شاء الله في الفانل. الدراج اللي هنتكلم عليه بعد كده هو الفانل، وده برضو من الفاميلي امبليفري، وبالتالي هتلاقي فروق، هتلاقي يعني الجنرال كاركترز برضو متوفره فيه اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه في الفاميلي ابيسي او في الامبليفرس فروتس عموما، وهتلاقي برضو ان الماده الفعاله بتاعتي فولاتايل اويل، وهتشوف ان الاستخدامات شبيهه قوي بالاستخدامات بتاعه الانايس، ولكن ده برضو من الحاجات المشهوره قوي في السوق المصري، موجود طبعا في الايجيبشن فارماكوبيا وموجود برضو في البريتش ايه فارماكوبيا اللي هو بنقول عليه بالعربي الشمر. تعالوا نتكلم عليه شويه. لو جينا بصينا عليه هتلاحظوا ان انا كاتب لكم هنا كلمه مهمه قوي، كلمه سويت فانل، وده معناه ان انا عندي نوع تاني من الفانل اسمه البيتر فانل، وهنا مهم قوي نقف عند النقطه دي شويه. لو جينا بصينا على الديفينيشن اللي هو البوتانيكال اوريجين بتاعنا فهنلاقي ان احنا بنقول دراي درايب فروتس، يبقى احنا بنتكلم على الكريمو كارب برضو زي فكره الانايس بالظبط، بنجيبها بنعمل لها دراينج، بس النبات طبعا مختلف. هنا بنتكلم على نبات اسمه الفينيكلم فولجاري، وخلي بالكم بقى هنا من الجمله اللي جايه دي فرايتي دولسي. فرايتي دولسي يعني معناها ايه؟ معناها ان انا هنا عندي السبيشيز دي اللي هي الفولجاري اللي هي الفونيكلم فولجاري، السبيشيز دي السبيسيفيك سبيشيز دي في منها نوعين، في منها تو فرايتيز بنقول عليهم. الفرايتي الاولانيه اللي هي الفرايتي دولسي، ودي بتكون سويت فانل، بيكون بنسميه السويت ايه فانل فانل، وفرايتي ثانيه هنتكلم عليها كمان شويه بنقول عليها البيتر فانل. يبقى ناخد بالنا كويس قوي من النقطه دي، ودي نقطه مشكله مهمه جدا في الصناعه، ان انت في الصناعه مهم قوي تحدد النوع اللي انت مستخدمه في الفارماسيوتيكال بريبريشنز بتاعك ده سويت ولا بيتر. لازم النوع اللي يكون بيستخدم يكون السويت مش البيتر، وهقول لكم ليه. خلاص، يبقى اول مره نتكلم على حته الفرايتي دي. فرايتي يعني ان انا عندي من نفس السبيشيز عندي نوعين مختلفين، نوع بستخدمه ونوع تاني لا. ففي الحاله بتاعتنا هنا انا عندي الفرايتي دولسي هي دي اللي انا بستخدمها في الصناعه وفي الميديسن بتاعنا، ودي بنسميها السويت فانل، فمهم قوي نبقى عارفينها.
طبعا فاميلي ابيسي او فاميلي امبليفري، وطبعا الماده الفعاله بتاعتنا هي الاسنشال اويل. وبيقول لك ان خلي بالك الفروتس ما ينفعش استخدمها الا لو فيها على الاقل 1 وربع 1 1.4% فوليوم بير ويت، يعني بنتكلم على 1.4 مل في ال 100 في ال 100 ايه في ال 100 جرام من الفروت، يعني كل 100 جرام من الفروت يطلعوا لي تقريبا 1.4 ايه مل من الاويل. ده معنى الكلمه دي، يبقى كل 100 جرام من الفروت بيطلعوا لي 1.4 مل من الايه من الاويل، وساعتها اقدر استخدمه في الصناعه بدون اي مشكله. طيب طبعا لو جينا بصينا على الماكروسكوبيكال كاركترز الاول، فهنلاقي ان الفانل الفروت نفسها او الكريمو كارب بتكون اوفل، تمام، زيها شبه شويه بتاعت الانايس، بس الفرق انها اوبلونج. اوبلونج يعني طويله شويه، فلو حطيت الفروت الواحده بتاعت الفانل جنب الفروت الواحده بتاعت الانايس هتلاحظ لا ان بتاعت الفانل دي كانها مسحوبه كده شويه، طويله شويه، تمام. ومش بس كده، اللون بتاعها بيكون فيه تانجيل واضح جدا، يعني لون الاصفر بيكون واضح قوي، عشان كده بيقول لك ايه بيل يلوش براون، يعني لونها بيكون يلو، اليلو فيه عالي، بعكس الانايس شويه بتحس انها جرينش يلو، يعني بيكون فيها ايه اللون الجرين هو الاكتر شويه، او يلوش جرين، يعني بيكون اللون الجرين هو الاعلى شويه. الحاجة التانية ان هو طبعا بتكون التيست بتاعها كاركترستيك برضو، ليها سويت اروماتيك تيست لان نتيجه وجود الفولاتايل اويل اللي فيها. بس الميزه برضو اللي بتفرقها عن الانايس شويه ان الاندوكارب هنا بيكون باركيتوري، عكس الاندوكارب بتاع الانايس كان بارلل. لو فاكرين وعرفنا الفرق بين الاثنين، او الايه باركيتوري يعني السيلز بتاعته الونجيتد بس موفينج ان ديفرنت دايركشنز، اما بتاعت الانايس بتبقى موفينج ان وان دايركشن، فبنقول عليها ايه بارلل. هنا برضو شكل التي اس نفسه او ترانسفيرس سكشن تحت الميكروسكوب مميز جدا 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 ومختلف تماما عن الانايس. الانايس كانت تحسه هيميسفيريكال شويه نتيجه ان النص دايره، نتيجه ان البرايمري ريدجز مش بروميننت قوي زي هنا. هنا لا، انا عندي هنا بروميننت برايمري ريدجز واضحه، عامله لي بنتاجون ستراكشر، تحس ان هو ايه خماسي الاضلاع كده، بنتاجون ستراكشر وعليه الريجولر بنتاجون، تمام، يعني حتى مش متساوي الاضلاع، اضلاعه كلها مش متساويه، تمام. هنا ممكن دول قد بعض شويه انما الاخرانيه دي مش قدهم، فبنقول عليها الريجولر بنتاجون، تمام كده. يبقى هنا عندي البرايمري ريدجز بتاعتي بروميننت جدا، وتحتها بيكون فيه الفايبروفاسكولار باندل. بس برضو بتكون فيه ميزه هنا ان الفايبروفاسكولار باندل بيكون معاها حاجه اسمها ليجنيفايد ريتيكوليت بارينكيما سيلز، يعني بارينكيما سيلز وفيها لجنين، واللجنين ده عامل ريتيكوليت ثيكننج بنقول عليه، حاجات زي السلالم كده، تحس ان الخليه نفسها الثيكننج فيها عامل زي السلالم بالظبط، يعني سلالم فوق بعضها او ستيرز كده فوق بعضها، فبنقول عليه ريتيكوليت ثيكننج. فدي بتبقى مميزه قوي للفانل مش موجوده في الانايس. الانايس كان فيه الفاسكولار باندلز موجوده هنا في اماكن البرايمري ريدجز، ولكن من غير الريتيكوليت بارينكيما دي. الحاجه الثانيه برضو المهمه جدا الفيتا. الفيتا في حاله الانايس كانت برانشد، فكان عندي عدد كبير جدا من الفيتا موجود تحت الدورزال سايد واثنين على الفنترال او الكوميزورال سايد. هنا بنتكلم ان انا عندي اربعه فيتا بس، اللي هو التيبيكال ستراكشر بتاع الامبليفرس فروتس اللي احنا كنا قلناه قبل كده، ان يكون عندي اربعه على الدورزل واثنين على الفنترال من الفيتا دي اللي هي فيها الفولاتايل ايه اويل بتاعنا. ده كده بالنسبه للاستراكشر. يبقى لو جمعنا كده الفروقات، في فرق في المورفولوجي من بره انها اوبلونج شويه طويله وفيها التانجي اليالو اللي قلنا عليه. من ناحيه التي اس انا عندي الريجولار بنتاجون صريح، 5 بروميننت برايمري ريدجز تحتيهم الفاسكولار باندلز اللي هي الفايبروفاسكولار باندل بس معاها ليجنيفايد ريتيكوليت بارينكيما، فدي بتكون مميزه قوي. وبعدين الفيتا ان برانشد، فانا عندي اربعه على الدورزل واثنين على الايه على الفنترال بشكل كبير وواضح جدا. والاندوكارب بتاعنا هنا باركيتوري بعكس الاندوكارب بتاع الانايس اللي هو بكام بيكون ايه بارالل اندوكارب، تمام. دي تقريبا الحاجات الاساسيه في الفروقات ما بينهم وبين بعض. وبالتالي لو قلت لكم ايه الكي اليمنتس المميزه للباودر بتاعت الفانل وانت مغمض، هتقول لي ريتيكوليت بارينكيما لانها مش موجوده غير هنا، تمام، فهتكون مميزه جدا. والان برانشد فيتا لان الفيتا هنا مش هتشوف فيها برانشنج زي اللي كنت بتشوفه في الايه الانايس. وطبعا هتلاحظوا ان هنا مفيش هيرز، يعني الايبي كارب من بره مفيهوش هيرز زي في حاله الانايس كانت هيري جدا وكان السيرفيس بتاعها رف قوي من بره نتيجه الورتي ايه كيوتيكل اللي موجود في الهيرز. لو جينا نشوف بقى الاكتف كونستيتوينتس والانديكيشنز، فاحنا هنا طبعا خلينا نتفق ان احنا هنتكلم على ان الحاجات اللي ليها اكتف كونستيتوينتس وانديكيشنز بالنسبه للفانل، يعني اللي اقدر استخدمها في الصناعه بتاعتنا وفي الدواء وفي البريبريشنز دي، هي الفرايتي اللي اسمها فرايتي دولسي اللي هي السويت فانل. السويت فانل ده بيتميز بان له تركيب معين جوه الفولاتايل اويل بتاعه، يعني احنا كده كده هيكون عندنا نسبه من الفولاتايل اويل موجوده بتوصل ل 5% جوه الفروت.
الفولاتايل اويل ده لو بصينا على تركيبه برضه هنلاقي فيه ترانس انيتول اللي هي نفس الماده الفعاله اللي كانت موجوده في الانايس، ولكن نسبتها هتكون اقل من الانايس شويه. يعني في الانايس كنا بنتكلم ان من 83 ل 94% مثلا بتكون انيتول، الفولاتايل اويل بتاعه 83% منه او 94% بتكون انيتول، هنا بنتكلم لا نسبه اقل من 50 ل 82% تقريبا، والباقي هناك كنا بنتكلم على استراجول. هنا بنتكلم على ان في ماده جديده هتبقى موجوده جوه الفولاتايل اويل بتاع الفينل بتاع السويت فينل اسمها الفينشون، نسبتها قليله طبعا ولكن موجوده، والاستراجول برضو بيبقى موجود بنسبه من 6 ل 27%. يبقى في السويت فينل الميجر هو ترانس انيتول، نركز، ومعاه نسب اقل من الفينشون والاستراجول. اللي بيحصل في البيتر فينل العكس، ان بتلاقي نسب الفينشون والاستراجول هي اللي بتعلى جدا ونسب الترانس انيتول بتقل، وعشان كده ما ينفعش استخدمه في الصناعه لان الماده الفعاله الاساسيه هي المفروض انها ترانس انيتول. فهمتوا زي فكره الانايس بالظبط. بالاضافه للفولاتايل اويلز اللي هي ال 5% اللي النبات بيكونها، في بقيه مركبات تانية اكيد بتتكون جوه النبات من ضمنها مثلا الفلافونويدز، خلاص، انما النبات بيكون 5% منه من اللي بيكونه بيكون فولاتايل ايه اويل، وقلنا ان اعلى حاجه موجوده في الفولاتايل اويل لو هو سويت فانل بتكون الترانس انيتول بتوصل النسبه ل 80% او 82%، والباقي بيكون استراجول وفينشون. انما في حاله البيتر فانل اللي بيحصل ان الفينشون والاستراجول نسبهم هي اللي بتعلى والترانس انيتول نسبته بتقل، ده في الفرايتي الثانيه اللي هنتكلم عليها كمان ايه كمان شويه. طيب النقطه الثانيه المهمه جدا ان طبعا نتيجه ان الماده الفعاله تقريبا هي الماده الفعاله بتاعت الانايز فالاستخدامات هتكون قريبه، فهو هيستخدم برضو في الديسبابسيا او الديسبابتيك كومبلينز اللي هي المشاكل المتعلقه بعسر الهضم. اي سيمتومز او اي اعراض متعلقه بعسر الهضم هو ممكن يشتغل معاها زيه زي الانايز بالظبط، فبالتالي هو هيعمل السموث ماسل ريلاكسنت افكت اللي هو بيشتغل على الانتستين، وبالتالي بيقلل السبازمز او بيعمل انتي سبازموتيك افكت، فبالتالي ده ممكن ينفع جدا للبيشنت اللي عنده عسر هضم وعنده مشاكل او تقلصات في الايه في الامعاء. بينفع جدا في البيشنتس اللي بياخدوا حاجه اسمها بيرجاتيفز. بيرجاتيفز يعني ملينات قويه قوي، فيري سترونج لاكسيفز، قويه جدا. البيرجاتيفز دي عاده اللي بيحصل فيها ان بياخدها المريض بيكون عنده سيفير كونستيبيشن فبيضطر انه ياخدها، نتيجه اللاكسيف افكت الجامد قوي اللي بيحصل بيبدا البيشنت يشتكي من تقلصات جامده جدا في الانتستين، بنقول عليها جريبنج افكت، مغص جامد جدا، مغص شديد جدا مع الدايريا اللي بتحصل. وبالتالي الحل في الحاله دي ان احنا بندي حاجات تكون ليها سموث ماسل ريلاكسنت وتكون ليها انتي سبازموتيك افكت، يعني مضاده للتقلصات ومضاده للمغص. فمن ضمن الحاجات اللي بتتعطى في الحاله دي هو الفينل، بيكون حلو جدا، بيقلل الجريبنج افكت ده، تمام. من ضمن برضو الحاجات ان هو كده كده له كارمينيتيف افكت، يعني انتي فلاتولنس او بيشتغل على حته الانتفاخ والبلوتينج اللي هو احد الاعراض المهمه في حاله الديسبيبسيا او عسر الهضم، فممكن تلاقيه في ادويه زي الكارمينكس ده مشهور قوي كدواء لموضوع الانتفاخ. ممكن تلاقيه ككومبوننت في دواء مهم قوي اسمه ماء الغريب، اكيد تسمعوا عنه في الاطفال، دواء مشهور جدا جدا اللي هي الجرايب ووتر، وده من الادويه المشهوره قوي برضو في الاطفال في حالات الفلاتيولنس والمغص والمشاكل بتاعه الجي اي تي عموما، فبالتالي بيحسن لهم الوظائف بتاعه الجي اي تي عموما. طبعا بيكون هو بيتحط معاه انايس، بيتحط معاه حاجه اسمها الدل زي الشبت كده، بيتحط معاه صوديوم كربونيت وسيرب، ويبقى دواء شرب بيتعطى للايه للاطفال، مشهور جدا ماء الغريب ده الجرايب ووتر. فعايزكم تعرفوا الانجريدينتس بتاعته، بيبقى فيها فينل وبيبقى فيه انايس الاثنين اتكلمنا عليهم، بيبقى فيه حاجه اسمها دل بتعمل نفس الافكت الانتي سبازموتيك افكت ده، وبيتحط معاهم صوديوم بايكربونيت، وبيتحط معاهم برضو ايه سيرب كده عشان يبقى دواء شرب بيتعمل للاطفال، تمام، يبقى طعمه حلو. بس كده ده تقريبا ايه موجود في حاجات كتيره زي الميباكو كوليك، وموجود في حاجه اسمها البيبي كالم، في ادويه كتيره جدا في الشكل ده لماء الايه لماء الغريب، وفي اسمه برضو في الصيدليه احيانا ماء غريب جراي بوتر، فكل الاسماء دي موجوده لنفس الايه النوعيه دي من الادويه. يبقى كل دي حاجات متعلقه بالجي اي تي. في كمان جزء تاني متعلق بالريسبيراتوري تراكت، فلما نيجي نشوف مثلا في ريسبيراتوري تراكت بنلاقي ان هو بيشتغل برضه في حته الانفلاميشن المايلد انفلاميشن بتاع ريسبيراتوري تراكت نفس فكره الانايس، بس هو هنا يمكن شويه بيكون عنده اكسبكترنت افكت، يعني بيكون عنده طارد للبلغم، افكت طارد للايه للبلغم شويه، فده بينفع برضه في حالات الايه المشاكل بتاعه البرونكاي لما يكون في برونكايتس ولا حاجه انفلاميشن في البرونكاي، بيكون غالبا في تكوين للبلغم، فبالتالي يفضل ان يكون في حاجه بتطرد البلغم ده، فهو بيبقى له اكسبكترنت افكت حلو قوي. عندنا دواء زي البيبي تون موجود برضو للاطفال، عندنا السيكم فلو اعشاب بقى عاديه بتتغلى برضو موجوده في الصيدليات، يبقى عندنا اكتر من حاجه موجوده في الاتجاهات المختلفه سواء ريسبيراتوري تراكت او الايه او الجي اي تي، تمام، واضح.
الفليفرنج ايجنت هنا استخدامه اقل شويه لان هو ملوش الكاركترستيك قوي اودر زي الانايس. الانايس تاثير اوضح بكتير، فعشان كده هتلاقيه بيستخدم الفليفرنج ايجنت بتاعه افضل من روح لمين للانايس اكتر يعني. ويمكن برضو من المجموعه دي شبهها قوي شباب في الصيدليات الكرويه، يقول لك حتى الامهات يقول لك ايه لما الطفل يتعب يقول له اديله كراويه، لان الكراويه من الحاجات اللي شبه دول بالظبط، هي برضه فاميلي امبليفري وبتعمل نفس الافكتس دي، الديسبابتيك كومبلينز والانتي سبازموديك السموث ماسل ريلاكسنت افكت بتاعها، انها بتعمل ريلاكسيشن للسموث ماسلز بتاعت الانتستين وبالتالي بتقلل السبازمز، انها بتشتغل على حته البلوتينج او الفلاتيولنس ككارميناتيف، هو نفس الشغل ده بالظبط بتعمله برضه الايه الكراويه. عشان كده الكراويه برضه موجوده في الكارمينكس مع الفينل، يعني الكارمينكس ده لو بصيت عليه هتلاقي فيه فينل وهتلاقي فيه كراوي الاثنين مع بعض. خلاص دي برضو حبيت اقولها كده يعني كسايد نوت عليه مع على جنب مع الشغل بتاع الايه بتاع الانايس والفانل. تمام نكمل. لو بصينا على البريكوشنز والكونترا انديكيشنز بالنسبه لاستخدام الفانل هنلاقي او موانع الاستعمال وبرضه بعض الاحتياطات اللي لازم ناخد بالنا منها، هنلاقي تقريبا نفس البريكوشنز والكونترا انديكيشنز اللي كانت موجوده في الانايس. اول كونترا اول بريكوشن قلناه في الانايس ان احنا ممكن نستخدم الانايس فروتس بشكل طبيعي جدا في كل الحالات وكل البوبوليشن، سواء بريجننس سواء نيرسينج سواء غيره، ولكن نبعد عن استخدام الاويل البيور اويل اللي هو الاويل اللي احنا استخلصناه من الانايس او استخلصناه من الفينل، لان احنا قلنا سبب بسيط جدا ان الاويل بيكون مركز قوي، نسبه الانيتول فيه بتكون عاليه ونسبه الاستراجول فيه بتكون عاليه، وقلنا ان الانيتول فيه ريبورتس كتير على التوكسيستي بتاعته للانفانس، فقلنا ان ما ينفعش نستخدمه بنسب عاليه قوي، عشان كده هو موجود بنسب اللي هو النسب الطبيعيه بتاعته اللي هي موجوده جوه الاويل. الاويل ستيل 5% من نسبه الفروت كلها، وبالتالي ستيل النسب قليله، غير لما تستخدم الاويل 100% ونسبه الانيتول فيه تكون 80%، اكيد هتبقى النسب اعلى بكتير من كده. فدي حاجه. الحاجه الثانيه الاستراجول، ده من الحاجات اللي بنقول عليها انها فايتو استروجينز. فايتو استروجينز يعني بتدي افكت شبه قوي الافكت بتاع الاستروجين، واحنا عارفين ان الاستروجين هو الفيميل سكس هرمون، وبالتالي هي ميمكس الاستروجين، يعني هي بتحاكي الاستروجين، بتعمل افكتس شبه الافكتس اللي بيعملها الهرمون ده جوه الجسم، وبالتالي بنخاف دايما من النوعيه دي من المواد. النوعيه دي من المواد بنخاف انها ممكن تعمل لنا حاجه اسمها هرمونال ديستربنسز او مشاكل في الهرمونات، ومشاكل الهرمونات الهرمونات دي في بعض انواع او في بعض البيشنتس زي البريجننس مثلا او زي النيرسينج ممكن جدا تقلب لا قدر الله بانواع من الكانسرز، فعشان كده بنقول ليها ميوتاجينيك افكت، عشان كده بنخاف منها جدا في النوعيات دي. عشان كده مهم قوي ان احنا ما تعلاش نسبه الاستراجول قوي، لان نسبه الاستراجول لما هتعلى الريسك من الميوتاجينيسيتي او الريسك من عمليه حدوث الكانسرز هيبتدي يعلى معاها بالتبعيه على طول، وبالتالي يبقى احنا عندنا هنا مشكلتين اساسيين. المشكله الاولانيه ان انا بعد خالص عن استخدام الاويل للسببين اللي انا قلتهم، نسبه الانيتول هتبقى عاليه، هيكون في بوتنشال توكسيستي في الانفانس، فبالتالي ما ينفعش استخدم الاويل بيور كده في حاله الانفانس اللي هم اقل او التشيلدرن اقل من 12 سنه. الحاجة التانية نسبة الاستراجول هتبقى عالية، وبالتالي ده هيبقى فيه بوتنشال زي ما قلت لك ميوتاجينيسيتي عالية، وبالتالي ممكن يحصل مجموعة انواع من الكانسرز، عشان كده لازم نبعد عن استخدام الاويل في حالات برضو البريجننس وفي حالات النورسينج ماذرز. يبقى دول كده الحاجتين الاساسيين. ومع ذلك كل اللي بنقوله ان انت لو حتى قدرت تستخدم الاويل بنسب قليله شبه النسب اللي هو موجود بيها، يعني تخففه بحيث ان هو يبقى مستخدم بنسب شبه النسب اللي هو موجود بيها في الفود، فالمفروض ان ده ما يحصلش منه مشكله خالص، وده اللي مكتوب هنا ان there are no known problems provided that the doses taken do not greatly exceed amounts used in food، يعني بحيث انها ما تزيدش قوي عن الكميات اللي بنستخدمها فين في الاكل بتاعنا او في الفروتس بتاعتنا الطبيعيه سواء الانايس او او الفانل. في مشكله تانية من استخدام الاويل انا ما كنتش ذكرتها في الانايس ولكنها موجوده برضو في الانايس وفي الفانل، ان الاويل لما بستخدمه بيكون اريتنت جدا. اريتنت يعني بيعمل اريتيشن جامد قوي، والاريتيشن ده ممكن يعمل انفلاميشن لدرجه ان انت لو حطيته على الجلد ممكن يعمل انفلاميشن في السكن، فما بالك بقى لو بتاخده انترنالي اورالي، بتاخده اورالي فساعتها ممكن يعمل لك انفلاميشن على طول في الجي اي تي. تمام، ودي برضو احد الحاجات اللي بتخلينا نبعد عن استخدام الاويل شويه نتيجه الاريتنت افكت بتاعه، انما طول ما هو في الفروت مش محسوس بيه قوي لان هو 5% من نسبه الفروت بس،
يا رب كده تكون الدنيا ايه، الدنيا وضحت. اخر بريكوشن بالنسبه للفانل هو استخدام البيتر فانل فرايتي. احنا اتفقنا ان الفانل بالذات لازم اخد بالي منه، ان انا عندي سبيشيز معينه اللي هي الفينيكلم فولجار دي، ولكن الفينيكلم فولجار دي كسبيشيز في منها نوعين، في منها تو فرايتيز، فرايتي اسمها دولسي، دي بتخلي عندي السويت فانل مفيش فيه اي مشكله، نسبه الانيتول فيه بتكون عاليه، نسبه الفينشون والاستراجول بتكون قليله، وبالتالي مفيش اي مشكله من استخدامه. الفرايتي الثانيه هي اللي بنخاف منها حتى كاستخدامها كفروتس. ليه؟ لان الفرايتي التانية دي بيكون نسب الفنشون ونسب الاستراجول فيها عاليه ونسب الانيتول هي اللي قليله، فبالتالي يبقى عندك المشاكل اللي كنا قلنا عليها من الانيتول ومن الايه، من الاستراجول كلها ممكن تتحقق فيها. عشان كده لازم نتاكد الاول ان الفرايتي اللي جايه لي المصنع سويت فانل مش بيتر فانل. وطبعا هنا بنعمل كيميكال بقى ايفالويشن ونحدد نسب الانيتول قد ايه ونسب الفنشون ونسب الايه استراجول، وعلى اساسها بنقرر. تمام كده، فدي برضو نقطه لازم ناخد بالنا منها كويس جدا، وده سبب البيترنس والسويتنس. السويت فانل بيبقى دايما نتيجه نسب الانيتول العاليه، وعلى فكره الانيتول هو اللي كان موجود في الانايس، هو كان برضو اللي بيعمل السويت تيست بتاع الانايس. اما الفينشون والاستراجول لما بيكونوا عاليين هم دول اللي بيعملوا البيترنس، عشان كده بنقول عليها ايه، بيتر مور، البيتر فانل ايه اويل او البيتر فانل فرايتي. خلاص، يبقى دي من البريكوشنز المهمه قوي للفانل بالذات، دي مش موجوده في الانايس البريكوشن دي، فلازم ناخد بالنا منها. عشان كده بيقول لك ايه، امتى ارفض وامتى اقبل الفانل اللي جاي لي المصنع. انا دلوقتي جاي لي باتش من الفانل المصنع، امتى ارفضها وامتى اقبلها؟ هعمل اناليسز واشوف نسبه الفينشون والاستراجول قد ايه، هم دول اللي يحددوا لي. لو لقيت نسبه الاستراجول اعلى من 10% يبقى لازم ارفض، لو لقيت نسبه الفينشون اعلى من 7.5% يبقى لازم ارفض. يبقى الليميتس بتاعتي هي 10% للاستراجول 7.5% للفنشون، اعلى من كده يبقى على طول برفض الايه الباتش، لان غالبا هيكون معناها ان انا عندي بيتر فينل ايه فرايتي، النسب دي او اقل منها غالبا هيكون عندي سويت فينل فرايتي، وبالتالي اقدر اقبلها بدون اي ايه اي مشكله. فاضل لنا كده نباتين بالنسبه للامبليفرس فروتس، ونباتين ليهم علاقه شويه ببعض. نبات اسمه الامي فيزناجا، ويمكن شفتوهم في العملي برضو، الامي فيزناجا او بذر الخله البلدي، والنبات التاني اسمه الامي ميجس. وهتلاحظوا في العربي الترجمه شويه مسليدنج، مكتوب بذر نتيجه ان هي الفروتس بتبقى اصغر كمان من الانايس، حجمها بيكون صغير جدا لدرجه ان العامه يعني او الناس اللي هي مش دارسه قوي بتفتكرها سيدز، فعشان كده سموها بالعربي بذر سيد يعني، انما في الحقيقه هي فروت. تمام، فهي الترجمه العربي نفسها بتاعتها او الاسم العربي بتاعها مسليدنج جدا، انما هي المفروض انها فروتس عادي جدا اسمها الامي فيزناجا، ودي اوفيشال في الايجيبشن فارماكوبيا، وده نبات اصلا بيتزرع في مصر وموجوده كمان في البريتش ايه فارماكوبيا، وتعالوا نتكلم عليها شويه. النبات ده من النباتات المهمه قوي. طبعا زي ما انتم شايفين الفروتس اغلبيتها بتكون ميري كوربس، قليل قوي منها اللي بيكون كريم وكارب على بعضها، اغلبيتها بتكون الانسس اللي هي الميري كوربس، صغيره جدا بيكون فيها تنج فايلت شويه، لون فايلت شويه لما تيجي تدقق فيها زي ما شفناها في العملي. تمام، النبات طبعا اسمه العلمي هو اسمه الكومن امي فيزناجا. طبعا بنجيب الفروتس دي ونعمل لها دروينج، وطبعا الفاميلي بتاعتها امبليفري او ابيسي. لو جينا بصينا على ايه الحاجات المميزه قوي تحت الميكروسكوب، ايه المايكروسكوبيكال كاركترز المميزه، هنلاقي حاجتين مهمين قوي. الحاجه الاولانيه الفيتا نفسها، الفيتا نفسها هنا مش الفيتا العاديه اللي شفناها في الانايس والفانل، لا ده هنا فيتا بنقول عليها فيتا ويذ كلوب شيبد سيلز او فيتا ويذ رادييتنج سيلز، يعني بتشوف ان الفيتا نفسها القناه دي اللي هي الشيزوجينس داكت دي حواليها من فوق هنا شايفين تحس خطوط كده عامله زي ما تكون فينجرز او رادييتنج سيلز، خلايا عامله راديشنز او اشعاعات زي الشمس كده، زي راديشنز بتاعت الشمس لما بنيجي نرسمها، فدي بنقول عليها فيتا وذ رادييتنج سيلز. يبقى هنا في خلايا، الخلايا دي محاوطه او مصاحبه للفيتا، ودي بتكون مميزه قوي في الامي فيزناجا، بنشوفها في الامي فيزناجا بشكل كبير جدا. وطبعا الفيتا هي المسؤوله عن السكريشن بتاعه الفولاتايل ايه اويلز، وده اللي بنشوفه هنا العمود البراونش او البراونش اورنج ده او الدارك براون ده عباره عن الفيتا. الفيتا دي لو دققنا جواها بنلاقي في خلايا اللي هي الكلاب شيبد سيلز اللي احنا بنتكلم عليها، تمام، اللي هي بتكون مصاحبه ليها. الحاجه الثانيه ان هنلاحظ كمان هنا ان الاندوكارب بتاعنا باركيتوري، شبه الاندوكارب بتاع الايه الفانل شويه، ان الخلايا بتاعت الاندوكارب بتقوم موفينج ان ديفرنت ايه دايركشنز بشكل كبير. طيب برضو من ضمن الحاجات المميزه قوي في الامي فيزناجا هو وجود الفايبروفاسكولار باندل. لو فاكرين الفايبروفاسكولار باندل برضو في الفانل كانت مميزه، كان حواليها حاجه اسمها لجنيفايد ريتيكوليت بارينكما. تمام، هنا الفايبروفاسكولار باندل بتاعتنا بتكون حاجه اسمها كريسنت شيب، او بتكون حاجه عامله زي شكل الهلال،
والهلال ده بيكون محاوط لحاجه اسمها الايه اللاكونا او الشيزوجينس داكت. هنشوفها هنا مميزه قوي. لو جيتوا بصيتوا معايا هنا كل واحده من دول عباره عن البرايمري ريدج. فاكرين البرايمري ريدجز؟ عندي 5 بروميننت برايمري ريدجز، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه ادي خمسه. بس الغريب هنا ان البرايمري ريدج تحس ان هو عامل زي فوهات البركان كده، عامل زي الفتحه بتاعت البركان. ليه؟ لان انا عندي شايزوجينس داكت موجوده على الطرف بتاع البرايمري ريدج. يعني البرايمري ريدج ده مش مقفول من فوق، ده في داكت، في قناه، القناه دي بيدعمها تحتها على طول حاجه اسمها الكريسنت شيبد فاسكولار باندل. يعني الفاسكولار باندل تحتها بتكون عامله زي ما بتكون شكل النجمه او عامله الكريسنت ايه شيب تحتها. هو ده برضو من الحاجات اللي بتميز قوي الايه الفاسكولار باندلز بتاعت الامي فيزناجا. ويمكن بتكون الفاسكولار باندل هنا برضو بيكون فيها ريتيكوليت الاجنيفايد ريتيكوليت سيلز، برضو نفس الفكره اللي موجوده كانت في الفينل. الفرق بس هنا ان انا عندي الفتحات اللي موجوده على الطرف دي اللي هي بنسميها اللاكونا او بنسميها الشايزوجينس ايه داكتس. تمام، يبقى دي شايزوجينس داكس غير بتاعه الفيتا. الفيتا موجوده تحت السكندري ريدجز هنا، انما كمان عندي شايزوجينس داكس تحت البرايمري ايه ريدجز. ويمكن احنا اتكلمنا على الكلام ده او الجزء ده في العملي بشكل كبير يعني. طيب النقطه الاخيره ان احنا بيكون عندنا الانر موست لاير اوف ذا ميزوكارب. يعني عندنا حاجه مميزه قوي في المجموعه دي من النباتات اللي هي اخر لاير في منطقه الميزوكارب. طبعا احنا قلنا دايما ان الغلاف الثمري بيكون عباره عن الايبيكارب او اللاير بره، بعد كده طبقه الميزوكارب، اخر لاير في الميزوكارب دي بنسميها الانر موست لاير اوف ذا ميزوكارب، اخر لاير ميزوكارب. بعدها على طول بيكون عندي الاندوكارب اللي هو اخر لاير جوه من الغلاف الثمري. يبقى هي ماشيه كده، الايبيكارب ميزوكارب، اخر لاير من الميزوكارب بنسميها الانر موست لاير اوف ذا ميزوكارب، وبعد الميزوكارب بيكون عندي الاندوكارب هو ده اخر لاير جوه. تمام، اللي احنا قلنا عليه بيكون باركيتوري اندوكارب في الحاله دي. وبالتالي لو انا حبيت اشوف الانر موست لاير اوف ذا ميزوكارب دي غالبا وانا بشوفها هشوف معاها الاندوكارب، الاثنين هيكونوا موجودين مع بعض. تمام، وده اللي حاصل هنا، ان بنلاحظ ان الانر موست لاير اوف ذا ميزوكارب بالنسبه لحاله الامي فيزناجا بتكون بورس لاير. يعني ايه بورس لاير؟ يعني خلايا بوليجونال زي ما انتم شايفين كده، وتحس انها مخرمه، فيها خرام، فيها بورس. تمام، فبنقول عليها بورس لاير، بتكون مميزه جدا. والخلايا دي نون ليجنيفايد، يعني ما فيهاش لجنين، يعني ما بتتصبغش، ما بتاخدش بالفلوروجلوسينول اي لون ولا اي حاجه، ولكن الخلايا بتاعتها بتكون ثيك وولد. يعني شايفين الوول هنا ثيك جدا ولكن ما فيهوش لجنين، والخلايا نفسها بتكون بورس، فيها فتحات كده او فيها بورز، اكيد شفتوها في الايه في المعمل. تمام كده، وبتكون وزي ما قلت لكم مصاحب ليها الباركيتوري اندوكارب. هتلاحظوا لو عملنا كده فوكس شويه ان الاندوكارب هنا موجود، الخلايا اللي حس ان هو ايه زي ما يكون في تظليل كده موجود على الخلايا. التظليل ده هو عباره عن الاندوكارب اللي هو باركيتوري، يعني موفينج ان ديفرنت ايه دايركشنز. طبعا خلايا الاندوكارب بتكون الونجيتد كده، خلايا الونجيتد كده ايه رفيعه جدا، وطبعا رفيعه انا راسمها تخينه قوي، هي رفيعه كده بالشكل ده، دي خلايا الايه الاندوكارب، فبتكون موفينج ان ديفرنت دايركشنز. تمام، عشان كده هنا في الحاله دي باركيتوري ايه اندوكارب. يا رب كده تكون الدنيا وضحت. طبعا دي كده زي ما قلت لكم دي الشايزوجينس داكت اللي كنت بقول لكم عليها، اللي هي مميزه قوي للتي اس بتاع الامي فيزناجا، اللي هي بتكون موجوده فوق الفايبروفاسكولار ايه باندلز. الماده الفعاله اللي موجوده عندنا يا شباب هنا بالنسبه للخلين مختلفه شويه. كل الناس هتفتكر بما ان انا عندي امبليفرس فروت زي اللي هي فاميلي ابيسي فلازم يكون عندي فولاتايل اويل. فعلا انا عندي فولاتايل اويل بدليل ان انا عندي فيتا، فطالما عندي فيتا فلازم تعمل سكريشن للفولاتايل اويل. ولكن هنا مش الماده الفعاله اللي انا بدور عليها هي الفولاتايل اويل. في حاله الانايس والفينل كنت بدور على الفولاتايل اويل عشان هو ده اللي بستخدمه كانتي سبازموديك وكسموث ماسل ريلاكسنت وكعلاج الديسبيبسيا والكلام ده كله. انما هنا لا، انا مش بدور على الفولاتايل اويل، انا بدور على مجموعه ثانيه من المواد مهمة جدا اسمها الفيورانو كرومون ديريفاتيفز، او ساعات بنسميهم الجاما بايرونز. هم دول المجموعه اللي انا بدور عليها. وهنا عندنا مركبين مهمين جدا موجودين اسمهم الخلين والفيزناجين، اهمهم الخلين طبعا، اشهر مركب موجود وبيطلع من الامي فيزناج. يبقى هو ده المين اكتف كونستيتوينت اللي انا بدور عليه. طب ده الكيميكال كلاس بتاعته ايه؟ حاجه اسمها جاما بايرون او فيورانو كرومون ديريفاتيف. عايز افهم يعني ايه الكلمه دي برضو عشان ما ابقاش بحفظها وخلاص. كلمة فيورانو معناها 5 ممبر درينج فيها اكسجين، يبقى النص ده كده معناه 5 ممبر درينج فيها اكسجين، اللي هي دي كده 5 ممبر درينج فيها اكسجين اهي. تمام، كلمة كرومون دي معناها حاجتين، معناها بنزين تمام، ومعناها جنب البنزين في حاجة اسمها بايران، بس احنا هنسميها بايرون، وهقول لكم ليه سميتها بايرون مش بايران. بايرون يعني 6 ممبر درينج برضو بس فيها اكسجين. يبقى لو كانت 5 ممبر درينج فيها اكسجين كنت بسميها فيوران، انما لما تبقى 6 ممبر درينج فيها اكسجين بسميها بايران. بس هنا انا سميتها بايرون ليه بالاو؟ عشان عندي كمان كربونيل في الرينج دي.
الكربونيل دي ممكن تكون مكانها جنب الاكسجين على طول، فلو كانت موجودة جنب الاكسجين على طول المكان ده بنسميه الفا، فسميها ساعتها الفا بايرون. لو كانت موجودة في المكان التاني ده هنا بسميه بيتا، فاقول عليها بيتا بايرون. انما هي موجودة هنا في المكان البعيد ده قوي البارا بوزيشن للاكسجين، فاقول عليها جاما بايرون. عشان كده احنا سميناهم جاما بايرونز. جاما بايرونز يعني ايه؟ يعني عندي بايران رينج بس فيها كربونيل جروب في الجاما بوزيشن للايه؟ للاكسجين. يا رب كده تكون الدنيا وضحت. تمام؟ يبقى ده فهمنا يعني ايه كلمه فيورانو كرومون كده. فيورانو كرومون، يبقى لو قلت لك فين الفيوران؟ الفيوران اهي، هي دي الفيوران، خلاص؟ ده الجزء ده. طب فين الكرومون؟ هو الجزء ده على بعضه. طب ده الفا ولا بيتا ولا جاما بايرون؟ لا ده جاما بايرون. ليه جاما بايرون؟ عشان الكربونيل بارا للاكسجين في البايران رينج. تمام؟ يبقى ده كده المواد الموجوده عندنا. طبعا ده الاستراكشر بتاع الخلين اشهر واحد فيهم، وفي مركب تاني برضو بيطلع من المجموعه دي اسمه الفيزناجين. خلاص، يبقى دول اكتر مركبين انا بدور عليهم في الاستخدامات الطبيه بالنسبه للامي فيزناج. خلاص، في مجموعه تانية من المركبات اسمها الكومارينز، بنسميها ساعات بايرانو كومارينز. تمام؟ واشهرهم هو الفيزنادين. طب ايه الفرق بين كلمه كومارين وكلمه كرومون؟ مهم قوي نعرف الحته دي. كلمة كرومون معناها جاما بايرون، يعني البايرون الكربونيل جروب موجودة في الجاما بوزيشن للأكسجين زي ما شرحنا. كلمة كومارين معناها ألفا بايرون. بصوا كده، أدي البنزينة اهي، وأدي الرينج السكس ممبرد اللي فيها الأكسجين. بصوا الكربونيل فين؟ ألفا للأكسجين، جنب الأكسجين على طول. فلما أشوف الألفا بايرون ده أعرف إن أنا عندي على طول كومارين، إنما لما أشوف الجاما بايرون ده أعرف على طول إن أنا عندي إيه؟ كرومون. مهم قوي نعرف الفرق بين الاثنين دول. خلاص، يبقى الكرومون هو الجاما بايرون، افتكرها كده. اما الكومارين هو الالفا بايرون. واضحه؟ اشهر مثال على الكرومون او الفيورانو كرومون هو الخلين. اشهر مثال في الحته دي على الكومارين هو الفيزنادين في حاله الايه؟ الامي فيزناك. خلاص، طب مين اللي بستخدمه اكتر في الشغل بتاعي؟ اللي بستخدمه اكتر في الشغل بتاعي في الاستخدام الطبي هو الخلين. ده اكتر واحد بستخدمه، اللي هو يعتبر فيورانو ايه؟ فيورانو كرومون. خلاص كده؟ طيب كويس جدا. عشان كده مهم قوي في المصنع يكون عندي تيست اقدر اعمله للخلين، اتاكد ان الخلين موجود في الامي فيزناجه اللي جايه لي، لان كتير من الاحيان الامي فيزناجه اللي بتيجي المصانع بتكون مخشوشه، فلازم اتاكد ان فيها خلين بنسبه عاليه ونسبه كويسه. فممكن اعمل التست اللي قدامنا ده، بجيب الباودر بتاعت الخله، طبعا الخله اللي هي الامي فيزناجه من اسامي الكومون نيمز بتاعتها بنسميها بذر الخله، بذر الخله البلدي زي ما قلت لكم، فساعات بتسمى بالانجلش كده خله برضو. فبنجيب ال 0.1 جرام من الباودر وبحط عليها 5 ملي ووتر، اعمل اكستراكشن اغليها لمده دقيقه وفلتر، يبقى كده اخدت المواد الفعاله اللي موجوده اللي هي من ضمنها الخلين. تمام، احط بعد كده من على الفلتر ده اخد منه نقطه او نقطتين واحط عليهم باليت من البوتاسيوم هيدروكسيد بيديني لون روز ريد كلر، ده في حاله وجود الخلين. لو الخلين مش موجود مش بيديني اللون ده. خلاص واضح؟ تمام، ده بالنسبه للايه؟ للجزء ده كاكتيف كونستيتوانس وايه وتست فور ايدنتيتي. تعالوا بقى نشوف استخدامات الخلين اللي هي هتكون اكيد مختلفه شويه عن استخدامات الفولاتايل اويل العاديه اللي كنا بنشوفها في الانايس والايه والفينل. الخلين ده من المركبات المشهورة جدا في الصيدليات، في دواء مشهور قوي اسمه الكيلاجون، موجود منه فورات، موجود منه أقراص، موجود منه حاجات كتيرة جدا، كبسولات يعني، وموجود منه حاجات كتيرة جدا. وموجود منه كمان الأمي فيزناجا في صورة هيربال تي باجز، يعني ممكن تلاقيه موجودة في صورة رينال تي كده أو هيربال تي. طيب بيعمل إيه الخلين ده؟ الخلين ده له تو ديفرنت أكشنز، وبالتالي له تو ديفرنت إنديكيشنز. يبقى هو بيعمل حاجتين مختلفتين جوه جسمنا، وبالتالي بيستخدم استخدامين برضو مختلفين جوه جسمنا. الحاجتين اللي بيعملهم جوه الجسم، اول حاجه سموث ماسل ريلاكسنت افكت. السموث ماسل ريلاكسنت افكت ده ممكن يظهر على البرونكاي، فبالتالي يعمل برونكايال ماسل ريلاكسيشن، يبقى يشتغل معاك كبرونكو دايليتور حلو قوي، موسع للشعب الهوائيه. ممكن يبقى سموث ماسل ريلاكسنت في حاله الجي اي تي، فيشتغل معاك كانتي سبازموديك حلو قوي، مضاد للتقلصات او مضاد للمغص. بس هنا في نقطه مهمه قوي، الخلين لما بيجي يشتغل كانتي سبازموديك مش زي الانايس والفينل. الانايس والفينل لما بيشتغلوا، لما يجي لك بيشنت بيشتكي من ان هو عنده مغص في الامعاء بتاعته، في الانتستين، تقلصات في الانتستين جامده جدا، عسر هضم، ما عنده مشاكل في الهضم، فساعتها ممكن تدي له حاجات فيها انايس او فينل او كراوي والحاجات دي كلها. اما لو البيشنت عنده مغص كلوي، رينال كوليكس بنقول عليها، رينال كوليكس يعني مغص كلوي نتيجة مثلا عنده حصوة مثلا في الكلية أو حصوة في اليوريتر الحالب، تمام؟ يبقى في الحالة دي ممكن تديله الخلين بشكل كويس جدا، لأنه في الحالة دي هيكون فيري إفكتيف معاك أنتي سبازموديك في حالة الرينال كوليكس،
يبقى ناخد بالنا لو انتستاينال كوليكس او انتستاينال سبازمز ممكن ادي الالايس والفينل والكرويه، انما لو بنتكلم على رينال كوليكس ففي الحاله دي بدي مين؟ بدي الاميفيزناجه كانتي سبازموديك. خلاص كده. طبعا الدراج بيعمل ايه؟ بيعمل ريلاكسيشن للسموث ماسلز بتاعه الحالب او اليوريتر، تمام، وبيقلل التونيسيتي بتاعتها، يعني بيقلل المقاومه بتاعتها شويه، فتبتدي ان انت تسهل لو في ستونز ولا حاجه او في حصاوي موجوده تبدا انها تتحرك وتخرج بره مع اليورين. ودي النقطه المهمه الاساسيه هنا، ان غالبا بيكون سبب الرينال سبازمز دي او رينال كوليكس دي هي وجود حصاوي، عشان كده هو مكتوب حتى لما تيجي تشوف اللي مكتوب على العلبه يقول لك ايه، للمغص الكلوي وطارد للحصوات، لان هو فعلا بيكون في احيان بعض الاحيان في حصوات موجوده في الحالب مثلا، فهو لما بتديه هو بيقلل قوي او بيعمل ريلاكسيشن للسموث ماسل بتاعت اليوريتر، فبالتالي بتاعت الحالب، فبالتالي يوسع شويه المساحه بتاعته، وبالتالي يخلي لو في حصوه تقدر تتحرك بسهوله وتخرج مع اليورين من غير اي ايه، من غير اي مشكله. فدي استخدام مهم جدا 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 ومختلف عن فكره الانتي سبازمودك اللي كانت موجوده في الانايس والفينل. فلما اجي اقول لك استخدام الخليم ما ينفعش تقول لي انتي سبازمودك وتسكت، لازم تقول لي انتي سبازمودك ان ذا رينال كوليكس، في حاله علاج الايه، الرينال كوليكس بالذات. النقطة الثانية ده الاستخدام الأولاني، يبقى الاستخدام الأولاني فكرة السموث ماسل ريلاكسنت افكت، ده الأكشن بتاعه. والإنديكيشنز واحد عنده مشاكل في الضيق في التنفس فاديله موسع شعب هوائية برونكو دايليتر، هيعمل لي سموث ماسل ريلاكسنت افكت في البرونكايال ماسل وبالتالي يوسع له الشعب بتاعته ويحسن له التنفس بتاعه. واحد تاني عنده مشاكل حصاوي أو عنده سبازمز جامدة جدا في اليوريتر أو في منطقة الكيدني، ففي الحالة دي هديله الخلين كأنتي سبازمودك في الرينال كوليكس في حالات المغص الكلوي اللي موجود عنده. النوعية الثانية من الاستخدامات او الاكشنز ان هو بيشتغل كمان كبوتنت كورونري فازو دايليتور، يعني موسع للكورونري بلاد فاسلز، بيوسع الايه، بيعمل دايلاتيشن للسموث ماسلز بتاعة الكورونري بلاد فاسلز، وبالتالي بيوسع البلاد فاسل فبيزود البلاد فلو اللي رايح لعضلة القلب بشكل كبير، وبالتالي ده بيساعد في حالات بعض الانواع المايلد انجينا بيكتوريس سيمتومز اللي هي الذبحه الصدريه، الاعراض الخفيفه بتاعتها اللي هي بتكون قليله لسه مش اعراض جامده قوي، ممكن ان احنا ندي فيها الخلين برضو في تريتمنت اوف مايلد انجينا ايه بيكتوريس سيمتومز. واضح؟ اللي هي الذبحه الصدريه انجينا بيكتوريس اللي هي اعراض الذبحه الصدريه. ليه؟ لانها بتزود البلاد فلو، الخلين بيزود البلاد فلو اللي رايح لعضله القلب نتيجه ان هو بيشتغل ككورونري فازو دايليتور، يعني موسع للكورونري بلاد فاسلز وبتخلي بالتالي يخلي البلاد فلو يمشي بشكل اكبر ويروح خلال الكورونري بلاد فاسلز للايه، لعضله القلب. تمام، واضحه؟ يا رب كده تكون الدنيا تمام وفاهمين الفرق بين الاستخدامين وبعض، واحد سموث ماسل ريلاكسنت للجي اي تي والبرونكايال ماسل، والتاني فازو دايليتور افكت اكتر على الكورونري بلاد فاسلز بتاعتنا اللي هي موجوده ايه في عضله القلب بتاعتنا. خلاص، وبالتالي الاولاني ده ممكن يستخدم في حالات الرينال كوليكس، يستخدم في حالات البرونكايال ازمه او المشاكل المتعلقه بالازمات التنفسيه عموما، والتاني بيستخدم اكتر في حالات الذبحه الصدريه كالاعراض الخفيفه اللي هي بنقول عليها المايل سيمتومز. وبالرغم من كل ده الا ان دلوقتي انا عايز اقول لكم ان الخلين ده كمان من احد الحاجات اللي بقت دلوقتي بروتوتايب. يعني ايه بروتوتايب؟ يعني بنقدر من خلالها ان احنا مش بروتوتايب سوري تمبلت، يعني نقدر من خلالها ان احنا صنعنا ادويه ثانيه، الادويه دي الثانيه دي مور افكتيف في علاج البرونكايال ازمه كمان اكتر من الخلين، ومور افكتيف في علاج الانجينا بيكتوريس اكتر برضو من الخلين. يبقى استخدمنا الخلين كبدايه وعدلنا فيه، وصلنا مثلا لدواء في السوق دلوقتي اسمه كرومولين صوديوم. الكرومولين صوديوم ده من اشهر ادويه الحساسيه دلوقتي في السوق في علاج البرونكايال ازمه او الازمات الايه التنفسيه بتاعت اللي بنقول عليها فلان يقول لك ده ازماتيك، عنده ازمه جامده جدا في التنفس بتاعه، فبيفضل ماشي على انهيلرز او بخاخات والكلام ده. فمن ضمن البخاخات دي كرومولين صوديوم، الاساس اصلا في اكتشاف الكرومولين صوديوم ده هو الخلين. عدلنا في الخلين شويه وصلنا للمركب ده فبقى مور بوتنت في علاج البرونكايال ازمه. في دواء تاني برضو مشهور في السوق قوي اسمه الاميودارون. الاميودارون ده بيستخدم في علاج الايه الاريثمياز، برضو كان نتيجه وجود الايه الخلين، برضو بيشتغل على عضله القلب بشكل كويس جدا. فاللي عايز اقوله لكم ان الخلين مش بس لو افكس، هو ده كمان قدرنا نصنع منه ادويه تانية كتير جدا هنبقى نتكلم عليها في كورسات قدامي، يعني مش دلوقتي. خلاص، في بس بعض الحاجات الصغيره اللي احنا عايزين ناخد بالنا منها كبريكوشنز وفي حاله الدراج انتر اكشنز بالنسبه للخلين.
الحاجه الاولانيه ان لو البيشنت بدا يمشي على خلين لازم نقول له تاخد بالك ان انت ما تتعرضش للشمس كتير، يعني سواء بياخده عشان علاج موضوع العلاج الحصاوي او بياخده عشان موضوع البرونكو دايليتور افكت بتاعه في البرونكاي الازمه او بياخده عشان موضوع الانجينا بيكتوريس او الذبحه الصدريه والكلام ده، فهو في جميع الاحوال دي لازم نقول له خلي بالك ان انت ما تتعرضش للشمس بشكل كبير او لليو في لايت عموما الالترا فايلوت لايت. ليه؟ لان الخلين بيزود جدا الفوتو سنسيتيفيتي. يعني ايه بيزود الفوتو سنسيتيفيتي؟ يعني بيخلي الجسم بتاعنا حساس جدا للضوء، فبالتالي اي الضوء العادي اللي كنا بنستحمله في الظروف العاديه بدون اي مشاكل ممكن دلوقتي التعرض للشمس بشكل كبير واليوفي راديشن ممكن جدا يعمل لنا مشاكل كبيره جدا في الجلد بتاعنا، لان بقى جسمنا بقى حساس اكتر للشمس، فبالتالي يعمل فوتو توكسيستي او يعمل حاجه اسمها فوتو سنسيتيفيتي عاليه جدا، يبقى في حساسيه شديده جدا للضوء، تظهر بقى في صوره حروق، تظهر في صوره بليسترز كده، تبدا تتكون حاجات زي عارفين اللي هي بيسموها ايه، مطرح الحرق كده، مش ساعات يطلع فقاعات كده بتكون مليانه سوائل من جوه نتيجه الحرق، دي بنسميها بليسترز، فبيحصل اريزما جامده، ريدنس كده جامد، احمرار جامد في الجلد، كل دي اعراض للفوتوتوكسيستي او الفوتوسنسيتيفيتي العاليه اللي هي بتبقى سببها ان البيشنت بياخد خلين فجسمه بقى حساس اكتر للضوء واليو في لايت. فلازم ننبه على البيشنت النقطه دي، ما تتعرضش للشمس كتير طول ما انت ماشي على الخلين لغايه لما توقف الخلين، بعد كده تقدر تتعرض للشمس عادي بدون مشاكل. الحاجه الثانيه ان الخلين برضو بيأثر جدا على السيرم كونسنتريشن بتاع بعض الادويه زي الورفرين والسايكلوسبورين والاستروجينز. يعني ايه؟ يعني ممكن لو البيشنت بياخد ادويه تانية زي الورفرين او زي الورفرين ده حد مشهور قوي كانتي كواجيلنت، السايكلوسبورين ده من الحاجات اللي هي اميونو سبريسنس اللي بتقلل المناعه، بعض البيشنتس بياخدوها عشان لما بيعملوا اورجان ترانسبلانتيشن مثلا بينقلوا اورجان يعني بيعملوا زراعه اورجانز معينه، ففي الحاله دي ممكن ان هو ياخد السايكلوسبورين كاميونو ستيميلنت اميونو سبريسنت يظبط له المناعه عشان ما يحصلش اورجان ريجكشن او ما يحصلش رفض للاورجان ده. الاستروجينز العلاج الهرموني في بعض البيشنتس البريجننس وكده او بعض يعني الومن بياخدوا الاستروجينز دي بشكل او باخر في علاجات مختلفه. فلو البيشنتس ماشي على اي حاجه من دول ناخد بالنا وبدا ياخد خلين، الخلين هياثر على نسبه الدراجز دي في الدم، السيرم كونسنتريشن بتاع الدراجز دي في الدم سواء بالزياده او بالنقصان، يعني يا يزودها يا يقللها. ليه؟ الخلين بيعمل انهبيشن لليفر انزيم مهم قوي اسمه السيتوكروم بي 450، والسيتوكروم بي 450 ده احد الانزيمز المشهوره جدا جوه الليفر المسؤول عن عمليه الميتابوليزم بتاع كتير من الادويه من ضمنها الادويه دي. يعني بمعنى ادق لما البيشنت بياخد الادويه دي الجسم المفروض انه بيتعامل معاها من خلال الليفر من خلال السيتوكروم بي 450، يبتدي يتعامل معاها ويبتدي ان هو يعمل لها ميتابوليزم ويحولها لميتابولايتس ثانيه ويتخلص منها. فاللي بيحصل ان بيجي الخلين بيعمل انهبيشن للانزيم ده، فبالتالي الانزيم ده ما بيقدرش خلاص يتعامل مع الادويه دي، فالادويه دي نسبها في الجسم او في البلاد تبدا تعلى قوي او تقل قوي حسب انا عامل ايه في الانزيم، يعني حسب الانزيم دوره بيبقى عامل ازاي. فهنا ممكن تلاقي النسبه بتاعت الادويه دي عالت قوي فتعمل توكسيستي او قلت قوي فما بقتش بتعمل الايفكت اللي هي المطلوب انها تعمله، فاهمني؟ فبالتالي مهم جدا ان ناخد بالنا ان لو الخلين بيتاخد مع الادويه دي ان يبقى في تظبيط للجرعات، تظبيط الجرعات بتاعت الدواء ده في وقت ما الخلين بيتاخد. لو هو الدواء ده معروف انه بيعلى قوي نسبته في الدم مع وجود الخلين يبقى لازم اقلل الجرعه بتاعته اللي انا باخدها، انما لو معروف انه بيقل قوي نسبته في الدم مع وجود الخلين يبقى لازم ازود الجرعه بتاعته اللي انا باخدها. فهمتوا ازاي؟ بحيث ان انا اظبط الدنيا ما يبقاش في مشكله في الجرعه بتاعه الدواء اللي انا باخده في وجود الايه الخلين. تمام. اخر دراج هنتكلم عليه النهارده يا شباب هو الاميميجس او البذر الخلة الشيطاني، وده برضو اوفيشال في الايجيبشن فارماكوبيا 84 وبرضو في البريتش فارماكوبيا 2007. تمام، تعالوا نتكلم عليه شويه. الاميميجس الفرق الاساسي بينها في المورفولوجي بينها، وطبعا هو ده الاسم العلمي بتاعها بتاع النبات او بتاع الفروتس اللي احنا هنستخدمها، برضو فاميلي ابيسي اللي هي فاميلي امبليفري. يمكن الفروقات ما بينها وبين الامي فيزناجا ضعيفه جدا في المورفولوجي، يعني دايما يقول لك المورفولوجي بتاعهم لو لقيت الفايلت تنج يبقى ده فيزناجا، لو ما لقيتش الفايلت تنج يبقى ده الايه الميجس، لان برضو الميجس بتكون عباره عن ميري كوربس، الكريمو كوربس فيها بتكون قليله قوي ولونها قريب جدا من الفيزناجا، الفرق الاساسي في حته الفايلت تنج دي خلاص، وبرضه بتكون صغيره جدا عشان كده حتى بالعربي برضه سموها بذر الخله، انها مجازا انها سيدز ولكن في الحقيقه هي عباره عن ايه؟ عباره عن فروتس. وبرضه الفيتا بتاعتها بتبقى ليها الكلاب شيبد سيلز او اللارج راديتنج سيلز اللي كنا اتكلمنا عليها.
انما في فروقات بقى تانية في الترانسفيرس سكشن مهمة جدا وفي الانر موست لاير اوف ذا ميزوكارب. هنا مثلا الترانسفيرس سكشن هتلاقي الجزء بتاع البرايمري ريدجز ما فيهوش اللاكونه، ما فيهوش الشيزوجينس داكت الكبيره اللي بتبقى عامله زي فتحه البركان دي، ما بتبقاش موجوده. وده نتيجه كمان ان اصلا ما فيش كمان في الفايبروفاسكولار باندل اللي تحتها ما بيكونش فيه، هنا طبعا دي اماكن اللاكونه مش موجوده خالص، شايفينها دي البرايمري ريدجز اهي، الاماكن دي هي اماكن الفيتا تحت السكندري ريدجز عشان ما نلخبطش. الاماكن دي الفايبروفاسكولار باندل موجوده بس مفيش اي لكنه، مفيش اي شيزوجينس داكت موجوده على البرايمري ريدج من فوق، وكمان ما عنديش لجنيفايد ريتيكوليت سيلز بعكس الايه الفيزناجه كان بيبقى عندي لجنيفايد ريتيكوليت سيلز ايه موجوده. الحاجه الثانيه برضو الانر موست لاير اوف ذا ميزوكارب، هناك كانت بتبقى عباره عن بورس لاير، يبقى خلايا بوليجونال وبيكون فيها بورس، بيكون فيها فتحات لو فاكرين، وقلنا ان الوول بتاعها بيكون ثيك بس نون لجنيفويد ما فيهاش لجنين، وقلنا ان بيكون معاها باركيتوري اندوكارب. في حاله الميجس هنا الخلايا بتكون الونجيتد برضو ثيك وولد عادي جدا وبرضو نون لجنيفويد بس نون بورس ما فيهاش بورز خالص، وشايفين هنا هتلاقي الخلايا اللي ماشيه عليها بالعرض دي كتير جدا، دي اللي هي برضو الباركيتوري ايه اندوكارب. يبقى اهم فرق هو الحاجات اللي انا معلم عليها بالاحمر دي اللي هي نو فايلت تنج، نون بورس انر موست لاير اوف ذا ميزوكارب، نو ليجنيفايد ريتيكوليت ايه سيلز اللي موجوده، يعني ما عنديش كمان لاكونه ولا عندي اي شيزوجينس داكت موجوده في المكان ده. خلاص واضح؟ طيب جينا بقى نشوف الاكتف كونستيتوينتس والكيميكال تيست. هنا الاكتف كونستيتوينتس قريبه شويه، هناك كان عندي حاجه اسمها فيورانو كرومون، وقلنا كلمه كرومون معناها جاما بايرون، يعني البايران رينج موجوده والكربونيل جروب في الجاما بوزيشن للاكسجين. اما هنا انا عندي فيورانو كومارين، يبقى هنا قلت اول ما تسمع كلمه كومارين يبقى معناها عندك بنزين جنبها الايه ال5 6 ممبرد اللي هي الاكسجين اللي هي البايران، بس الكربونيل جروب الفا فنقول عليها الفا بايرون. فهمتوا ازاي؟ وكلمه فيورانو يبقى انا عندي 5 ممبر درينج فيها ايه اكسجين. يبقى عشان نلخص تاني عشان ما انتهش، انا عندي امي فيزناجا وعندي امي ميجس. الامي فيزناجا بيكون عندها فيورانو كرومون، خلاص كده الفيورانو كرومون كلمه كرومون معناها جاما بايرون، كلمه فيورانو دي ثابته في الاثنين، يعني انا عندي 5 ممبر درينج فيها اكسجين، انما كلمه كرومون معناها ان انا عندي جاما بايرون. يعني ايه جاما بايرون؟ يعني بنزين رينج وجنبها بايران فيها اكسجين والكربونيل جروب في الجاما بوزيشن. اما في الحاله بتاعت الامي ميجس فانا عندي فيورانو كومارين، يبقى انا عندي الفيوران برضو اللي هي الفايف ممبرد اللي فيها الاكسجين وعندي كومارين، كومارين يعني بنزين رينج وجنبها بايران اللي فيها اكسجين بس مالها الفا بايرون، يعني الكربونيل جروب نكست للايه للاكسجين بالشكل ده. يبقى كده اظن كده وضحت. طب ايه الامثله على الفيورانو كرومونز اللي موجوده في الايه في الامي فيزناجا؟ الخلين والفيزناجين هم دول اهم اتنين. هنا اي امثله على الفيورانو كومارين اللي موجوده في الامي ميجس؟ عندي مثال مهم قوي اسمها مجموعه من المركبات اسمها السورالينز، اشهرهم الزانسوتوكسين الامبراتورين والبرجابتين، معلش هنحفظهم دول الزانسوتوكسين والامبراتورين والايه والبرجابتين. عندي هنا حاجه اسمها الزانسوتوكسين ده ساعات بنسميه 8 ميثوكسي سورالين، والبرجابتين ده ساعات بنسميه 5 ميثوكسي سورالين، وده نتيجه وضع الميثوكسي جروب. يعني بصوا هنا، هنا لو عدينا من هنا بنعد دي رقم واحد، فرقم 2 3 4 فهنا 5، فعشان كده سميت دي 5 ميثوكسي، والجروب دي ميثوكسي او سي اتش 3 دي بنسميها ميثوكسي، ف 5 ميثوكسي سورالين. انما هنا مثلا لما تيجي تعد هتعد من هنا برضو 1 2 3 4 5 6 7 8، شايفين 8 دي بنقول عليها 8 ميثوكسي ايه سورالين. يبقى ساعات بنسميها ام او بي اللي هو الميثوكسي 8 ميثوكسي سورالين، او ساعات بنسميها الزانسو ايه توكسين. خلاص ده بالنسبه للمجموعه دي. يبقى لو قلت لك ايه هي الماده الفعاله بالنسبه للامي فيزناجا، ايه الكيميكال كلاس بتاعت الماده الفعاله بالنسبه للامي فيزناجا، ممكن تقول لي جاما بايرون صح، ممكن تقول لي فيورانو كرومونز صح. طب ايه مثال على الفيورانو كرومونز دي؟ هتقول لي الخلين او الفيزناجين. طيب لو قلت لك ايه الماده الفعاله بالنسبه للامي ميجس، فممكن تقول لي فيورانو كومارين صح، وممكن تقول لي سورالينز صح. طيب ايه الامثله على السورالينز دي؟ عندنا في الزانسوتوكسين، عندنا في حاجه اسمها الامبراتورين، عندنا في حاجه اسمها البرجابتين. لو قلت لي بدل البرجابتين 5 ميثوكسي سورالين برضه صح، لو قلت لي بدل الزانسوتوكسين 8 ميثوكسي سورالين برضه صح، وفهمنا ليه 5 ميثوكسي وليه 8 ميثوكسي. تمام؟ طيب المجموعه دي حلوه قوي بقى. احنا كنا قلنا مثلا في الخلين ان انا ممكن لو جبت نقطه ونقطتين من الفلترت بتاع الخلين ده وحطيت عليه باليت من البوتاسيوم هيدروكسيد بيديني لون روز ريد كلر، بعرف على طول ان الخلين موجود. ده في حاله الفيزناجه. هنا بقى بعمل ايه؟ هنا بجيب السوليوشن اللي هو المفروض ان هو فيه السورالينز دي واحطه بس تحت اليو في لايت،
بلاقي فلوريسنس قوي جدا. المركبات دي بتقدر انها تمتص اليو في لايت وتعمل حاجه اسمها فلوريسنس، تعمل ايميشن لضوء حلو قوي تحت اليو في فلوريسنس، لون حلو جدا ظريف كده بالشكل ده اسمه بلو فلوريسنس. خلاص كده مهم قوي النقطه دي ان انتوا تبقوا ايه، تبقوا عارفينها. فلو البلو فلوريسنس موجود يبقى انا عندي المركبات اللي انا بدور عليها اللي هي السورالينز. لو البلو فلوريسنس مش موجود يبقى انا ما عنديش الايه السورالينز او الفيورانو ايه كومارينز. طب تعالوا نشوف كده، انا عندي هنا مركبين عايز اتوقع مين اللي بيدي البلو فلوريسنس ومين اللي ما بيديش. يبقى لازم احدد الاول مين فيهم كومارين ومين فيهم كرومون. هحدد ازاي؟ نتمرن عليها سوا. انا هنا عندي دي ايه، دي الفيوران اللي هي فيورانو خلاص، وهنا برضو دي الفيوران خلاص، دي ثابته في الاثنين. طيب نشوف اللي بعدها، البنزين. البنزين ثابته في الاثنين هنا وهنا صح. جنب البنزين المفروض يكون عندي بايران. يعني ايه بايران؟ يعني 6 ممبر درينج فيها اكسجين. ده اللي حاصل فعلا، انا عندي 6 ممبر درينج اهي فيها اكسجين، وعندي 6 ممبر درينج اهي فيها ايه اكسجين. طيب الكربونيل بقى بتاعت البايرون، مش احنا عندنا بايران بس هي بايرون عشان فيها كربونيل. الكربونيل هل هي نكست؟ اه هنا نكست، يعني ده الفا، يبقى ده الفا بايرون. مين الالفا بايرون؟ وانا مغمض الالفا بايرون هو السورالين اللي هو الكومارين او الفيورانو كومارين خلاص. طب مين هنا؟ لا ده هنا جاما بايرون. جاما بايرون يبقى ده الكرومون على طول، يبقى ده الفيزناجا، يبقى ده ما يدينيش حاجه مع البلو فلوريسنس خالص تحت اليو في، انما ده اللي يديني تحت اليو في بلو ايه فلوريسنس. يا رب كده تكون الدنيا وضحت. طب الاميميجز بقى دي بنستخدمها في ايه؟ الاميميجز دي بنستخدمها كسورس للسورالينز، يعني السورالينز اللي بتطلع منها سواء الزانثوتوكسين او الامبراتورين او البرجابتين، المركبات دي كلها احنا بنستخدمها في ادويه مهمه جدا في امراض جلديه. الامراض الجلديه دي بنقول عليها سكين ديزوردرز، اللي هم مين؟ عندنا مرضين مشهورين قوي، المرض الاولاني بنقول عليه بالعربي اللي هو البهاء اللي هو بنسميه الفيتيلايجو، تمام كده؟ والمرض الثاني بنسميه الصدفيه بالعربي اللي هو السورياسيس. خلاص كده الفيتيلايجو له اسم تاني ساعات بنسميه ليوكوديرما. يبقى دول المرضين اللي احنا بنستخدم فيهم النوعيه دي من المركبات اللي هي بنسميها السورالينز. يبقى السورالينز دورهم الاساسي في علاج عدد من السكين ديزوردرز، اهمهم السورياسيس الصدفيه والفيتيلايجو او ليوكوديرما اللي هي البهاء. خلاص كده. طيب طبعا النوعيه دي من الامراض او عموما السكين ديزوردرز عموما بتبقى امراض صعبه جدا وبيبقى علاجها صعب قوي وبياخد وقت طويل، ومش شرط انها تتعالج، يعني ممكن تفضل على طول مع البيشنت فترات طويله، خصوصا لما بتكون نوعيه الامراض اللي قدامنا دي اللي هي بنسميها اوتو ايميون ديزيزز، يعني بتكون غالبا سببها ان الجهاز المناعي نفسه هو المسؤول عن المرض، هو اللي بيسبب المرض. المناعه اللي المفروض تحمينا هي اللي بتهاجم الخلايا بتاعه جسمنا وتعمل الامراض دي. تعالوا نشوف كده نبذة صغيرة جدا عن يعني ايه كلمة فيتيلايجو ويعني ايه كلمة سورياسيس عشان نفهمها. كلمة سورياسيس معناها ان الجزء الخارجي من السكين في اماكن معينة بالذات الاماكن بتاعت الكوع بالذات بتبتدي فيها، الاماكن دي بيبتدي يحصل فيها هايبر بروليفريشن للسكين. يعني ايه هايبر بروليفريشن؟ يعني السكين بيبتدي، الطبيعي بتاعنا ان الخلايا بتاعت السكين بتتكون وتقعد فترة وبعدين يحصل تغيير للجلد. هنا لا، هنا التغيير بتاع الجلد بيكون سريع جدا 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 لدرجة ان هو بيعمل نوع من انواع زي ما انتم شايفين كده الاريثما او الاريثيما او الريد باتشز بالشكل الواضح قدامنا ده، وبيبدا يتكون عليها سكيلز او قشور كده تحس انها مقشره على طول، الجلد مقشر على طول خلاص. يبقى هنا السيلز بتاعت السكين في الاماكن دي بتنمو بشكل سريع جدا 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 وما بيحصلش عمليه تغيير الجلد بشكل مظبوط، فده اللي بيحصل عليه او اللي بيحصل نتيجته اللي انتم بتشوفوه اللي هو مرض الصدفيه. النوع التاني اللي هو الفيتيلايجو ده بيحصل نتيجة ان بيبقى احنا عندنا حاجة بتلون الجلد بتاعنا اسمها الميلانين، صبغة اسمها الميلانين بتطلعها مجموعة من الخلايا اسمها الميلانوسايتس موجودة في السكين. اللي بيحصل ان الاميون سيستم سيلز في بعض الاحيان الجهاز المناعي بيهاجم الميلانوسايتس دي على انها جسم غريب، على انها بكتيريا او على انها فيروس، ويهاجمها ويدمرها، وبالتالي الخلايا تبدا توقف انتاج الميلانين، فيبتدي في بعض الاماكن من السكين ما يبدا اللون بتاعها يبقى ابيض. ليه؟ لان ما بقاش فيه ميلانين اللي بيصبغ الجلد، فبتفقد الصبغه بتاعتها فتفقد اللون، فيبتدي يبقى لونها مختلف عن الاجزاء اللي حواليها من الايه السكين، وده بنشوفه في مرض الايه البهاء. خلاص يبقى ده باختصار بس شديد عشان تبقوا فاهمين النوعيه دي من الديزيز بيحصل فيها ايه. النوعيات دي وارد جدا ان احنا ندي فيها السورالينز، والسورالينز ليها احتمالين. ممكن ان انا ادي السورالين توبيكالي. يعني ايه توبيكالي؟ يعني على الجلد على طول على الاماكن المصابه، يعني اجي على المكان المصاب بتاع السورياسيس واحط سورالين، او اجي على المكان المصاب بتاع الفيتيلايجو واحط سورالين، او اديها سيستيميكالي يعني اديها اورالي، اديها تابلتس اقراص. امتى ادي توبيكال وامتى ادي اورال؟ ده سؤال مهم جدا.
بدي التوبيكال لو اماكن الجسم المصابه اقل من 20%. يعني لو بنتكلم مثلا في بهاق، لو الاماكن اللي هي اللي لونها ابيض دي اللي لونها مختلف لو اقل من 20% من البادي سيرفيس كله، يبقى ساعتها بدي توبيكال، بدي في الاماكن دي بس. انما لو النسبه زادت قوي عن ال 20% يبقى ساعتها لازم ادي سيستميك، لان كده الديزيز معناها ان هو انتشر جامد، فبالتالي لازم ادي في الحاله دي اورال ايه سورالين. يبقى كده عرفنا امتى بدي توبيكال على الجلد على طول وامتى بدي اورال. بس الفكره في السورالينز ان انا مش بينفع اديها بس كده وخلاص وتعالج لي، لا لازم ادي السورالينز وادي معاها كمان حاجه اسمها يو في لايت راديشن، جلسات علاج باليو في راديشن. يعني بعرض البيشنت زي ما انتم شايفين كده، بعرض البيشنت اليو في لايت، اليو في لايت كلنا عارفينه اللي هو الاشعه فوق البنفسجيه، بعرضه ليها جلسات كل فتره. الجلسات دي هقول لكم الجلسات بتبقى بتتعمل ازاي، بحيث بس اهم حاجه انه يكون مغطي عينه، لان الاشعه دي ضاره جدا على العين، فبالتالي بيغطي عينه وبنعرض بقى الجسم بتاعه لليو في راديشن مع السورالين، تمام؟ فبيبتدي يحصل نوع من انواع البيجمنتيشن تاني، او يبتدي ينشط تاني نمو البيجمنتس في الاماكن الايه المصابه. طبعا زي ما هنشوف ان في مشكله كبيره بتحصل في الجزء ده هقولها لكم كمان شويه، بس خلينا الاول بس نكمل الدوز بتاعت العلاج بتمشي ازاي. اللي بيحصل ان انا بجيب، لو بتكلم ان المريض عندي اقل من 20% من جسمه في مثلا اماكن مصابه بالشكل ده، ببتدي احط له توبيكال سورالين في الاماكن دي، مجرد يعني ليا رفيعه كده تغطي الايه الاماكن المصابه لمده 30 دقيقه كده قبل ما ادي جلسه العلاج بتاعت اليو في ثيرابي. وبعدين اعرضه اليو في راديشن، بيبقى فيه لومب بقى بتاعت اليو في لايت، وفي اجهزه ساعات بيروح اماكن للعلاج مخصوصه بيكون فيها جهاز بتاع اليو في لايت ده. المهم ان بعرضه للحكايه دي المفروض انها تتعمل 4 مرات في الاسبوع، ساعات من مره لمرتين، وممكن توصل ماكسيمم ل4 مرات حسب الايه الحاله يعني، تمام، لمده 14 يوم. يبقى الكورس بتاع العلاج بيكون مستمر لمده ايه 14 يوم. اللي بيحصل ان انا لما دهنت السورالين في الاول، السورالين بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها سكين سنسيتايزيشن. سكين سنسيتايزيشن يعني بيزود السنسيتيفيتي بتاعت السكين اليو في لايت. فاكرين لما قلنا ان الخلين بيعمل فوتو سنسيتيفيتي؟ نفس الكلام بيعمله السورالين بس بشكل اكبر كمان، وبالتالي هو بيعمل سنسيتايزيشن للسكين، بيخلي السكين السنسيتيفيتي بتاعته تزيد جدا لليو في لايت، وبالتالي يبتدي اللايت ينقل او يغير لون الاماكن التريتد ارياز دي يخليها بينك لما يجي اللايت يشتغل عليها. ما دلوقتي انت حطيت السورالين في الاول، فالسورالين خلى الاماكن اللي انت حطيت فيها دي حساسه جدا لللايت، وبعدين رحت معرض بعد كده الجزء ده من السكين لللايت، فبالتالي ده بيزود السنسيتيفيتي جدا بتاعت الـ الاماكن دي لللايت، فتتاثر بسهوله جدا باللايت وتبتدي تتحول للون البينك، فتبتدي تحمر شويه ومع الوقت كانها اتحرقت كده، ومع الوقت يبدا يحصل هيلينج للسكين ويبدا ياخد لونه الطبيعي تاني اللي هو النورمال سكين كلر بتاعه بشكل ايه بشكل كويس. يبقى كل اللي عمله السورالين هنا انه زود الحساسيه بتاعت الاماكن دي لللايت، فلما جيت عرضت لللايت بعد كده اتاثرت جامد بسهوله جدا باللايت اللي اتعرضت له، وتحول لونها على طول للون الاحمر، وبعد كده بدات يحصل بقى البيجمنتيشن ويبدا يتكون الميلانين تاني في الاماكن دي وترجع تاني لونها الطبيعي، تمام؟ ده لو بنتكلم على الفيتيلايجو، ونفس الكلام بشكل او باخر بالنسبه للايه للسورياز. ده بنسميه فوتو كيموثيرابي. فوتو نتيجه استخدام الضوء، فوتو يعني فوتون يعني جايه من اللايت، وكيموثيرابي نتيجه ان انا استخدمت كيميكلز اللي هي السورالين، وثيرابي يعني علاج. ففوتو كيموثيرابي يبقى انا استخدمت ميكتشر او كومباينيشن من العلاج الكيميائي اللي هو بالسورالينز، مواد كيميائيه عاديه كيميكلز، وبين الفوتو اللي هو الايه اللي هو الضوء، تمام. طيب اللي فات ده كان التوبيكال سورالين، وقلنا ان التوبيكال سورالين يعني ان انا اعمل دهان بالسورالين 30 دقيقه قبل جلسه العلاج باليو في راديشن. ده بيتم في حاله لو البيشنت عنده المناطق المصابه اقل من 20% من حجم الجسم بتاعه كله، انما لو اكتر من 20% من حجم الجسم مصاب، يبقى في الحاله دي لازم ادي البيشنت حاجات جرعات تابلتس او كبسولات. فهنا في الحاله دي بياخد الجرعه بتاعته ساعتين تقريبا قبل العلاج اللي هو باليو في راديشن، تمام، وبيكرر الحكايه دي مرتين او ثلاثه في الاسبوع، يعني تقريبا يوم فيه يوم ما فيش. يبقى بيجي مثلا النهارده السبت مثلا هشتغل، هاخد الجرعه بتاعتي التابلت، استنى ساعتين، وبعد الساعتين ابتدي اخد اليو في راديشن بتاعي او جلسه العلاج باليو في راديشن. بعد كده اليوم اللي وراه ما فيش، وبعدين اجي اليوم الثاني اللي هو يوم الاثنين مثلا ابتدي اخد جرعه التابلت ساعتين واستنى، وبعد الساعتين دول ابتدي اخد ايه اليو في راديشن، وهكذا.
يبقى باخد من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع. خلاص طبعا اللينث او الديوريشن بتاعت الاكسبوجر اللي هي يعني، او خلينا نقول المفروض ان الجلسات تستمر لمده قد ايه، يفضل في جميع الاحوال سواء توبيكال او سواء بنتكلم على اورال ان احنا ما نطولش فتره العلاج بالفوتو كيموثيرابي عن اسبوعين. يبقى دايما ما بنطولش الفوتو كيموثيرابي عن اسبوعين في جميع الاحوال. ليه؟ لان احنا بنخاف من حاجه مهمه جدا اسمها الريسك اوف سكين كانسر، ان احنا اليو في راديشن ده من الحاجات اللي ممكن جدا تعمل سكين كانسر، فبالتالي بنخاف ان نعرض البيشنت فترات طويله قوي لليو في راديشن فبالتالي يبدا يحصل سكين كانسر عنده. فالافضل دايما ان ما نطولش فترات العلاج بالفوتو كيموثيرابي عن 14 يوم، وبعد كده البيشنت لازم يريح شويه، يبعد خالص عن اليو في لايت وما يستخدموش فتره، وبعد كده ممكن لو حصل عنده سوء في الحاله تاني يرجع تاني يستخدم جلسات مره تانيه لمده 14 يوم تانيين. هتقولي هو ليه بيرجع تاني يستخدم؟ عندنا هنا مشكلة كبيرة قوي بتقابلنا، عشان كده دايما يقولك ان البهاء ده او الفيتيليجو مثلا ملوش علاج قوي، ان من ضمن المشاكل اللي لازم ناخد بالنا منها ان الهايبر بيجمنتيشن اللي بيحصل نتيجة العلاج. يعني دلوقتي انت دهنت السورالين مثلا او اديته اورالي، فحصل سنسيتايزيشن للاماكن المصابة، وبالتالي لما عرضت لللايت فالاماكن المصابة دي بدأت تاخد لون، ده اسمه هايبر بيجمنتيشن، يعني بدأت البيجمنتس تتكون تاني في الاماكن المصابة. الهايبر بيجمنتيشن اللي حاصل ده ما بيبقاش forever، يعني ما بيبقاش permanent، ما بيبقاش دائم، ده بيكون temporary يعني مؤقت، يعني بعد فترة البيشنت هيبتدي يرجع تاني زي ما كان، ويبتدي الأماكن المصابة تبتدي تظهر عنده تاني، فعشان كده بيبتدي يرجع تاني ياخد جلسات مرة تانية. فهمتوا؟ طب احنا ليه بنعمل كده؟ احنا بنعمل كده عشان نحسن الكواليتي اوف لايف بتاعت البيشنت شويه، يعني نخليه نفسيا احسن، حاسس انه شكله افضل، هو دايما بيبقى عنده احساس ان هو شكله بقى وحش مش عارفه ايه، نفسيا نفسيته بتتعب بالذات في الستات، وبالتالي بيبقى عندنا مشكله في النقطه دي. فبالتالي بنحاول ان احنا ايه نعمل الهايبر بيجمنتيشن ده بحيث ان نرجعه لشكله الطبيعي اللي هو واخد عليه على طول وما بيبقاش عنده مشكله، حتى لو هو تمبرري او مؤقت لفتره وبعدين بيرجع تاني زي ما كان، فبالتالي ياخد جلسات مره تانيه. طيب من ضمن السايد افكتس المهمه قوي اللي لازم نقول للبيشنت عليها هي ان هو ممكن يظهر خلال فتره الجلسات بتاعت ال 14 يوم دول، ممكن ان هو يبقى عنده نوزيا، يبقى عنده فوميتنج، يبقى عنده ايتشنج، ممكن يبدا يظهر عنده نمو للهيرز بشكل كبير، هير جروث جامد، ممكن الاماكن برضو بتاعت الجلد اللي هي مش مصابه قوي يبدا يحصل فيها داركنينج، تغمق شويه نتيجه التعرض لليو في لايت. يعني دي كلها شورت تيرم سايد افكتس مفيش منها اي خطر، ووقت وانس نوقف الجلسات بتاعت العلاج بيبتدي يرجع لطبيعته بشكل كبير جدا. المشكله اللي بنخاف منها بس الفوتو توكسيك رياكشنز، عشان كده دايما بننصح البيشنت ان طوال فتره الجلسات بتاعت ال 14 يوم ما يتعرضش للشمس خالص. ليه؟ لان الشمس سورس اوف يو في راديشن، فانت كانك انت بتعرضه لجلسات يو في وهو كمان بياخد يو في من الشمس، فده ممكن يعمل بقى فوتو توكسيستي جامده جدا، بلس ان خلال فتره العلاج هو بياخد سورالينز، والسورالينز اصلا بتزود الفوتو سنسيتيفيتي، يعني بتزود الحساسيه بتاعه الجسم لللايت، وبالتالي تعرضه للصن بشكل كبير ممكن يعمل عنده حروق، ممكن يعمل عنده بليسترز اللي هي بنقول عليها اللي هي الفقاقيع دي اللي بيكون فيها ميه كتير جدا بتبقى مؤلمه جدا، ممكن يعمل اريديما ريدنس في السكن جامد قوي، احمرار جامد جدا في السكن. فكل ده عشان كده ننصحه دايما انه لازم يبعد خالص عن الدايركت سان لايت طوال فتره الايم التريتمنت، وحتى بعد التريتمنت بفتره كمان. تمام، ده بالنسبه للحاجات الاساسيه بالنسبه للسايد ايه افكتس. النقطة التانية بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليها اللي هي ان اللي هي الدراج انتراكشنز. الدراج انتراكشنز، طب هل في حاجات مثلا بننصح البيشنت ان هو ما ياخدهاش طوال فترة العلاج بتاعته؟ عندنا مثلا بعض الاكلات او بعض الحاجات اللي ما ينفعش ياكلها خلال فترة الكورس بتاع العلاج ال 14 يوم ده، زي مثلا الفيجز اللي هي التين، اللايمز، علة الليمون كلها، الليمون والبرتقان والكلام ده كله، السيترس كله، الماسترد، الحاجات دي كلها ما ينفعش ان هو ياخدها، لان الحاجات دي اصلا بيبقى فيها فيورانوكومارينز، فكان هو اصلا بيمشي على فيورانوكومارين، فكان كده انت كده زودت له جرعه السورالينز اللي هو بياخدها. الحاجه الثانيه بعض الادويه، لان بعض الادويه بتكون اصلا فوتو سنسيتايزنج ايجنتس، يعني هي اصلا بتزود السنسيتيفيتي بتاعه السكن لللايت، زي التتراسايكلينز، زي الفينوثايازينز، زي ستايازايدز، السلفانيلاميد، دي كلها انواع من الادويه بتبقى فوتو سنسيتايزنج اساسا. فتخيل ان انت واخد سورالين اصلا بيعمل فوتو سنسيتيفيتي،
وبعدين بتاخد كمان الادويه دي بتعمل برضه فوتو سنسيتيفيتي، يبقى كده الحساسيه بتاعتك للضوء بقت عاليه جدا جدا جدا، اي ضوء صغير ممكن يعمل فوتو توكسيستي جامده جدا وفوتو توكسيك ايه رياكشنز اللي اتكلمنا عليها في السلايد الايه اللي فاتت. فمهم جدا ان طوال فتره الجلسات بتاعت العلاج يبعد عن الاكلات اللي هي زي الفيج واللايمز والماستردز، ويبعد عن ادويه زي التتراسايكلينز والفينوثايازينز والثايزايدز والايه والسلفانيلا مايدز اللي هي الفوتو سنسيتايزنج ايجنتس. تمام؟ يبقى باختصار عشان نلم الحته دي، انت ممكن البيشنت اللي هيجي لك عنده فيتيلايجو هيبتدي ان هو يشتغل بالسورالينس، مهم جدا ان انت تنصحه بثلاث حاجات او اربع حاجات. الحاجه الاولانيه ان جلسات العلاج ما تزيدش عن 14 يوم عشان موضوع الريسك اوف سكين كانسر ده. تمام؟ الحاجه الثانيه ان هو لو عنده نسب الاصابه قليله اقل من 20% ما ياخدش اورال، ياخد توبيكال على السكين من بره ويعمل الجلسات بتاعته بعد 30 دقيقه من الدهان. انما لو الاماكن المصابه اعلى من 20% ففي الحاله دي يفضل انه ياخد اورال، وياخد الاورال ساعتين تقريبا قبل الاكسبوجر او قبل التعرض لليو في راديشن، وبعد كده يبتدي ياخد الجلسات العلاج بتاعته داي افتر داي، يعني يوم فيه يوم ما فيش خلال الاسبوع لمده برضه 14 يوم. خلاص كده؟ طيب الحاجه الثالثه اللي لازم ناخد بالنا منها ان لازم ننبهه ان ممكن خلال فتره الجلسات يبقى عنده بعض السايد افكتس اللي هي طبيعيه زي النوزيا والفوميتنج والايتشنج والهير جروث والداركنينج بتاع السكين والكلام ده. انما في بعض الاحيان انما الحاجه اللي لازم ناكد عليها ان هو ما يتعرضش للصن خلال فتره التريتمنت ولا بعد التريتمنت بشويه كمان حلوين، يعني لغايه لما السورالينز دي تخلص من جسمه وجسم يتخلص منها. ليه؟ لان السورالينز بتزود جدا السنسيتيفيتي بتاعت السكين زي ما شرحنا، وبالتالي ممكن جدا تعمل فوتوتوكسيك رياكشنز لو اتعرض للصن لفتره طويله، حروق بقى وكل الحاجات اللي اتكلمنا فيها والريدنس والكلام ده. الحاجه الاخيره اللي تقولها للبيشنت ان في بعض الاكلات وبعض الادويه لازم يبعد عنها خلال فتره العلاج زي الفيج واللايمز والماسترد في حاله الاكل، وزي التتراسايكلينز والفينوثايازينز والثايزايدز والسلفانيلامايد في حاله الايه الادويه. تمام كده؟ كده شباب الحمد لله وصلنا لنهاية الجزء بتاعي، وطبعا انا حاطط الايميل هنا عشان لو عايزين اي حاجة للتواصل، ولكن انتوا كده كده بتتواصلوا معايا على طول من خلال الشات بتاع التيمز او من خلال التيم نفسه، فما فيش مشكلة ان شاء الله نقدر ان احنا نتواصل مع بعض في اي حاجة انا مش فاهمينها، اي حاجة محتاجة توضيح اكتر، اي اسئلة عندكم بالنسبة للكورس نقدر ان احنا ان شاء الله نفضل على تواصل مع بعض. وانا كده كده برضو ببقى موجود معاكم يوم الاثنين في العملي ان شاء الله بقية الترم، فبرضو لو محتاجين اي حاجة تقدروا تقابلوني يوم الاثنين، ببقى موجود طول اليوم ان شاء الله هناك في الجامعة بإذن الله على خير. شكرا ليكم شباب وكل سنة وانتم طيبين.